بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على حضراتكم. الخميس 27 سبتمبر 2018، النهاردة أولى لقاءاتنا الأسبوعية اللي بتجمعنا مع حضراتكم خميس وجمعة من مساء دريم. يا أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا قضيتوا أسبوع جميل وفي يعني مجهود في العمل وفي الحياة، طلبا للرزق وطلبا للعلم، وإن شاء الله يا رب بإذن الله أبنائنا اللي رجعوا المدارس يكون أسبوع هادي، حتى وإن كان أول أسبوع في الدراسة كان فيه كده كلام كتير وحاجات ممكن تدينا أمل وممكن حاجات تانية تزعلنا شوية، لكنها حاجات متوقعة في ظل انهيار تعليمي على مدار سنوات طويلة جدا الحقيقة كنا بنعيش فيه، لكن واحدة واحدة إن شاء الله يا رب تظبط العملية التعليمية ويصبح الطالب المصري بحق هو طالب للعلم، وبالتالي الدولة المصرية تعطيه ما يستحقه من خدمات ومن منظومة تعليمية متكاملة. الحقيقة أنه النهاردة احنا عارفين طبعا كل القنوات متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو في اجتماعات الجمعية العامة في الأمم المتحدة، شفنا كلمته في بمناسبة التغيرات المناخية، شفنا كلمته أمام الجمعية العامة، لكن الحقيقة أنه النهاردة كمان في أولى لقاءاتنا إن شاء الله يكون عندنا فقرة خاصة نتكلم فيها عن حصاد لهذه الجولة الهامة جدا. هنتكلم على الكلمات التي ألقاها الرئيس، هنتكلم على لقاءاته مع عدد كبير جدا من الشركات وغرفة أعضاء غرفة التجارة الأمريكية كمان، دي أعتقد أنها نقطة مهمة جدا، كل ما يتعلق بالاستثمار وجذب الاستثمار يهمنا نعرف أبعاده إيه ونتائجه إيه إن شاء الله، فهنتكلم بده بالتفصيل لاحقا في حلقة النهاردة. لكن الحقيقة أنه ما حدث اليوم خلال الاجتماع، اجتماع مجموعة 77 زائد الصين في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك الأمريكية، وأنه الرئيس أعلن، طبعا هي مصر كانت بتترأس هذا الاجتماع، احنا عارفين الكلام ده، الرئيس أعلن انتخاب دولة فلسطين لرئاسة مجموعة 77 لعام 2019 بالتزكية. والحقيقة أنه هذه الكلمة كانت مهمة جدا، وقال فيها أنه مراسم انتقال رئاسة مجموعة 77 هتكون إن شاء الله في يناير 2019. عندما نقول أنه ما من دولة عربية، مع كل الاحترام لكل الدول العربية ولكل الجهود بصفة عامة يعني الحثيثة التي تسعى إلى حل حالة القضية الفلسطينية ومساعدة أبناء الشعب الفلسطيني، وإنما عندما نقول بقلب واثق وعن يقين أنه ما من دولة عربية، ما من دولة في العالم قدمت وما زالت تقدم للقضية الفلسطينية ولأبناء الشعب الفلسطيني ما تقدمه مصر حكومة وشعبا، فنحن نعني هذه الكلمة. مصر لها دور تاريخي في القضية الفلسطينية، شفنا على مدار سنوات طويلة جدا حتى خلال العامين الماضيين تهدئة الأوضاع بين فتح وحماس وعقد لقاءات كثيرة جدا والسفر إلى غزة وأهالينا هناك وقيادات من فتح وغزة يأتوا إلى مصر، كل ده ليه؟ لأنه الحقيقة أنه في النهاية يبقى المواطن الفلسطيني صاحب الأرض، هو من يتعرض للانتهاك، هو من مغتصب أرضه، هو من يمنع من الصلاة في المسجد الأقصى، هو من يهان في كثير من الأوقات، وبالتالي ده دور مصر طول الوقت حطاه نصب أعينها، إنها شايفة أنه على مصر وهي الكبيرة في المنطقة العربية، وهذا فعلا وليس قولا، دور مصر الداعم دائما وأبدا إلى أبناء الشعب الفلسطيني، ده الهدف الأساسي الأسمى اللي بنضعه قصاد أعيننا لما بنتكلم على فتح المعبر، وده بيكون طبعا قرار سيادي من رئاسة الجمهورية. وأحيانا إحنا حتى كمواطنين كده ممكن يقولك بس أحيانا لما بنفتح المعبر بيحصل حاجات بعدها وما عرفش إيه، ده بيكون في دراسات كتيرة جدا رئاسة الجمهورية بتكون عارفة كويس قوي هذا القرار، في حالات إنسانية بتكون عالقة، في مرضى، في طالبين للعلم بيكونوا داخلين هنا إلى مصر يتلقوا العلم، بالتالي مش ممكن أبدا مصر تغلق أبوابها أمام أبناء الشعب الفلسطيني. اليوم كللت هذه الرسالة بما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي من التهنئة لفلسطين، والحقيقة أنه دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لإلقاء كلمته. تعالوا نشوف مع بعض جزء من هذه الكلمة اليوم منذ ساعات في الأمم المتحدة عندما أعلن الرئيس السيسي أنه فلسطين بإذن الله سترأس المجموعة 77 زائد الصين في، وأن هذه المراسم ستكون في يناير 2019. كما تعلمون فإن رئاسة مجموعة 77 متتالية بحيث تنتقل كل عام لأحد الأقاليم الثلاث المكونة لمجموعة 77، وهي تدور في العام المقبل على أقليم آسيا المحيط الهادي، وقد سبقت تزكية كل من أقليم آسيا المحيط الهادي
والاجتماع 30 لكبار مسؤولي مجموعة 77 ترشيح دولة فلسطين لرئاسة المجموعة في العام 2019. هل أفهم أن الاجتماع الوزاري يرغب في انتخاب دولة فلسطين بالتزكية لرئاسة مجموعة 77 للعام 2019؟ بالنيابة عن الدول الأعضاء مجموعة 77، دعوني أتقدم بالتهنئة لحكومة دولة فلسطين على انتخابها لهذا الموقع الهام. نثق في أنه تحت القيادة الحكيمة لدولة فلسطين وبالدعم القيم من السكرتارية التنفيذية للمجموعة وتعاونكم جميعا، ستتمكن مجموعة 77 من تحقيق المزيد من الإنجازات في العام 2019. هنتكلم ان شاء الله لاحقا كما ذكرت لحضراتكم ونقدم حصاد ونشوف مع بعض كده اهم نتائج هذه الزياره وهذه الجوله وحضور الرئيس الى الجمعيه العامه للامم المتحده. وهنتكلم طبعا على الشق الاقتصادي عشان انا عارفه ان ده يهم شريحه وقطاع كبير جدا من الناس، هنتكلم عنه في اولى فقراتنا النهارده ان شاء الله. لكن الحقيقه انه امبارح عندنا هنا في مصر مؤتمر برضو يعني اتمنى ان هو يكون اخد اهميته وسط احداث كتيره بتحصل ومشغولين بحاجات كتيره على السوشيال ميديا، وكمان كل الناس كلها بتتابع زياره الرئيس للامم المتحده. امبارح كان في مؤتمر وزاره التخطيط مع وزاره الاتصالات، مضوا مع بعض بروتوكول، طبعا الوزيره الدكتوره هاله السعيد مع الاستاذ عمرو طلعت مضوا مع بعض بروتوكول. البروتوكول ده لايه تحديدا؟ البروتوكول ده لضبط الخدمات الحكوميه الرقميه، او الاسم الادق لحوكمه الخدمات الحكوميه الرقميه. انا ليه اهتميت جدا الحقيقه بالمؤتمر ده وشفته يعني بشره خير ان احنا لما نقول عايزين نتغير فنحس انه على الارض هناك ما يحدث بالفعل يدعونا الى التفاؤل بانه هذا التغيير الذي نطمح اليه هو امر باذن الله يعني واقع هيحصل. الحوكمه، كلمه الحوكمه دي ببساطه شديده، واعتقد انه الكلمه دي بقينا بنسمعها كتير اخر سنتين، ويمكن بدانا كمان من خلال مؤتمرات الشباب. على فكره كانوا الشباب اللي بيشتركوا في منتديات الشباب كتير بيعملوا ندوات وجلسات بيبقى العنوان فيها حوكمه الدوله، حوكمه مؤسسات الدوله. حوكمه يعني ايه؟ حوكمه يعني الرقابه، يعني انك تخطط، يعني انه مفيش حاجه ومفيش جهاز ومفيش جهه ومفيش حد يبقى خارج الرقابه، يبقى خارج المنظومه اللي تقدر تشوف كيف تسير الامور. حوكمه الخدمات الحكوميه بصفه عامه هو شيء مهم جدا، لكن كمان تحديدا الرقميه. ليه مهم؟ لانه لو من سنتين تقريبا في الحدود دي بدات الدوله المصريه تتحدث عن ما يعرف بالشمول المالي، واهتمينا بيه جدا المصطلح ده، وقلنا ان احنا ان شاء الله قريبا ستتوجه الدوله كلها ويعني تتميكن اغلب الخدمات، ونقدر انك توصل لمرحله انك لما تشتري حاجه من الشارع من حد او كده، او تركب تاكسي حتى يمكن في يوم من الايام نقدر نحاسبه بالكريدت كارد، يعني نبدا نميكن الامور كلها، نقلل الكاش. ده طبعا شرحنا احنا على مدار السنتين اللي فاتوا ايه اهميته. لكن الحقيقه انك لما تعمل ده، ما هو ده كمان السيستم ده محتاج هو كمان حوكمه، محتاج هو كمان مراقبه، محتاج هو كمان رقابه جيده. وبالتالي احنا بدانا بالبروتوكول ده بنسبق علشان لما نيجي نحط السيستم ده ونمشي عليه يبقى كل الامور البنيه التحتيه للمنظومه دي هي موجوده. ودي حاجه مهمه، لان احنا بصراحه كان عندنا في مصر يعني فتره طويله جدا مشكله ان احنا بنتفاجئ ان الحاجه بتحصل، يعني بنتفاجئ ان مثلا انا بدي مثال، نتفاجئ ان الشمول المالي بدا يتطبق فنجري ونشوف محتاجين له ايه ومحتاجين نظبط له بنيه تحتيه ايه. فلا، احنا هنا بنقول ان احنا بنسبق، ان احنا بنضع خطط، ان احنا عندنا فيجن، عندنا رؤيه. ودي طبعا في علوم الاداره شيء مهم جدا لنجاح اي منظومه، منظومه الحوكمه، حوكمه الخدمات الحكوميه الرقميه تحديدا اللي هي الديجيتال. اي حاجه هنشتغل عليها عن طريق الانترنت، هتدفع حاجاتك، مخالفاتك، هتجدد رخصه، هتعمل اي حاجه عن طريق الانترنت، كل التعاملات
على مدار فترة إن شاء الله زمنية واحدة واحدة كده هتكون عن طريق الخدمات الرقمية يعني الديجيتال دي. كمان بنشوف دلوقتي كيف نضع بروتوكول علشان يتم حوكمتها، تحط لها سيستم كده ونعرف نراقبها ازاي، وبالتالي الدولة تاخد حقها والمواطن ياخد حقه. على فكرة مش بالضرورة انه كلمة حوكمة دي او كلمة مراقبة ورقابة تبقى معناها فساد ورشوة وحد يطلب منك خالص. ممكن يبقى مجرد اهمال انه حضرتك قدمت ورقك على الانترنت في موقع ما، في جيت تعمل تخلص مصلحة حكومية ليك على الموقع والحاجة اتعطلت بدون سبب، او الطلب منك الطلب برتين، او اسمك سقط من الليست مثلا من السيستم نفسه. ما دي كلها برضو امور فنيه غلط. وبالتالي فكره بروتوكول، اولا احنا هنا بنقلل العنصر البشري واحتكاكه بالمواطن، واحنا عارفين بما ان احنا بقى بنصرح بعض بالحقيقه، عارفين ان احنا كان عندنا مشكله على مدار سنوات طويله جدا انه مقدم الخدمه في كتير من الاحوال كان عشان ينجز الخدمه اللي هي من حق المواطن كان لازم يشرب شاي او بالياسمين يعني زي ما الزعيم عادل امام مسميه، وبالتالي كان عندي هنا منبع فساد غير طبيعي. فالحوكمه هي ضامن لنا باذن الله عند التطبيق الفعلي والحقيقي مع هذا البروتوكول انه حتى الخدمات الرقميه كمان ستدخل ضمن منظومه رقابيه مهمه جدا تتم الرقابه عليها من الدوله. طبعا الرقابه الاداريه كمان داخله في هذا البروتوكول، لكن امبارح كان يعني اعلان التفاصيل من وزارتي التخطيط والاتصالات. ان شاء الله مستقبل افضل، ان شاء الله مستقبل اجمل، ان شاء الله واحده واحده كل الصعاب اللي عندنا حتى بما فيها الفصول اللي فيها تكدس المنظر اللي كان بيضايقنا والحاجات اللي لسه لغايه النهارده قاعدين بنبعتها لبعض، ان شاء الله واحده واحده كل ده هينتهي، لانه احنا ما كناش خارجين الحقيقه من بلد مستقره، احنا كنا يمكن شايفين صوره من بره جميله جدا، لكن تحت كان في مشاكل كتيره جدا، فالمشاكل دي لما طلعت على السطح بعد ثوره يناير حسستنا قد ايه احنا محتاجين شغل كتير جدا. اهم احداث الاسبوع هنشوفها مع بعض دلوقتي ونرجع مباشره نبدا حلقتنا من مساء ابريل. شهدت احداث الاسبوع احداثا كثيره ومتنوعه على الساحه المحليه والاقليميه والدوليه. الرئيس السيسي يشارك في اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده للمره الخامسه. رئيس الوزراء: الدولة تضع تنمية الصعيد على أجندة أولوياتها. وزير المالية: إعداد برنامج إصلاح هيكلي للاقتصاد يستهدف خفض الدين العام إلى 70%. مصر توقع عقدا مع تحالف روسي مجاري لتوريد 1300 عربة قطار ب 22 مليار جنيه. افتتاح خط الحرمين الفائق السرعة في السعودية بامتداد 400 كيلومتر. زعيم حزب العمال البريطاني: سنعترف بدولة فلسطين فور تشكيل حكومتنا، وعلم فلسطين في مؤتمر للحزب. ترامب: بصفقة القرن جاهزة خلال 4 أشهر. واشنطن تسحب 4 أنظمة دفاعية من دول عربية، والكويت: منظومتنا المستقلة تؤمن أراضينا. دفاعات جوية روسية قصيرة المدى إلى سوريا قريبا بالإضافة إلى S-300. البرلمان العراقي يحدد الموعد النهائي لانتخاب رئيس للبلاد. ترامب وروحاني يتبادلان التهديدات والإهانات على منبر الأمم المتحدة. الأمم المتحدة: المجاعة قد تقضي على 12 مليون يمني. فيضانات مرعبة تضرب تونس وتسبب خسائر فادحة. إجلاء المئات وإغلاق مطار بيزا بسبب حريق غابات في إيطاليا. محمد صلاح أول عربي وإفريقي يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم. وفاة المفكر الكبير جلال أمين عن عمر يناهز 83 عاماً. كنت بكلم حضراتكم في بداية لقائنا النهاردة عن منتديات الشباب، ومن السنة اللي فاتت طلع يعني أو كان النسخة الأولى من منتدى شباب العالم
اللي فيه عدد كبير من شباب العالم الحقيقة جم وحضروا، وكان ميكستشر كده أو خليط ومزيج ما بين شباب المصريين وشباب من دول كتيرة جدا حول العالم. اتكلموا على الأفكار، واتكلموا على بكرة، اتكلموا على المشاكل اللي العالم كله بيعاني منها زي التغيرات المناخية، ودي طبعا موضوع الحقيقة في منتهى الأهمية. الحقيقة أنه اللطيف في الموضوع لما تتابع جولة الرئيس وهو بيحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتلاقي انه في تايم سكوير، واعتقد انه يعني سواء من ذهب بالفعل الى نيويورك سابقا او مانهاتن او من لم يذهب، طبعا هو اشهر ميادين نيويورك في الولايات المتحدة الامريكية، ده مزار سياحي الحقيقة، ده يعني اي حد بيسافر نيويورك ما ينفعش ما يروحش كده تايم سكوير وياخد صور هناك وتذكار وما الى ذلك. والحقيقة انه في التايم سكوير تزامنا مع الدعاية أو تزامنا مع الوقت اللي فيه طبعا كل الضيوف بيحضروا الجمعية العامة للأمم المتحدة، زينت التايم سكوير صور أو بوسترز لمنتدى شباب العالم اللي هيعقد إن شاء الله في نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ. والحقيقة إنه حتى زملائنا اللي هناك يعني اللي حضروا من زملائنا من الصحفيين والإعلاميين، وإحنا بنكلمهم وإحنا بنبعت لبعض كده على فيسبوك، بيقولولنا إنه الفيدباك أو رد الفعل هناك من الشباب اللي واقف، أصل حضرتك واقف في تايم سكوير أشهر ميدان في العالم تقريبا، والصور دي موجودة والبوسترز، وبعدين الرئيس بيتكلم في البلازما اللي موجودة هناك في الميادين في الشارع، الرئيس السيسي بيتكلم، وتحته على طول تلاقي الورد يوث فورم المنتدى شباب العالم وشرم الشيخ نوفمبر 2018. فالطبيعي ان اي حد حتى لو حد يعني ما يعرفش حاجه عن المنتدى هيسال انه ايه المنتدى ده وازاي نقدر نشترك، الله ده في مصر وكمان في شرم الشيخ، طب ده الشباب بس اللي بيحضروه، طب نقدر نسجل ازاي، هاو تو ريجستر، ازاي نقدر نسجل وندخل على الموقع. يعني الحقيقه انها كانت صور جميله جدا، ويعني كنا فرحانين الحقيقه ان احنا نشوف الصور دي، لانه دي دعايه الحقيقه هايله لمنتدى شباب بفكره مصريه شبابيه بالاساس. بنقول انه عندنا بعض الصور اللي عايزينها ما تبقاش ان شاء الله موجوده، لكن علشان ما تبقاش موجوده في حاجتين لازم نعملهم. الحاجه الاولانيه طبعا يبقى في اراده حقيقيه من الدوله بكل مؤسساتها المعنية في الموضوع ده إنها تشتغل على المشاكل اللي عندنا. والحاجة التانية إن إحنا كمواطنين لما نتكلم أو زي ما بيقولوا كده to pinpoint أو يعني نشاور على الحاجات اللي فيها مشكلة، أنت بتتكلم بغرض إيه؟ بتتكلم بس بغرض السخرية والتريقة؟ تفضل يا سيدي آدي التعليم اللي عايزين يحسنوه، تفضل يا سيدي آدي المدارس والدكتور الوزير اللي بيقولك هجيب تابلت. هل عايز تتكلم في السكة دي؟ ولا عايز تقول انه عندنا المشاكل دي، طب حلولها ايه، طب واحد اتنين تلاتة. وعلى فكرة الاهم من انك تشاور على المشاكل ان حضرتك تبدأ بنفسك، يعني حضرتك ما تبقاش طول الوقت قاعد، او انا عشان ما بحبش بس اطلع اتكلم أو يعني ادي نصايح لحد، ما بقاش انا طول الوقت قاعدة عمالة بنتقد واتريق واسخر وبث كده سلبية وبث حالة من يعني الزعر كده ومفيش حاجة بتتصلح والمدارس وحشة والتعليم مش عارف عامل ازاي وبتاعه ولا في امل ولا في حاجة، وانا كمان سايبة ابني مثلا بيروح المدرسة يضرب زميله او يتخانق مع زميله او يشاكس المدرس بتاعه او يقل احترامه لمدرسة بتاعته. ما هو معلش ما هي كلها اصلا حاجات مرتبطة ببعض. في مدرسة، دي مدرسة بلقاس الثانوية بنين، النهارده الخميس، النهارده 26 ولا 27 يا شباب؟ النهارده 27، النهارده الخميس 27، الحقيقه بعت لنا يعني زي استغاثه وبيوجهوا نداءات للمسؤولين، ليه؟ لانه الطلاب فيها بيتضربوا بالعصا وبيتشتموا بشتائم يعني بذيئه جدا، منها شتائم بالاب. ده الفيديو اللي وصلنا، وده فيديو انتشر الحقيقه على مواقع التواصل كمان فيسبوك، وجالنا احنا كمان في صفحتنا في مساء دريم. وجهوا نداءات للمسؤولين، انقذوا ابنائنا من تلك المعامله المهينه بالضرب والسب والقذف في طابور الصباح النهارده 27/9، ده طابور الصباح النهارده. الفيديو ده في احد اولياء الامور صوره لما شاف ابنه، هو الراجل شاف ابنه بيتضرب وسط الطابور، بيتضرب وبيتشتم بالاب، يعني بيه، يعني بيتقال له يا كذا يا كذا، والده كان لسه تقريبا على باب المدرسه وسمع وشاف بعينيه، فلف وقف صور.
الضرب ممنوع قانونا داخل المدارس؟ هذا الأسلوب وفكرة إن أنا مو أنا برضو تعليم إيه لما 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 هعلي صوتي على الطالب، وتعليم إيه برضو لما هشتم قدامه. وبنرجع نقول هي الطلبة ساعات بيبقى صوتها جاي منين، يعني فعلا مساحة الاحترام اللي لازم تكون موجودة بين المدرس وبين أنا كمدرس، أنا كمدرسة هفرض إزاي احترامي على الطالب إذا كان هو بيسمعني بقول ألفاظ بذيئة وبشتم وبمسك له عصاية وبضربه؟ ما هي برضو دي حاجات يا جماعة، يعني هو الوزير، وزير التربية والتعليم هينزل بنفسه يروح مدرسة مدرسة في 27 محافظة في جمهورية مصر العربية عشان يقول الكلام اللي أنا لسه بقوله ده لكل مدرس ولكل ناظر مدرسة؟ هي دي مش بديهيات إحنا تعلمناها وتربينا عليها، إنه المدرس ده قدوة، قدوة مش في التعليم بس، إنه يقف يشرح لي على السبورة، في التعامل، في الألفاظ، في الكلام، في الاحترام، أبص له وأنا معجبة جدا بيه وفخورة، وهو نموذج أنا أحب أشوفه، وهي كمدرسة نموذج أحترمها. تعالوا نشوف مع بعض كده الفيديو ده، طبعا احنا في بعض الشتائم يعني غطينا الصوت عليها، تعالوا نشوف مع بعض كده الفيديو ده ونرجع تاني. انا لا اعتقد ابدا انه المشهد ده علشان نغيره او علشان يعني ما يحصلش تاني ان انا محتاجه وزير التربيه والتعليم ينزل يلف على كل مدرسه، ولا النائب بتاعه، وما اعتقدش ان الاعلام حتى المفروض ان هو يعمل ده بالمناسبه. يعني انا بعتقد انه المسؤوليه الملقاه على عاتق كل مدرس، كل معلم، ان يعلم الاجيال اللي هو بيدرسها الفضائل والاخلاق. أنهي فضيلة ممكن الطفل يتعلمها وهو بيتضرب وممسك له عصاية وبيتضرب وبيتقال له يا كذا يا ابن الكذا؟ الكلام ده لما يطلع من مدرس، أنا هنا الطفل هطلعه، والطالب ده هيطلع بره المدرسة يعمل إيه؟ أصلاً جوه المدرسة هيعمل إيه؟ لسه في أخبار التعليم، في حادثة برضو مؤسفة النهاردة جريدة الوطن نشروها، في طالب في الصف التالت إعدادي في الدقهلية أصيب ب أو اتعمل له 43 غرزة، غرزة خياطة طبية في ظهره. اللي حصل ببساطة شديدة إنه بعد انتهاء حصة درس خصوصي في سنتر تعليمي، وادي السناتر، وادي اللي بنتكلم عليه، بعد ما ترصد ليه 4 من زملائه وضربوه، السنتر دف بالقاس برضه. شافها أنا بالقاس فيها إيه؟ لأنه هي الفيديو الأولاني برضه بالقاس الثانوية بنين. الفيديو ده برضو درس سنتر تعليمي في بلقاس برضو، في 4 من زمايله ضربوه. اللي حصل ايه؟ حضراتكم عارفين موضوع التنمر اللي بقالنا فترة في مصر بنتكلم عليه، هو مش حاجة جديدة على فكرة، هو العالم كله بيتكلم، حاجة اسمها بولينج او تنمر، يعني بقول عليك كلام وبقول لك كلام وبحسب شكلك، يعني يا تخين يا أزعى يا مسلوع يا كارتة يا مفشولة يا معرفش ايه، يعني كده. فمضايقات بقى تانية غير الكلام، مضايقات تانية، شوية طلبة يتلموا على طالب معين ويبقوا طول السنة مستقصدينه ويخطفوا الدفاتر بتاعته الورق بتاعه، يقفوا يستنوه بره ويشنكلوه هو طالع. كل دي حاجات اسمها تنمر، بولينج، والعالم كله الحقيقة بدأ يتكلم في ده، لأنه البولينج ده بيعمل مصايب سودة على فكرة. ده يعني بيعمل خناقات بتؤدي في كثير من الأحوال إما إلى إصابات بالغة بين الطلبة بعد مشاجرات طبعا ومشاحنات، أو لا سمح الله وفاة. وليه بقول طلبة؟ لأنه أغلب
حوادث التنمر دي بتحصل في سن المدرسة، أولى جامعة تاني جامعة، أغلبها بتحصل في سن المدرسة تحديدا. الولد اللي احنا بنحكي قصته ده، الطالب كانت بداية المشكلة طبعا ان هو بيقعد يتقال له يا تخين يا تخين. ولي الأمر بيحكي ان ابنه كان طالع من الدرس في السنتر ده، خلص الدرس والسنتر ده طالع منه، فواحد زميله قال له يا تخين، فبيحكي ولي الأمر بيقول انا ابني حس بالإهانة، فرد على زميله، رد عليه بألفاظ بصراحة يعني هو ولي الأمر بيعترف بيقول ما هو عمالين يقولوا له يا تخين يا تخين يا تخين ويتريقوا عليه، فراح التاني ضربه، فراح شتمه، ولا ابنه راح شتمه، راح التاني ماسك الكتاب وضربه بيه بالكتاب. الطالب اسمه إسلام، والده بيقول انه دي كانت بداية المشكلة من جوه السنتر، الولد اللي هو التاني ده اللي كان بيقعد يشتمه ويقول له يا تخين، وفي الاخر ضربه على راسه او يضربه بالكشكول. اتوعد له يعني استحلف له وقال له هننتقم منك وهتشوف، وفضل مستنيه بره في الشارع. فابن الراجل الطالب ده لما خلص السنتر ما رضيش يطلع على طول، خاف، حس ان الولد هيبقى مستنيه بره يعمل فيه حاجه، فضل قاعد جوه السنتر حوالي 10 دقائق مستني عشان زميله يعني يكون ماشي، وبعد 10 دقائق طلع قال خلاص بقى، فنزل الشارع، طلع من السنتر نزل الشارع، لقى الولد ده ومعاه ثلاثة تانيين، جايبهم هو جايب ثلاث ولاد تانيين، ومسكوا الولد ونزلوا ضرب فيه، ضرب بقى يعني يا فيني وجعك، لما بقول لحضراتكم 43 غرزة، أخذ 43 غرزة في ظهره من كتر الضرب، مسكوه نزلوا ضرب على ظهره لما يعني كسحوه. دي طبعا مشكله، كارثه ومشكله كبيره. الطالب اتنقل لمستشفى بالقاس العسكري، اتخيط له جرحين كبار في ظهره، واحد 15 سنتي والتاني 12 سنتي. دي يعني حاجات كلها طبعا ده برضو بنتكلم فيه، يعني اصل هو لا يمكن تكون الحادثه دي حصلت كده فجاه، يعني هي الحادثه دي اكيد جايه بعد تراكمات، موضوع التنمر، موضوع ان احنا نتريق على بعض. عشان كده بقول لحضراتكم انا ما ينفعش بعد ما اتكلم على المثل والاخلاق واقعد بس على الفيسبوك كده اقعد اقول وفين التربيه والتعليم وفين الوزاره وفين الناس ولا هنعمل حاجه والتعليم منهار في مصر، وانا ابني بسيبه يتحرش بزمايله، يضايقهم، يشتم، يتريق على واحد يقول له يا تخين، يتريق على بنت يقول لها يا مش عارفه يا ايه. ما هي اصل هي كلها حلقه واحده كده، احنا مع بعض كلنا على فكره في التصليح ده، مش الوزاره بس ومش الدوله بس، حضرتك وانا وولادنا والناظر والمدرس والمدرس اللي في السنتر. الحادثه دي بقى نحطها على الفيديو بتاع الولد الشهير طبعا، عاوز انام يا حاجه، عاوز انام يا حاجه، مع الحادثه اللي لسه قايلينها من شويه دي اللي اتضربوا الاطفال اللي واقفين في طابور المدرسه، المدرس ماسك لهم العصايه بيضربهم وكذا وكذا. دي كلها ايه بقى؟ يعني دي كلها هنطلع نقول على الهوا انت فينك يا وزير التربيه والتعليم؟ ولا هنا بقى هنقول حضرتك فين كولي امر؟ وحضرتك فين كناظر مدرسه؟ وحضرتك فين كمدرس ومعلم؟ وحضرتك فين كمدرس في السنتر؟ لو احنا، وانا اسفه والله انا مش بحب اطلع اتكلم بصيغه انه بنظر او بدي نصايح، يعني كلنا بنتعلم في حياتنا ومحتاجين اللي ينصحنا، لكن لو احنا كل واحد فينا قاعد مستني مستريح كده ومستني لما الدوله هي اللي تعمل وهي اللي تفرض قوانين وهي اللي تظبط الامور، مفيش حاجه هتتغير. ما هو يا كلنا مع بعض في التغيير ده يا ننسى، وهنفضل كل يوم عندنا حوادث كده، طفل بيتضرب وطفل لا سمح الله بيتوفى وطفل بيتكلبوا عليه زمايله بينزلوا ضرب فيه لما بيعدموه العافيه، وتلاميذ بتتضرب جوه المدرسه، وتلاميذ بتتشتم بالاب والام جوه المدرسه. هنفضل كده لو احنا كلنا ما قررناش نتغير. تعالوا بمناسبه بقى البولينج والتنمر، في مجموعه من الشباب، مجموعه من الناس انشاوا منظمه هي غير هادفه للربح، ان جي او يعني، اسمها ادفايس سيكرز، يعني الباحثين عن النصيحه. قصتهم حلوه قوي لانه لما تسمعوا القصه هم كانوا اصلا اغلبهم كانوا بالفعل في حياتهم اتعرضوا للتنمر، اللي اتقال له يا كذا، واللي كان بيتشتم، واللي كان بيتريقوا عليه وهو صغير في المدرسه، واللي 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 واللي. فالناس دي لما كبرت وخلاص بقى يعني اشتغلت وبقى ليها حياتها العمليه وبقى عندها نضج كده، فكروا ان هم يفيدوا غيرهم بالموضوع ده. وحملات التوعيه اللي موجوده في مصر، حضراتكم متابعين كل البرامج دلوقتي، اغلبنا يعني طلع اتكلم وعمل فقرات عن التنمر، كيف نحارب، كيف نعم، ده مش حاجه جديده،
ده الحقيقة التنمر ده موجود في العالم كله، احنا اللي في مصر بس مؤخرا اللي بدأنا نتكلم عنه. في كل الأحوال في مثل كده بيقول لك better late than never، يعني كويس انك تبقى متأخر احسن من ما فيش خالص. المهم نعرف أعلم ابني انه لما يشوف حد مختلف عنه شكلا جنسا عرقا دينا ايا ما كان ماليش دعوه بيه وما تريقش عليه، وعلم ابني انه يركز في نفسه وفي شغله وفي دراسته وفي شكله وفي نظافته الشخصيه وفي اخلاقه مع الناس وملوش دعوه بغيره. زميلتنا ساره مجدي قدمت لنا تقرير عن مجموعه ادفايس سيكرز اللي قرروا ينقلوا خبرتهم ازاي يتعاملوا وتعرضوا في حياتهم للتنمر وازاي ينصحوا الناس والاطفال تحديدا يمكن والشباب ان هم يتعاملوا معاه. تعالوا نشوف مع بعض. البدايه ما كانتش من هنا. التنمر وحش ترعرع بين الصغار حتى كبر وصار يصحبهم كحقائبهم في المدارس. الناس المتنمرين هم بيبقوا مثلا بيعملوا كده لسبب معين لمشاكل خاصة عندهم. الأطفال عموما بيتجاهلوا الموضوع، بيتكسفوا يحكوا عنه، المدرسين ما بيهتموش وبيشوفوا ان الأطفال بتهزر مع بعض، والبيرنتس مش بيهتموا ان هم يدوروا يشوفوا أولادهم مين بيعمل معاهم ايه في المدارس ومين بيعمل اي حاجة، الموضوع بيعدي ولا كأن في حاجة. فبحسب إحصائيات اليونيسف حوالي 150 مليون مراهق حول العالم تعرضوا للتنمر سواء على صورة عنف جسدي أو لفظي. كل العالم تنمر بيحصل، بس في مصر تنمر ده جديد لمصر. هو بيحصل بس الكلمة نفسها جديدة لمصر، وفي ناس مش فاهمة يعني تنمر، فإحنا بنحاول نعرفهم. وفي مصر تحديداً يتعرض 70% من المراهقين لمضايقات متعمدة من زملائهم والتي مع الأسف تترك ندوباً في أرواحهم. التنمر كان بيحصل لي، كان في شوية عيال كانوا بيلاحظوا أن أنا في حاجات في شعري، كان عندي حاجة اسمها صدفية، والحاجة دي كانت بتبان كأنها قشرة. الحاجة دي كانت مرضية فأنا ما كانش شايفة أتخلص منها، فكان دايما بيقولوا شادي ما بيستحماش، وساعات بيطلب عليا يضربوني ساعات. عدت 4 سنين بعد كده فهمت ان انا كان عندي الحاجه دي، وجيت لهم في يوم وقلت لهم انا كان عندي ده وانتوا ما كانش المفروض تتكلموني معايا بالطريقه دي. فمصطفى اشرف الشاب صاحب العشرين عام تعرض للتنمر في صغره، مما حفزه لتاسيس منظمه ادفايس سيكرز او طالب المشوره، والتي تسعى لزياده وعي كل من الطلاب الاباء والمدارس عن التنمر واخطاره. أنا كان في ناس كتيرة بتنمر عليا وأنا صغير، وأنا عندي 10 سنين 11 سنة في مدارس، وجت لدرجة إن أنا ما كنتش عارف أتحمل التنمر ده. حسيت إن أنا مش عايز أعيش تاني، فجربت إن أنا أنتحر من حوالي 6 7 سنين. إحنا شباب عندنا من 16 30 سنة بنعمل مبادرات في جامعات ومدارس. فكرت يوم ان انا عايز ابدا حاجه نساعد الناس فيها، حد يقف جنب الناس، عشان في ناس كتيره بيجي لهم تنمر، وفي ناس كتيره يعني بيجي لها اكتئاب. فبعدين جات لي فكره ان انا انزل للمدارس واساعدهم في المدارس. عملتها مره، انت عملتها بلس. عندنا كذا فريق في السبيكرز تيم، دول اللي بيطلعوا في الكامبينز، هم مهمتهم ان هم يوصلوا البوينت للاطفال. احنا رحنا 68 مدرسه وثلاث جامعات عشان نوريهم ازاي يتعاملوا بالتنمر، ازاي يوقفوه، وازاي لو حد تنمر عليهم ازاي يقفوا نفسهم. انا بخرج وبصور فيديوز، حبيت اعمل كده في ادفايس سيكرز عشان دي حاجه ليها علاقه بدراستي، فاتبسطت ان انا اقدر اعمل حاجه بحبها وبفهم فيها في نفس الوقت بحاجه ليها جود كوز وليها معنى. احنا بنعمل فيديوز على الفيسبوك، فعايزين نساعد الناس اللي على الانترنت والناس في المدارس. انا نفسي مبسوطه من شغلي كده، ان حاسه ان فعلا بيجيب نتيجه، وحاسه ان فعلا بيساعد الناس، وده عامة هدفي في الحياة عامة ان انا اساعد حد. حلمي ان احنا نكبر اكبر اكبر كده، يعني ان عايزين نبقى كبار قوي، عايزين نبقى حوالين مصر كلها. ايه
سارة مجدي، مساء دريم. الأسبوع اللي فات عرضنا فيه مساء دريم أزمة اللاعب حاتم عبد الآخر لاعب منتخب مصر للجودو، وكلمناه هاتفيا وكلمنا والده المحترم، وكنا بنحاول نفهم إيه أبعاد الموضوع، إيه أبعاد المشكلة، وعنا أكتر من مداخلة الحقيقة يومها مع كابتن حاتم كمان، وحاولنا نتواصل مع رئيس الاتحاد، وقلت يومها على الهوى هو الحقيقة رفض إن هو يعلق على الموضوع، يعني هو حر، لكن في النهاية بس إحنا عايزين نعرف، لأنه لما بيكون عندك لاعب يعني مستوى لعبه ويعني ممتاز سواء لعبا او يعني اداء وخلقا، وبيشهد له الجميع بالشخصيه الجاده الخلوق اللي بيلعب كويس اللي بيحصد جوائز ما شاء الله، احنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن ما حصد وقد ايه رفع اسم مصر بره وعلم مصر بره، فلما يكون عندك اللاعب ده تحاول يعني على قد ما تقدر انك ما تزعلوش، يعني تحاول انك تشوف هو محتاج ايه، مش بقى كمان انك انت يبقى في موضوع وتدخله في قصص كده وحكايات وكنت هصفرك، لا سحبنا اسمك، لا هنطلع واحد تاني مكانك، يعني قصص، والحقيقه انه اغلب دول العالم ما كانتش كلها يعني بتشوف الناس اللي عندها الكفاءات دي وبتتعامل معها بشكل يعني جاد قوي وبشكل يليق بيهم. المهم انه الجديد في الموضوع انه دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه قابل اللاعب الاسبوع اللي فات ده على طول، قعد معاه وسمع منه ملابسات الواقع. عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع، خلونا ناخدها هاتفيا من كابتن حاتم عبد الاخر لاعب منتخب مصر للجودو. يا كابتن اهلا بيك. اهلا بيك. يا اهلا وسهلا بيك. اهلا اهلا بيك. احنا عارضين صورتك دلوقتي مع دكتور اشرف صبحي. عايزين نعرف بقى تفاصيل اللقاء، سالك على ايه وانت حكيت له ايه وايه اللي حصل، اتفضل. والله انا اول حاجه قبل ما اروح اقابل دكتور اشرف صبحي، هو صراحه الراجل كان مرحب جدا باستقبالي، فانا حضرت الدكتور اشرف صبحي ودكتور هشام حطب ولجنه المعايير والاداره، على حضرت اولا المذكره من 4 ورقات تفصيليه بكل اللي حصل، مرفق بيها اولا حجز التذكره اللي طلع لي من الاتحاد، مرفق بيها الايميل اللي الاتحاد بعته لشركه السياحه الحكوميه ان انا داخل البطوله، مرفق بيها الايميل اللي فيه تعنت ان احنا ما تقبلوش، اللي هو كان هناك لما كانت زي ما قلت لحضرتك الاسبوع اللي فات لما كانوا رؤساء البعثه بيحاولوا يسجلوني، مرفق بيها الايميلات اللي من الاتحاد اللي هي ما تسجلوش اللاعب مهما حصل من اي جهه، واحنا الجهه الوحيده اللي تقول نسجله ولا لا، واحنا بنرفض بشده ولو سمحت ما تقبلوش اي حد، مرفق بيها هذا الايميل، مرفق بيها تذكره رجوعي اللي هي على حسابي اللي هو ان هو ما دفعليش تذكره رجوع، مرفق بيها كمان اللي اتحققنا كمان ان هو ما لغاش التذكره كمان، ده ساب التذكره قائمه، يعني لحد امبارح كانت التذكره قائمه، يعني التذكره حتى، وبالتالي كان في هنا موضوع اهدار المال العام اللي حضرتك شرحته باستفاضه الاسبوع الماضي. ايوه بالظبط. فمرفق بيها كل الحاجات، وانا صراحه شرحت الدكتور اشرف صبحي تفصيليا كل، وريته كل الحاجات دي، وريته الايميلات اللي مبعوته، وريته التذكره، وريته القرار الوزاري اللي طالع بيه اسمي وطالع باسم الخمسه، وكل كل حاجات انا جهزتها وريته كل الكلام ده. قال لك ايه يا كابتن؟ قال لك ايه دكتور اشرف؟ دكتور اشرف صراحه يعني راجل محترم جدا، وهو امر بتحقيق وتشكيل لجنه تنزل على الاتحاد للتحقيق في الموقف، وهما فعلا نزلوا اول امبارح للتحقيق في الموقف، وجابوا كل الايميلات دي، واستجوبوا كل العاملين، مين اللي ادى القرار بالغائه ومين اللي ادى الكلام ده كله، والعاملين كلهم مضوا على كل الكلام ده، وهو مستني دلوقتي الريبورت من اللجنه اللي هتتعرض عليه ان شاء الله الاسبوع الجاي، في اول الاسبوع الجاي الحد او الاثنين الجاي. والكلام ده كله برضو انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا قابلت برضو بعدها على طول مهندس هشام حطب، وبرضو قدمت له مذكره وشرحت له كل الكلام ده، وبرضو امر بالتشكيل والتحقيق في الموقف، وكل وقال ان كل من غلطان او اي حاجه بعد نتيجه التحقيق كله هيحاسب على حسب نتيجه التحقيق.
اللي غلطان هيحاسب واللي مش غلطان مش هيحاسب. طيب. انت توقعك ايه يا كابتن حاتم؟ يعني بعد كل اللي شرحته وكل الدوكيومنتس والاوراق اللي عرضتها على الوزير وقلت له الموضوع 1 2 3 بالاثباتات والتواريخ وحجوزات الطيران وكل حاجه، توقعك كده ان شاء الله يعني ايه اللي ممكن أنا يحصل؟ انا اتوسم خير ان شاء الله، لان 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 دكتور هشام الدكتور اشرف صبحي وباشمهندس هشام حطب ناس في منتهى النزاهه، والقعده طمنتني، القعده طمنتني، وانا شيء يعني اتوسم خير ان شاء الله ان حقي ما يروحش، وان المهزله اللي حصلت والاهانه ان انا اتساب بره مصر والكلام ده كله ما يضيعش هدر ان شاء الله. بشكرك وبتمنى لك كل الخير والتوفيق، وانا سعيده ان احنا تابعنا معاك الموضوع، وان شاء الله هنفضل متابعين معاك الموضوع، وخلال الاسبوع الجاي برضه وان شاء الله يكون في تطورات، تكون اللجنه عرضت تقريرها على الوزير زي ما طلب. بشكرك الكابتن حاتم عبد الاخر لاعب منتخب مصر للجودو. موضوع ان هو كان مسافر بره ده وسابوه بره، يعني اعتقد كان في روسيا وسابوه بره كده، يعني ولا حجزوا له تذكره ولا ادوا له فلوس تذكره ولا اي حاجه، مع نفسك بقى وهو مسافر يمثل منتخب مصر، يعني مش مسافر يعمل شوبينج. فلا الحقيقه التفاصيل اللي حكاها لنا الاسبوع الماضي يعني مش طبيعيه حقيقه يعني. فانا سعيده الحقيقه ان وزير الشباب والرياضه اهتم وقعد وسمع والكابتن حاتم، لانه الراجل عنده يقين ان هو صاحب حق، ودايما اللي بيبقى عنده اليقين ده يعني اولا ما بيقلقش لانه عارف انه ربنا باذن الله عاجلا ام اجلا هينصره، وتاني حاجه بيبقى متوسم خير لانه مطمئن ان هو بيقوله ده صح ان شاء الله خير. السيول والامطار وكل ما بيجي نقرب من فصل الشتاء بيبقى فارق معانا قوي ان احنا نعرف ازاي الدوله ممكن تكون استعدت لموضوع السيول والامطار، خصوصا المناطق اللي على مدار سنوات كان عندها مشكله كبيره في الموضوع ده. دي طبعا ازمه وظهرت في السنوات اللي فاتت دي بشكل كبير جدا. من بين الهيئات اللي عملها بيدخل في موضوع مواجهه السيول الشركه القابضه للمياه والصرف الصحي، ده ليها دور اساسي في موضوع ان احنا نواجه السيول، يعني في الحقيقه جهات تانية كتيره لكن الجهه دي كمان مهمه جدا، يعني هم بيشتغلوا كمان مع الزراعه والري مع هيئه الارصاد الجويه عشان يعرفوا ايه حاله الطقس وايه اللي ممكن يحصل. كاميرا مساء دريم وزميلنا عبد الله منتصر التقى بالمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركه، زميلتنا مارينا امير التقت برئيس الشركه القابضه للمياه والصرف الصحي مهندس ممدوح رسلان، سالته على استعدادات الشركه لمواجهه السيول، عايزين نطمن ونعرف الشركه استعدت ازاي عشان المناطق اللي كانت بتتضرر كثيرا من الامطار ولدرجه تصل لدرجه السيول، ازاي ممكن ان شاء الله تكون الدوله اشتغلت على هذه المناطق من منظور او من خلال المياه والصرف الصحي في هذا التقرير. الأرصاد الجوية بقى على احنا على طب في تنسيق كامل بيننا وبينهم، بيبقى هم بيبعتوا لنا النشرة الجوية، بيبقى عندنا التنبؤات بتاعتهم لمدة 3 ايام، بناء عليها بنقدر نعمل الخطط بتاعتنا بتاعه الطوارئ، من رفع حاله الاستعداد نحاول ان احنا نعمل تحليل ليها ونبتدي نقدر تقريبا كميات الميه، لان هم بيبقوا مقدرين كميات الميه واماكنها فين، بناء عليها بنبتدي نعمل الخطه بتاعتنا. الجهه الثانيه اللي عندنا المحافظات، مجالس المدن والاحياء والمحافظين، الساده المحافظين كلهم بيبقى في تنسيق كامل بيننا، بنقدر نعمل خطه للانتشار بالنسبه للمعدات دي نغطي بيها المكان بكفاءة عالية. ترشيد استهلاك المياه من الحاجات المهمة جدا اللي لازم كلنا لازم نغير ثقافتنا كشعب حاليا دلوقتي مع ندرة المياه، ازاي نحافظ على نقطة المياه من خلال استخداماتنا ومن خلال تصرفاتنا اليومية. احنا عندنا الخطة بتنقسم الى كذا جزء، جزء منها يختص بالتوعية بالنسبة للجمهور، بنعمل برامج للصيانة، ابتدينا نشتغل مع الهيئة العربية للتصنيع مع وزارة الإنتاج الحربي في تصنيع قطع موفرة. القطع الموفرة دي حاجات بتركب في الحنفية أو في الخلاط بحيث إن هي بتسمح بكمية مية أقل ولكن بإحساس كمية نفس كمية المية المعتادة. الجيزة كانت فعلا عندها مشكلة في الفترة اللي فاتت، ده نتيجة إن نقص كمية المية مع الزيادات السكانية اللي تمت في المناطق العشوائية، وفعلا ابتدينا نحط خطط ومشروعات ليها. عندنا محطة جزيرة الدهب حوالي 160 ألف متر مكعب على مرحلتين، عندنا الحوامدية، عندنا أسيم، عندنا إمبابة، كل المحطات دي هتضيف أكتر من 300 ألف متر مكعب
في الفترة اللي جاية. الجيزة فيها مشروعات بتتم للمية أكتر من 6 مليار. يمكن إحنا يمكن بتسمعوا باتباع دولة رئيس الوزراء في افتتاح محطة مية أو محطة صرف وخصوصا في مناطق الصعيد. عندنا قروض ومنح ما يقرب من 60 مليار جنيه من خلال تنفيذ مشروعات للدلتا وجنوب الصعيد. العداد اللي هو الدفع المسبق ده عبارة عن عداد وبيشتغل بالكارت زي بتاع الكهرباء. بعد ما بشحنه ببتدي احط الكارت بتاعي في العداد يبتدي هو يقراه. بعد ما خد القراية هو مثلا انا شحنته ب 100 جنيه او ب 50 جنيه هو بيحول قيمة الفلوس دي الى عدد من الامتار متر مكعب. بعد كده عاملين احتياطات عشان العداد ما يقطعش فجائي، بمعنى العداد ما بيقطعش في ايام الاجازات، ما بيقطعش بعد ساعات العمل. الحاجه الثانيه ان العداد بيفصل اول مره، ولكن مجرد ما المواطن بيروح حاطط الكارت تاني بيبتدي يشتغل، وده بيعتبر الانذار الاول. هو بنحاسبه على نفس التعريفه اللي موجوده واللي بنحاسب بيها المواطن بالعدادات العاديه. فاحنا يعني احنا دلوقتي لغايه دلوقتي عاملين مناقصه بحوالي 250 الف عداد، ركبنا منهم 100 الف، وان شاء الله في خلال الفتره اللي جايه هنركب الباقي. ده تطبيق جديد، ده احنا لسه عاملينه ولسه يعني اطلقناه كتجربه، كان تحت التجربه حاليا دلوقتي، اللي هو الموبايل ابلكيشن، تطبيق الموبايل، لان لقينا بعض الناس كتيره بتعاني من توصيل الاتصال بال 125، ولو عنده اي شكوى بيبتدي يسجل الشكوى بالصوره وبالانواع الشكاوي برضو احنا مسجلينها له، هو بيختار منها بيرسل الشكوى دي. مجرد ارسالها اللي عندنا المركز الرئيسي في الشركه القابضه بيوزعها على ال 25 شركه. احنا هنستخدمه في نقل بعض الرسائل، مثلا نفترض هيبقى هيحصل عندي انقطاع في المياه في منطقه في حي من الاحياء، ببتدي احنا عارفين اللي سجلوا لنا اسمائهم دول في الابلكيشن، ببعت لهم بقى لو هم مثلا منطقه الجيزه منطقه الدقي، ببعت له بقول له ان انا من الساعه 6 مثلا الصبح او من الساعه 12 بالليل لغايه 6 الصبح في انقطاع ميه نتيجه عمل صيانه، ولما بيحصل الاصلاح بقدر ابعت له رساله بقول له تم الاصلاح او تم ازاله الشكوى. البرامج التدريبية والتأهيلية اللي بتختار شباب من شباب الجامعات بتديهم تدريبات معينة وبتعدهم عشان يصبحوا قادة، دي الحقيقة كلها بتبقى مهمة جدا، والمهم فيها انه او مش المهم فيها، احلى حاجة فيها ان هي يبقى فيها قدر كبير من الشفافية. هو الناس بتروح تقدم بشكل معين بطريقة معينة في وقت معين، اللي بيتم اختيارهم لأسباب معينة، وفي النهاية التدريب بياخدوه بيبقى فيه زي مؤتمر صحفي بيتم فيه الإعلان عن اختيار مجموعة من الشباب دول. من وسط 7000 شاب من شباب الجامعات المصرية تم اختيار 50 شاب علشان يصبحوا أو هم تقدموا للالتحاق بالبرنامج التدريبي والتأهيلي للمؤسسة، مؤسسة إعداد القادة. زميلتنا مارينا أمير نقلت لنا جزء من فعاليات مؤسسة شباب القادة، مؤتمر اللي عقدوه اللي تم فيه الإعلان عن بدء تدريب 50 شاب من شباب الجامعات المصرية. إن شاء الله يا رب يتولوا المسؤولية، وإن شاء الله بإذن الله يتم تدريبهم بالشكل الأفضل والأمثل ليهم والبلدهم بإذن الله. نتابع معا. نظمت مؤسسة شباب القادة مؤتمرا لتقديم 50 شابا تم اختيارهم من بين 7000 شاب من شباب الجامعات المصرية تقدموا للالتحاق بالبرنامج التدريبي والتأهيلي للمؤسسة. والله هو الـ YLF أو مؤسسة شباب القادة كانت أول ما بدأت إن هي نزلت الكليات أو الجامعات عن طريق بوست معينة نزلوا وعرضوا الاستمارات التقديم أو كده، وان شاء الله في السنه الجايه هينزلوا باستمارات تانية او تقديمات تانية. انصح الشباب ان هم يقدموا فيها، لان بجد الاستفاده حتى لو ما فيش نصيب او ما كملش الاخر، الاختبارات ذات نفسها بتنمي المهارات. انا من اللي اختارهم في الاخر يبقوا في القاده، في مؤسسه شباب القاده، اللي هيدربوهم يبقوا عندهم مهارات قياديه احسن ويطوروها،
احنا مرينا باربع مراحل للتقييم. اول مرحله كانت ابلكيشن بنملاها، وبعد كده بيبقى في انترفيو، بعد كده في تقييم اونلاين على الانترنت. انا النهارده واحد من الخمسين واحد اللي تم اختيارهم بعد اسسمنت كتير جدا وتصفيه عاليه جدا، عملوا فلتريشن على اعلى مستوى بحيث ان وصلوا ل 50 واحد من اصل 7000 واحد او اكتر. قد ايه الاسسمنتس ما كانتش زي اي اسسمنتس ثانيه؟ دي كانت حاجه فعلا بروفيشنال، بتحاول ان هي توصل لادق حاجه مثلا في مهاراتنا وازاي احنا ممكن نتصرف في المواقف. اتمنى فعلا ان التجربه دي تفيدني انها تشتغل على مهاراتي. الفكره ان الاختبارات دي كانت مختلفه شويه عن اي انترفيو عادي ممكن حضرتك تحضريه، لان هو فعلا كان بيشوف شخصيتك الحقيقيه. يعني ما كانش بتيجي فرصه ان انت مثلا في الانترفيو العادي ممكن تقولي كلام عنك مش حقيقي، في الاختبارات دي لا، كان بيحطك في مواقف حقيقيه، فبيقدر فعلا نشوف نقط القوه بتاعتك ونقط الضعف، عشان دي بعد كده ان شاء الله اللي اشتغلوا عليها. متوقع من البرنامج ان هو يكون قوي جدا من اللي احنا شايفينه ده، بكميه الدعم اللي احنا شايفينها من اول يوم، ونفسي بعد كده ان احنا بجد نقدر نحقق حاجه للبلد. من وسط مرحله نص التقييمات كنت بقول لنفسي انا وصلت لغايه كده، بس انا مبسوطه جدا الحمد لله. لما عديت كنت مبسوطه كتير. هدفي من الموضوع ده كله ان شاء الله هتأهل برنامج الشباب، برنامج الرئاسي لتأهيل الشباب. احنا شركه تدريب، وتم اختيارنا ان احنا نبقى اللي بنساعد الواي ال اف ان هم يحققوا هذا التطور للشباب، وهنمرنهم في كذا حاجات في جدارات العمل علشان يبقوا ناضجين لمجالات العمل، وان الناس اللي هم بتعين يبقى عايزين امثال هذه الشباب كتير. كانت قدم عندنا كام؟ كان 7000 طالب، عملنا انترفيوهات ل 3000 طالب، وصلنا ل 1000، عملنا مرحله التقييم الالكتروني ل 1000 طالب. من خلال مرحله التقييم الالكتروني ديت خرجنا اول 200 من الليسته اللي بعتتها لنا الشركه العالميه، واشتغلنا على ال 200 دول في اخر تقييم اللي هو التقييم العملي اللي احنا بنديله مشكله من المشاكل الموجوده في المجتمع، فازاي بيودع حلول ليها. احنا مش هنقف عند 50 واحد بس، هو بشوف ان الاستثمار في الناس زي ما قلت وفي البشر وفي الشباب ده اعظم استثمار ممكن الانسان يجنيه. واي ال اف عايزينها تكبر، وعايزينها تبقى في كل محافظات مصر، وعايزينها توصل تبقى مؤسسه داعمه للشباب حتى بره مصر. خطوات جادة اتخذتها الدولة المصرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في سبيل تمكين الشباب وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية في القطاعات المختلفة. مارينا أمير، مساء دريم. النهاردة الخميس الدائرة 9 تعويضات في محكمة جنوب القاهرة أجلت أولى جلسات الدعوة رقم 721 ل 2018، تعويضات كلي جنوب القاهرة أجلتها لجلسة 8 نوفمبر 2018 المقامة من الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي بالنقد ضد قطر، دولة قطر. في أهالي من شهداء الواجب الوطني عندنا في مصر هنا الذين اغتالتهم أيادي الإرهاب طلبوا بالتعويض المادي جراء الأضرار التي أصابتهم، وكنا اتكلمنا سابقا هنا في مساء دريم عن هذه الدعوة المقامة. الحقيقة أنه دكتور حافظ أبو سعد أكد أنه في توافر أدلة موجود بتفيد بدعم قطر لجماعة الإخوان اللي بتقوم بهذه العمليات الإرهابية المسلحة ومرتبطة بها، زي حركة حسم طبعا، زي الحركات الأخرى والعقاب الثوري وكتير من الحركات المسلحة اللي بيقوموا بيها عمليات إرهابية في مصر. خلونا ناخد هاتفيا الدكتور حافظ أبو سعد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. يا أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا فندم، أهلا بيك. إيه اللي حصل النهاردة يا فندم، ويعني إيه هي الأدلة اللي إحنا ربما مستندين عليها في دعوتنا ضد النظام القطري كنظام داعم للإرهاب؟ النهارده كانت الجلسه الاولى في دعوه التعويض اللي احنا رفعناها بالنيابه عن اسر وورثه شهداء الواجب من العسكريين والمدنيين، منهم الشيخ عيسى من اهالي سيناء اللي بنسميه الشهيد الحي لانه اصيب بطلقات ثم تم انقاذه طبيا. ففي الحقيقه الجلسه الاولى كان لنا طلبات محدده المحكمه سجلتها واستجابت ليها،
منها ضم قضايا من مكتب السيد النائب العام المتعلقه بالحوادث اللي سقط فيها هؤلاء الشهداء واللي متهم فيها تنظيمات زي ما اشرت حضرتك حسم ولواء الثوره، وايضا وهي تنظيمات معروف انتمائها وتمويلها من وفقا لهذه القضايا من جهات في قطر، وبالتالي فتلتزم قطر هنا بالتعويض باعتبارها ان هذا الخطا الذي ادى الى هذا الضرر تسبب في ضرر المواطن المصري ووقع على ارض مصر، وبالتالي في اختصاص للقضاء المصري في هذا الامر. وبالتالي كان عندنا انضمام ثلاثه من اسر ضحايا الشهداء وانضموا في القضيه، ثم طلبنا ان احنا نطلب اصدار اوراق من مكتب السيد النائب العام باعتباره الامين على الدعوه الجنائيه وكل القضايا اللي فيها عمليات ارهابيه في مكتبه، وبالتالي نطلب ضم هذه القضايا الى المحكمه. ثم بعد ذلك هنبدا بقى في تقديم ما لدينا من ادله بجانب الادله الموجوده، وهي طبعا كثيره في الحقيقه وتثبت بما يدع مجال الشك تورط قيادات قطريه والحكومه القطريه في تمويل تنظيمات مسلحه في مصر وتنظيمات ارهابيه، وهو بيعتبر انه في خلاف في وجهات النظر ان هو تمويل ودعم هذه الجماعات هو ده دعم الجماعات السياسيه، وده اللي قايله حتى امير قطر قدام الامم المتحده، بينما الحكومه المصريه وكثير من دول العالم متبنى فكره ان هذا دعم التنظيمات الارهابيه وتهديد للامن والسلامه وتهديد للمواطنين وتهديد لمؤسسات الدوله، وفي الحقيقه دون ان تدفع قطر الثمن. يعني بنشتغل على ده، وبنشتغل في نفس الوقت في انه الامم المتحده لابد ان تصدر قرارات بشان الدول الداعمه للارهاب عشان تعاقبها على مثل هذا، لكن اما وان ده لسه ما صدرش فاحنا الجزء المتعلق بينا هو طلب التعويض، وان شاء الله ربنا يوفقنا في الزام قطر بدفع تعويضات لهؤلاء المصريين. طب ممكن اسال سؤال يا دكتور حافظ، واحنا بنتكلم على انه قد ايه نظام قطر بذراعه الاعلامي طبعا المعروف باسلحته بدعمه للجماعات دي ساهم في تمويل هذه العمليات الارهابيه ضد ابنائنا من الجيش والشرطه وحتى المدنيين وكل الكلام ده. برضه هنا ممكن حد يجي يا فندم يسال يقول لحضرتك طب بخصوص المصريين اللي في قطر اللي طالعين على منابر إعلامية طبعا تنضم لجماعات الإخوان، الواحد منهم طلع بشكل واضح وصريح يقول أنا بقول لكل زوجة ضابط جوزك هيتقتل، وبقول لكل أم ضابط جيش أو شرطة في مصر جوزك أو ابنك هيتقتل، وتهديد مباشر. ده يا فندم إلى أي مدى برضو ممكن يكون جزء مكمل للفكرة اللي احنا بنتكلم عليها انه هناك تحريض مباشر على الدولة المصرية بمؤسساتها وتحديدا على الجيش والشرطة؟ في الحقيقة ده كان محل نقاش اللي حضرتك ذكرتيه بالضبط، كان بالامس قبل يعني الجلسة صباحا، فكنا بنناقش فكرة المؤسسات الاعلامية التي ساهمت بالتحريض في ارتكاب جرائم ضد الضباط، وخدنا نماذج زي ما حضرتك اشرتي بعض المذيعين وبعض الشخصيات من على منبر الجزيرة ومن على منابر أخرى تحدثوا على استهداف ضباط الشرطة، تحدثوا على استهداف ضباط الجيش، تحدثوا على استهداف معسكرات، بالعكس في بعض الأحيان كانوا شركاء، لأنه في الوقت اللي كانت العملية بتتنفذ في شمال سيناء في استهداف الكتيبة 103 مثلا كانت على الهواء في قناة الجزيرة على الهواء في نفس التوقيت، وده معناه أن هناك ترتيبات لوجستية تمت عشان يبقى تفجير والاستهداف للكتيبة يبقى في نفس التوقيت قادر بيوزع على الهواء، وبالتالي فعلا احنا في ريق الدفاع متبني فكرة اضافة اطراف اخرى زي قناة الجزيرة وبعض الجهات التي قامت بالتحريض ارتكاب جرائم ارهابية في مصر. بشكرك جزيل الشكر، كل التوفيق لحضراتكم دكتور حافظ ابو سعد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان. الحقيقة أنه هذا الأسبوع فقدنا مفكر وأستاذ وكاتب كبير أثرى بعلمه المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات، هتفضل بإذن الله كتاباته شاهدة على قدرته وإبداعه في تحليل وتشريح المجتمع المصري بعمق، هتفضل هذه الكتابات باقية وخالدة. رحل يوم الثلاثاء الماضي الكاتب والمفكر الكبير جلال أمين عن عمر يناهز 83 عاما. دكتور جلال أمين من مواليد 1935، وكان صدر له الحقيقة عدد كبير من المؤلفات منها كتاب وصف مصر في نهاية القرن العشرين. الكتاب ده طبعا كان بيقدم تصور بارع للي وصل إليه المجتمع في نهاية القرن العشرين في كل النواحي، يعني في الاقتصاد، في السياسة، في الثقافة، في الإعلام، الشارع المصري، مفرداتنا،
عولمة القهر اتكلم عنها برضو، ليه كتاب ايضا من مؤلفاته وماذا حدث للمصريين، السؤال اللي احنا بقالنا سنين بنسأله الحقيقة، واحنا حصل لنا ايه، واحنا الناس بتوع الخمسينات والستينات الناس الراقية كده دي راحت فين، واللي موجود دلوقتي موجود ازاي وبناء على ايه، كل ده الحقيقة نتكلم عنه. كان كتب كتب يعني كتب العديد من المؤلفات وحاجات بتشرح التغير الاجتماعي والثقافي اللي حصل في مصر للأسف الشديد. رحم الله فقدنا الدكتور جلال أمين وعزائنا لأسرته ولكل محبيه. تابع معنا. الورد جميل جميل، الورد جميل وله أوراق عليها دليل من ما بين القاهرة والشرقية. كان يقضي درويش عبد السلام درويش الشهير بعم وردة رحلته اليومية قبل وبعد عمله ببيع الورد. المكان ده من سنة 82 بالضبط، يعني بقالي أكتر من 35 سنة. بخرج من بيتنا حوالي الساعة 8:30 9 الصبح، بعتبر إن الورد ده طفل صغير، بغسل له وشه، بشطفه، بسرح له شعره. هو بيبيع الجمال وهو كله جمال، وبيحب الفن والفنانين. ربنا برضو سبحانه وتعالى بينسانيش، بيبعت لي رزقي، انا تمام التمام زي الكل راضي. قصة عشق بدأها عم وردة حينما كان عمره لا يتخطى 7 سنوات، الى ان وصل 17 من عمره ليقرر ان يقضي عمره بين الزهور. بتعامل مع روح، بتعامل مع روح نقية، روح طهرة، روح حلوة. أنا الورد بيديني علشان بيحبني زي ما أنا بحبه وهو بيحبني أكتر. في ولد كان متخانق هو وخطبته، يعني وجايين، هو مصمم إن هي يجيب لها وردية وهي لا مش عايزة، فأنا رحت رايح ليها طلع وردية، ورحت رايح قلت لها ممكن ما تقبلهاش منه، تقبليها مني انا. شوف الظهور وتعلم من الغمايم تتكلم، شوف وتعلم. سيفتقد رواد شامبليون وكشك الورد الذي حارب لأجله في آخر العمر، وسيظل ذكرى جميلة خفيفة كروحه الطيبة بعد أن غيبه الموت منذ أيام وهو لا يزال في 58 من عمره. أحبك وبعشاك وما أقدرش أبعد عنك. وداعا صاحب القلب الأبيض والرائحة الطيبة. أنا حياتي هي الوردة، أنا اسمي محمد وردة. وداعا عم وردة. بعتذر إن احنا قدمنا هذا التقرير من غير ما أقدمه. التقرير اللي شفناه مع بعض دلوقتي ده عن عم محمد وردة، وده مش مجرد فيتشر عادي كان زميلنا عبد الله منتصر عمله. هو الحقيقه كنا سجلنا هذا اللقاء مع عم ورده، وكان زميلنا عبد الله منتصر متحمس ان هو يعمل عنه تقرير او يعني فيتشر يقدمه فيه، لانه معروف جدا الراجل ده في الاوساط الثقافيه والناس اللي بتروح شارع شامبليون. هو واحد من اقدم بائعي الزهور في الشارع ده هناك في وسط القاهره. كمية الناس الحقيقة اللي نعته اليومين ثلاثة اللي فاتوا منذ علمنا بوفاته غير طبيعية، من فنانين وناس مثقفة وناس وأدباء وشباب، شباب كتير جدا كانوا يعرفوه وكانوا بيروحوا يتكلموا معاه، يعني ياخدوا منه كده الجمال والطاقة الإيجابية والحكمة. والحقيقة أنه كان زميلنا عبد الله منتصر أجرى هذا اللقاء معاه منذ فترة في مساء دريم، لكن ما كناش لسه عرضنا التقرير ده. ولما حصل وعرفنا بوفاته يعني اتكلمنا الحقيقه وقلنا انه يعني اقل حاجه نقدر نعملها تكريما لهذا الرجل ان احنا نعرض هذا التقرير عم محمد ورده. الحقيقه يعني انا هقتبس كلمه قالها لي زميلي عبد الله، لان هو نزل واتكلم معاه وقعد معاه فتره وهو بيصور معاه التقرير ده، بيقول لي انا عايز اقول لك ان الورد اللي بيهديه للناس اكتر من الورد اللي بيبيعه.
هو كان معروف اي حد يعدي قدامه يهديه بورده. أي يعني حتى زمايلي الكرو في مساء دريم وهم بيصوروا معايا بعد ما خلص تصوير اداهم كلهم ورد، كل واحد ورده. بنوته وخطيبها مثلا ماشيين او حاجه يديها ورده ويدي له ورد. يعني حقيقي انا الكلمه دي لما قالها لي عبد الله بيقول لي الورد اللي بيديه للناس هديه من باب المحبه ونشر الجمال اكتر من الورد اللي بيبيعه، وده عمله في النهايه، ده مصدر رزقه في النهايه، يعني هو بيبيع الورد. فهو راجل الحقيقه جميل وسيرته طيبه جدا وعطره جدا، رحم الله عم محمد ورده، وانا عارفه ان في ناس كتير قوي تعرفه بتحبه، ربنا يرحمه. الشارع ده شارع شامبليون في وسط القاهره هيفتقد جدا هذا الرجل، هيفتقد مواطن مصري جميل قوي مبتسم دائما. كفايه بس كلمته وهو بيقول انا الورد ده بعامله زي الطفل، يعني بغسل له وشه الصبح وربيه واهتم بيه واكله واشربه، وده روح. يعني هو بيتعامل من المنطلق ده انه الورد والزهور اللي في ايده دي روح فبيحافظ عليها. فالله يرحمه يا رب ويحسن اليه عم محمد ورده، ويا رب يكون في الجنه ونعيمها. بمناسبه الـ يعني الـ الكلام عن يعني محاوله كده لإلقاء الضوء على او يعني لمسه وفاء بنحاول نقدمها الحقيقه لكل متابعينا في دريم، كل الساده الجمهور المشاهدين اللي بيتابعونا في دريم على مدار السنوات الماضيه في كل برامجنا في قناه دريم الصباحيه والمسائيه، يعني برامج التوك شو بتاعتنا بالليل والبرامج الصباحيه، كان طول الوقت في مشاهد كريم بيتواصل معانا هاتفيا من الجمهور، بيتصل بينا في كل برامجنا يعلق يقول وجهه نظر يشرح حاجه يقترح اقتراح. هو المهندس عزت عبد الحميد، هو الحقيقه خبير في مجال التغيرات المناخيه، ودايما دايما دايما لو حضراتكم بتتابعوا برامجنا في صباح دريم ومساء دريم والعاشره مساء كان كل برامجنا على طول يكتب لك الاستاذ عزت من القاهره مشاهد كريم. وكنا الحقيقه طول الوقت في صباح دريم انا وزميلي احمد صقر رئيس تحرير صباح دريم كنا طول الوقت بنقول او الموضوع ده عن الزراعه والاستثمار ومش الاستيراد والتصدير وكذا، ده المواطن استاذ عزت هيتصل بينا اكيد هيقول رايه في الموضوع. كان مثقف جدا ومطلع جدا، والحقيقه كان يعني دائم الاتصال بينا في برامجنا في قناه دريم. النهارده بس الحقيقه قبل الهوا بساعات عرفت انه توفاه الله يعني منذ اسابيع، رحمه الله عليه. وبقدم بنيابه عن كل زمايلي الحقيقه في قناه دريم، انا والله حتى لما قلت لزمايلي هنا بقول لهم عارفين استاذ عزت اللي بيتصل بينا في صباح دريم؟ احنا معانا صورته يا شباب، استاذنكم تنزل. لا موجوده الصوره. بقول لزمايلي حتى قبل الهوا بقول لهم عارفين استاذ عزت اللي بيتصل بينا في صباح دايما في البرامج؟ قالوا لي اه. فبقول لهم يعني الله يرحمه توفى. فالحقيقه الناس زعلت لانه كان دايما بيتصل بينا، رحمه الله عليه، وخالص التعازي لزوجته والاولاده ولكل اسرته. مشاهد كريم كان دايما بيتواصل معانا في برامجنا في قناه دريم، نفتقده ان شاء الله، ربنا يا رب يرحمه ويحسن اليه ويجعل مثواه الجنه. بعد هذا الفاصل مباشرة هنشوف مع حضراتكم لقاء مهم جدا نتكلم فيه عن مجمل ما تم من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق ليه للأمم المتحدة. الرئيس الحقيقة نقدر نقول كده بقلب مفتوح يعني وقوي إنه بيضع روشتة لإنقاذ العالم في الأمم المتحدة. فكرة إنه رئيس جمهورية مصر العربية يتحدث ويكاشف منظمة الأمم المتحدة ويقول لها إنه المواطن المصري بينتظر منها المزيد، والمواطن المصري المواطن في العالم كله بينتظر من الأمم المتحدة المزيد، والمواطن العربي والمواطن المهتم بالقضية الفلسطينية بينتظر من الأمم المتحدة المزيد من الإيجابية والتفاعل. دي أعتقد أنها نقطة مهمة جدا، الحديث عن التغيرات المناخية، الجلوس مع كبريات شركات التجارة وغرفة التجارة، أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، الكثير من المستثمرين، كل دي نقاط كثيرة كثيرة هنناقشها إن شاء الله مع معالي السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، والدكتور عاطف سعداوي الباحث الزائر بالصندوق الوطني للديمقراطية بواشنطن ومدير تحرير مجلة الديمقراطية بعد هذا الفاصل.
نشاط مكثف قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ وصوله للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس عقد العشرات من اللقاءات مع نظرائه على هامش مشاركته، كان أبرزها لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللقاء الذي وصفه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأنه كان مثمرا وإيجابيا. بينما أثنى ترامب على لقائه بالرئيس السيسي وقال ترامب: كان شرف عظيم لي أن أرحب رئيس عبد الفتاح السيسي في الولايات المتحدة عصر اليوم في مدينة نيويورك، لقاءات عظيمة. ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: نشكر جهودكم في محاربة الإرهاب، وأضاف: أنتم في مقدمة الدول التي تحارب الإرهاب ونشكركم على جهودكم. كما عقد الرئيس لقاءات هامة مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ورؤساء كبرى الشركات العالمية في مختلف القطاعات. الرئيس ألقى أيضا ثلاث كلمات هامة أشاد بها الحاضرون، الأولى أمام قمة نيلسون مانديلا للسلام: يسعدني أن أشارك اليوم في قمة نيلسون مانديلا للسلام، والتي تأتي تزامنا مع احتفالات إفريقيا والعالم بأسره بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الأفريقي الراحل. وثانية أمام الجمعية العامة: وسأكرر هنا ما ذكرته في سنوات سابقة على هذا المنبر من أن يد العرب لا تزال ممدودة بالسلام، وشعوبنا تستحق أن تطوي هذه الصفحة المحزنة من تاريخها. أما الثالثة في الحوار: رفيع المستوى حول تنفيذ اتفاقية باريس حول تغيير المناخ. وركزت معظم وسائل الأعلام المرئية والمقروءة على تأكيدات الرئيس السيسي حول ضرورة الحل السياسي في سوريا واليمن. ومصر في طليعة الداعمين للحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في هذين البلدين الشقيقين، وترفض أي استغلال لأزمات الأشقاء في سوريا واليمن كوسيلة لتحقيق أطماع وتدخلات إقليمية أو كبيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والطائفية. كما أبرز حديث الرئيس السيسي عن الدولة الوطنية وأنها مسار الحل السياسي لمعظم الأزمات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط. الرئيس السيسي تحدث عن مضمون أزمة المنظمات الدولية حينما أشار إلى الخلل القائم في أداء الأمم المتحدة وتطلع الشعوب العربية إلى أداء أفضل لهذه المنظمة المهمة. لقاءات الرئيس السيسي أيضا على هامش أعمال القمة جاءت في عناوين وسائل الأعلام العربية والدولية، حيث عنونت قناة CNN الأمريكية عنوانا: رسائل السيسي بخمس لقاءات في نيويورك، الحديث عن إنجازات كبيرة وتحية لشعب مصر. وأبرزت أيضا القناة لقاءات الرئيس السيسي، والتي كان أهمها اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحديث عن قوة العلاقات المصرية الأمريكية، وإشادة الرئيس الأمريكي بدور مصر والرئيس السيسي في مكافحة الإرهاب. السفير محمد إدريس مندوب مصر بالأمم المتحدة قال إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أعطى زخما للمناقشات وأوصل صوت مصر للعالم. مشاركات ولقاءات مهمة وكلمات عبرت عن مشاكل وهموم المنطقة والعالم، فكيف نبني على هذه التحركات مستقبلياً؟ نشوى عبد العاطي، مساء دريم. لما الرئيس بيسافر بره، يعني يقابل رؤساء تانيين او يسافر في جوله، بنكون طول الوقت مهتمين ان احنا نعرف
ايه نتائج الزيارات دي وتحديدا على الجانب الاقتصادي، يعني عشان نكون صراحة، يعني هل في استثمارات، هل في اتفاقيات؟ لكن الحقيقة فكرة الحضور أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وفكرة إلقاء أكتر من خطاب، سواء الخطاب العام أمام الجمعية العامة أو سواء الخطاب المتعلق بالتغيرات المناخية، وده موضوع وملف مهم جدا، ومصر بقالها يعني حوالي سنتين ثلاثة بتتكلم كتير في الموضوع ده، لأنه موضوع التغير في المناخ ده مش مشكلة لمصر ولا للإقليم، هي مشكلة في العالم كله. وإذا لم يتم الالتزام بما يعني تم الاتفاق عليه من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة 2030 وبكل ما فيها بقى من خطط، فدي هتبقى مشكلة حقيقة كبيرة هتواجه العالم كله. لما هذه اللقاءات الرئيس عملها وكمان اجتمع بيه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية وعدد كبير من الرؤساء، ده كله يمكن خلانا نبقى عايزين نعرف مجمل هذه الجولة. لقاءه كمان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ده لقاء ترامب نفسه وصفه بأنه لقاء عظيم، يعني هو قال كده أنه هو لقاء عظيم. الرئيس كمان عقد اجتماعات مهمة زي ما قلنا مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ورؤساء كبرى الشركات العالمية في مجالات وقطاعات مختلفة. خلونا نتكلم مع بعض ونلقي نظرة موسعة عامة عن هذه الزيارة الخارجية وعن أهميتها وإن شاء الله تداعياتها إيه ربما في المستقبل. بنرحب بضيفي الكريمين، معالي السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبقي، أهلا بحضرتك معالي السفير. أهلا أستاذ أمين، منورنا يا فندم. شكرا. والدكتور عاطف السعداوي الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والباحث الزائر بالصندوق الوطني للديمقراطية بواشنطن، يا أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك أستاذ أمين، منورنا. ربنا يخليك. اسمحوا لي في البداية أخذ فكرة سريعة عن آراء حضراتكم عن هذه الجولة عموما، تواجد الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ماذا يعني بصفة عامة، وأبرز المحطات التي لفتت نظر حضرتك أثناء المتابعة؟ طبعا يعني منتدى هام جدا ورئيسي، هو برلمان العالم، 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن يخاطبها الرئيس للعام الخامس على التوالي، هو يعبر عن إرادة مصر الإقليمية، عن دفاعه عن القضية الفلسطينية، يشرح الوضع الداخلي في مصر وما تم تحقيقه سواء من خلال برنامج إصلاح اقتصادي جاد وشجاع أو من خلال التسويات الإقليمية الهامة التي يدعو إليها، في إطار أيضا من التناول للقضايا الدولية المرتبطة بالنظام الاقتصادي العالمي والدولي. أنا شايف أن السيد الرئيس هذه المرة في إطلالة جديدة، يعني في تعبير جاد عن مصر التي حققت أهدافها الاقتصادية ونجحت في برنامج إصلاح اقتصادي محترم وصعب، ولكن في نفس الوقت قضت على الإرهاب، وبالتالي هو يعرض مصر هذه المرة زي ما حضرتك بدأت المقدمة كفرصة استثمارية واعدة أمام رجال الأعمال وكبريات الشركات الأمريكية، ثم ينتقل كرجل دولة يتجاوز ما كان يعرضه من قبل عن ظروف مصر الداخلية بعد 30/6 والوضع الداخلي الصعب الاقتصادي والهجمة الشرسة للإرهاب، لرجل الدولة الأشمل الذي يتحدث عن قضايا المنطقة ويخص القضية الفلسطينية بحديث واثق وقوي يحدد فيه أسس الحل، ويتحدث عن ليبيا وسوريا والعراق واليمن، ينتقل مما هو إقليمي لما هو دولي، فيتحدث عن قضايا عدم عدالة النظام الاقتصادي العالمي، ويتحدث عن ثلاثية تشكل التهديدات التي تقود النظام العالمي الحالي، تقود الأمم المتحدة، أحادية في اتخاذ القرارات وتوجهات دولية تهدد النظام القائم من خلال دعم الإرهاب، من خلال تقويض الدولة القومية اللي هي اللبنة الأساسية اللي تقوم عليها الأمم المتحدة، وبالتالي معركة الدولة القومية دي معركة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي يتحدث عنها، لأنه نجح في استعادة الدولة في مصر، في استعادة مكانتها الإقليمية، وبدأ يتحرك في ليبيا وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن، وبدأت مصر تمارس دور فاعل فيما يخص التسوية سواء القضية الفلسطينية أو الوضع في ليبيا أو غيرها، لينتقل لرسالة دولية عبر عنها إما في قمة مانديلا، رسالة قيمية رفيعة المستوى في عالم تتوغل فيه وتتوحش فيه قوى الإرهاب وتساندها دول من الإقليم وخارجه، أو فيما يخص القضايا الدولية المرتبطة بالعالم الثالث اللي هو الأقدر
بالتحدث سواء كانت قضية مناخ أو قضايا إفريقية وليس ولما لا وهو قادم في 2019 على رئاسة الاتحاد الإفريقي ويتحدث باسم العالم الثالث وهو أيضا رئيس مجموعة 77 والصين. يعني أنا عايز أقول يا أستاذة منى أن واجهة مصر هذه المرة ليست مصر التي تتعرض لضغوط داخلية طائلة بعد 30/6 وظروف وتوغل الإرهاب وانتشاره وظروف اقتصادية صعبة، بل مصر التي نجحت في تحقيق أهدافها وتقدم اقتصادها كفرصة استثمارية واعدة للجميع وتقدم دورها كدولة رائدة في عالمها العربي تتحدث باسمه وفي عالمها الإفريقي تتحدث عن قضاياه وفي المجتمع الدولي الذي يتحدث عن قضايا العالم النامي، وليس أقدر من مصر وأكثرها مصداقية وهي رئيسة مجموعة 77 كما طلعنا في خطاب اليوم وتتحدث عن قضايا العالم الثالث. دكتور عاطف، نفس السؤال حوجهه لحضرتك مع اني هاخد من كلام معالي السفير جزئية خطاب الرئيس امام قمة نيلسون مانديلا، ودي يمكن كانت جاية هذه القمة في بمناسبة الاحتفال بمئوية ميلاد الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، وفكرة انه هو الرمز الافريقي واصبح فيما بعد حتى رمز في العالم لرفض التمييز ورفض العنصرية ورفض الكراهية. هنا مصر لها دور مهم جدا في هذا الموضوع وهي رمانة الميزان في المنطقة، وإن شاء الله زي ما ذكر معالي السفير قربها من رئاسة الاتحاد الأفريقي. كيف ترى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني فيما هو متعلق بهذه القضايا؟ الموضوع مش بس استثمار واقتصاد، الموضوع أيضا له علاقة بقيم وفكرة توجيه رسالة مباشرة إلى الأمم المتحدة بأنه المواطن في العالم ربما لديه تخوفات من أدائها كمنظمة بصفة عامة. بكل تأكيد يعني أعتقد أن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني أبدأ من كلمات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما وجه انتقادات ضمنية أو تكلم بصراحة عن دور الأمم المتحدة أو الدور المنتظر للأمم المتحدة، هو أشار أن بشكل غير مباشر أن هناك قصورا ينتاب أداء المنظومة الدولية بأكملها وتحديدا الأمم المتحدة، وأشار لأمثلة مباشرة عندما قال أن الأمم المتحدة طرحت مبادرة للحل في ليبيا منذ أكثر من عام وحتى الآن لا يوجد أي جديد، بالعكس الأمور تزداد سوءا، وهو بالتالي يضع الأمم المتحدة ويضع المنظمات الدولية كافة المعنية بصراعات المنطقة أمام مسؤوليتها، وبالتالي هنا يتحدث عن ضرورة إصلاح النظام الدولي برمته وإصلاح المنظمات الدولية. دعا في نقطة أخرى عندما تحدث عن المبادئ الحاكمة لعمل المؤسسات الدولية إلى ضرورة أن تتعاون الأمم المتحدة مع الاتحاد الإفريقي على سبيل المثال. هنا كان يتحدث باسم المجموعة الإفريقية، وربما ما ميز مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الدورة تحديدا عن المشاركات السابقة أنه هنا تحدث باسم أكثر من مجموعة، يعني تحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ربما باسم المجموعة العربية عندما أشار لقضايا المنطقة العربية وأشار إلى أن المنطقة العربية هي أكثر منطقة مهددة نتيجة لمحاولات إذابة الدولة الوطنية أو إلغاء مفهوم الدولة الوطنية لصالح النزاعات الطائفية والعرقية وما إلى ذلك. هنا أشار تحديدا إلى ليبيا، إلى اليمن، إلى سوريا، تحدث أمام قمة نيلسون مانديلا باسم المجموعة الإفريقية باعتبار أن مصر ابداء من العام المقبل سوف تصبح هي رئيسة الاتحاد الإفريقي، وبالتالي تحدث عن هموم القارة الإفريقية بأكملها وما تتعرض له من تهميش نتيجة لهذا التداعي في شكل النظام الدولي. وذكر تحديدا أن النظام الدولي جار بشكل كبير على إفريقيا، يعني هي إفريقيا يعني أكثر ربما مناطق العالم التي تأثرت نتيجة غياب العدالة عن النظام الدولي، وبالتالي هنا دعا إلى إصلاح النظام الدولي بشكل يضمن عدالة التبادل ما بين الشمال والجنوب على سبيل المثال، أو دعا إلى وجود حلول تنموية تنهض بها القارة الإفريقية، وأشار إلى انتشار الأمراض والأوبئة وإلى الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة، وذكر أمثلة تحديدا عن جنوب السودان ومالي وبعض الدول الإفريقية. يعني فكرة الاهتمام بالبعد الإفريقي وكما ذكر معالي السفير كمان الانتقال من القضايا الإقليمية إلى القضايا الدولية. بكل تأكيد يعني في نقطة إفريقيا تحديدا يعني ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة نيلسون مانديلا وما أشار إليه أيضا في كلماته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أعتقد أنها ليست جديدة، هي تعكس توجها منذ
سنوات لإعادة الاهتمام بإفريقيا مرة أخرى. يعني أنت تعلمين أن الدائرة الإفريقية كانت أهم أو من أهم دوائر السياسة الخارجية المصرية، لكنها عانت خلال 40 عاما أو 50 عاما من إهمال متعمد ودفعنا ثمنه بشكل كبير. يعني لن أتحدث فقط عن مشكلة سد النهضة، نتحدث عن تدخلات من قوى ربما يعني تناصب مصر العداء، نتحدث عن إسرائيل، عن إيران، عن تركيا، عن قطر، بدأت تلعب في قارة إفريقيا، بدأت تبحث عن مناطق نفوذ لها في قارة إفريقيا، وهذا حدد مصالح مصر بشكل كبير. وبالتالي أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام بهذه الدائرة كدائرة أساسية من دوائر لجذب الانتباه العالمي إليها بكل تأكيد. حتى قبل زيارته إلى الأمم المتحدة شارك في القمة الإفريقية الصينية والتقى ولاحظت حجم الترحيب الكبير به من قبل المشاركين الأفارقة. فبالتالي يعيد مصر إلى إفريقيا ويعيد إفريقيا إلى مصر، وأعتقد أن العام المقبل سيشهد اهتماما كبيرا بإفريقيا باعتبار أن مصر سوف تكون هي رئيس الاتحاد الإفريقي. وبالتالي هنا الاهتمام بإفريقيا أعتقد أنه توجه محمود ومستجد، يعني أو إعادة للماضي في الاهتمام بقارة إفريقيا، وأعتقد أننا سنجني ثمار ذلك قريبا. الدائرة الثالثة التي تحدث اسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي كانت دائرة الدول النامية، وهذا انعكس في كلمة. طب ممكن قبل الدائرة الثالثة ونحن في المحور الإفريقي بس أسأل سؤال، هو كان في تساؤل أنه هل يمكن اعتبار الأفريقي مغاليا إن شك من انعدام فعالية النظام العالمي بينما تعاني قارته من نظام اقتصادي يكرس الفقر والتفاوت ويعيد إنتاج الأزمات الاجتماعية والسياسية ولا يتيح أفاقا للتطور أو التقدم؟ يعني معنى أو مضمون الكلمة اللي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي في حديثه عن أفريقيا كمان كان جاذبا جدا للانتباه إلى بعض القضايا المتعلقة بالأمور في القارة الأفريقية، القارة السمراء التي ربما لا يلتفت إليها العالم ولا يتحدث عنها حتى الإعلام العالمي. ففكرة إنه رئيس دولة بقيمة مصر يطرح هذه القضايا بينما ربما يعني بعض زعماء أو من يمثلون هذه الدول ربما لم يتحدثوا بهذه الاستفاضة في المشاكل التي تعاني منها القارة السمراء. بكل تأكيد هذه نقطة في منتهى الأهمية، وهنا كان يوجه رسالة للجميع وحتى رسالة ضمنية، لأن هو بعض الدول الكبرى متورطة بشكل أو بآخر فيما يحدث في إفريقيا. صحيح. يعني فكرة التكالب على الثروات الإفريقية، يعني أنا أذكر مثلا كلمة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يعني أمس عندما قال أن إفريقيا قارة مليئة بالفرص، يعني هناك تحديات كبيرة لكنها مليئة أيضا بالفرص. من المسؤول عن إفريقيا؟ هي قوة استعمارية استعمرت إفريقيا، استعمرت الدول الإفريقية وتركتها، نهبت ثروتها وتركتها في العراء. يعني فبالتالي هنا المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة لما إلى إليه الوضع في إفريقيا. فبالتالي أعتقد أن كلمة الرئيس هنا ربما كانت صادمة لكن بشكل إيجابي، أنه لفت نظر العالم إلى ما جنته إفريقيا نتيجة سياسات مسؤولة عنها دول كبرى. وبالتالي هنا حمل المجتمع الدولي مسؤوليته وحمل المنظمات الدولية مسؤوليتها. يعني هنا أشار بشكل مباشر إلى ضرورة تعاون الأمم المتحدة مع الاتحاد الأفريقي. يعني أعتقد أن هذه إشارة في منتهى الأهمية. الاتحاد الأفريقي يقوم بدور كبير الآن، لكنه إشارة إلى ضرورة أن يحظى دوره بدعم من الأمم المتحدة. طيب قبل أن أنتقل إلى معالي السفير، حضرتك كنت وقفت عند نقطة الدول النامية المحور الثالث. هذه المجموعة الثالثة التي تحدث باسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعتقد أن هذا ربما ما ميز مشاركته. هنا نتحدث عن شق العلاقات الثنائية أو موقف مصر من القضايا الدولية، نتحدث عن شق الداخل المصري، هذا شق آخر يعني. صحيح. من الزيارة، لكن نتحدث وإن كان في عندنا عنصر أو يعني موضوع أو قضية الإرهاب دي هنتكلم عنها لاحقا، دي قضية عالمية دلوقتي. هذه قضية عالمية ومسألة مبدأ، وأعتقد أنها من أهم النقاط، ولو تسمحي لي بعد الإشارة أن أتحدث ولو في نصف دقيقة. تحدث باسم مجموعة الدول النامية، فبالتالي ميز هذه الزيارة أنه تحدث باسم إفريقيا، تحدث باسم المجموعة العربية. صحيح. تحدث باسم المجموعة. صح. الدول النامية، لأنه مصر هي الرئيس لهذه المجموعة حاليا وللمرة الثالثة في تاريخها. مصر كانت أسهمت بقوة في تأسيس هذه الحركة التي كانت تسمى حركة عدم الانحياز سابقا في الستينات، وبالتالي دورها محوري في هذه المجموعة. وبالتالي لفت أيضا نظر العالم إلى مشاكل الدول النامية، يعني الدول النامية تعاني أيضا من الخلل في عدالة النظام الدولي. نعم. في استغلال الشمال للجنوب. نعم معالي السفير، هل النقاط التي طرحها الرئيس هل بتشوف حضرتك انها صدقا بتنقل نبض الشارع العربي والشارع الافريقي وربما الشارع والمواطن في الدول النامية ايضا؟ ايوه طبعا، السيد الرئيس عندما يتحدث
للمرة الخامسة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو يتحرك ما بين ظروف مرت بها مصر وتطور موقفها الداخلي إلى موقف أكثر استقرارا وأكثر أمنا. فكما أشرت يتحدث عن مصر كفرصة استثمارية واعدة، ولكنه ينتقل للدور الذي كانت مصر بهمومها الداخلية منعزلة عنه ومبتعدة عنه، لاضطرارها أن تتعامل مع الوضع الداخلي قبل أن تنتقل لوضعها الإقليمي، وما أن استقرت الأوضاع لمصر حتى بدأت في السعي من أجل تسويات الأوضاع سواء في ليبيا أو في غيرها من مناطق النزاع، ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن إفريقيا، عن العالم الثالث، عن القضايا التي تهم القارة وتهم العالم، سواء كانت قضايا مكافحة الفقر ومكافحة ظروف تمر بها المرأة والشباب وإتاحة فرص العمل والمساواة بين الجنسين والانطلاق بقدرات الشباب وإتاحة الفرصة له حتى لا تتفشى ظواهر الإرهاب أو الهجرة غير الشرعية. كل هذه الرؤى الأشمل هي ما عبر عنها السيد الرئيس في حديثه عن ظروف المنطقة والعالم الثالث، ولكنه تحدث عن النزاعات الإقليمية، تحدث عن الأوضاع في فلسطين، وحدد بشكل واضح وصريح أسس الحل التي يجب أن يلتزم بها الجميع. حددها في كلمته، حددها في لقائه مع الرئيس دونالد ترامب في القمة الهامة التي عقدت أيضا بين الرئيس ترامب وست رؤساء دول، كان من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما كانت مصر لابد أن تلحظ في هذا المجال. أنا ذكرني السيد الرئيس في مشاركته هذه المرة بدور مصر الرائد والهام في دعم الكفاح الإفريقي في النطق والحديث باسم دول عدم الانحياز. النهاردة يتحدث عن قضايا المناخ باسم العالم الثالث وإفريقيا، يتحدث عن قضايا تنموية ونظام اقتصادي عالمي يعني ينحاز بشدة للدول الصناعية وتحقيق رؤية 2030 التنمية المستدامة، وده العالم كله الحقيقة ماشي في الاتجاه ده دلوقتي. ولكن بيلمس أيضا في كلمته في مجموعة 77 واحد من أهم المتغيرات الدولية، وهو دخول التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وأثرها في تقليل فرص العمل للشباب، وأثرها أيضا في تمكن دول بعينها من هذه التكنولوجيات وحرمان أفريقيا والدول اللي عندها النوها فبعد ما كان رائدة في المجال بالضبط. فبعد ما كان الحديث عن في 2015 عن SDGs والأهداف التنموية للأمم المتحدة، أهداف التنمية المستدامة، سيصبح الحديث عن الذكاء الاصطناعي وعن التكنولوجيات الحديثة وعن أثر هذا التطور التكنولوجي الهام في نمو دول وحرمان دول أخرى. نقع في نفس المحظور كما نحن الآن في نظام اقتصادي جائر عالمي، جائر بمؤسسات تمويل دولية وبدول تضع أقدامها فوق ركوب الاقتصاديات النامية وتستغلها تنمويا وتستغلها سياسيا وتفرض إرادتها. في ظل هذه المنظومة الغير عادلة ننتقل لمنظومة أخرى تتميز فيها دول بتكنولوجيات رائدة، بينما تحرم إفريقيا والعالم الثالث من تلك التكنولوجيات. وعلي هو دعا لأن يكون هناك تبادل للحوار بين مراكز الأبحاث وفرص للدول التي لم تمتلك هذه التكنولوجيا حتى وإن جاء هذا بشكل ضمني. نفس يعني الشيء في حديثه عن تغير المناخ، عشان ما نظلمش الدول دي، ما هي الدول التي ليس لديها هذا القدر من التقدم التكنولوجي برضو هتكبر قوي الفجوة بينها وبين الدول الرائدة في المجال ده. فإن لم يتم النظر إليها بعين الاعتبار يعني هتسبب مشاكل كثيرة. ما هو زي ما هو ما فيش فرصة لإتاحة سلعك ومنتجاتك للأسواق الدولية وفرض إرادتها على التسعير العالمي للمنتجات الأولية لصالح المنتجات الأولية للدول الكبرى زي مثلا القمح أو الذرة في مقابل البن والكاكاو والقطن اللي بتنتجه دول العالم الثالث أسعاره في الحضيض دائما، واللي بتنتجه دول العالم الأول هو دائما في المقدمة. هذا النظام الاقتصادي الجائر قد يمتد للفكوة الفجوة التكنولوجية القادمة. فالرئيس بيلمس نقطة في غاية الأهمية هي توجه العالم نحو التكنولوجيات الحديثة وحرمان دول العالم الثالث منها، ده هيأثر. حضرتك معالي السفير، حضرتك بدأت كلامك قلت يعني في البداية خالص حضرتك قلت إنه ده خامس خطاب بيلقيه الرئيس وخامس مشاركة ليه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ما بين خامس مشاركة وما بين المشاركة الأولى منذ خمس سنوات، ما الفارق؟ الفارق هام جدا. مصر التي كانت مضغوطة بوضعها الداخلي
بينعكس ذلك في خطاب الرئيس الحريص دائما على أنه يقدم مصر الساعية لإقامة دولة المؤسسات واستعادة دور الدولة أيوة ومواجهة الإرهاب لأنه كان في عنفوانه، وكذلك بناء الاقتصاد بعد يعني ثورتين كاملتين أرهقت يعني قواعد الاقتصاد المصري ووضعت مصر في وضع اقتصادي حرج وصعب، وبالتالي الانتقال في خطابه الثاني فالثالث يؤكد للعالم الذي يتحدث معه أنه تخطى هذه الصعاب وأنه الآن مصر الواثقة، مصر التي تقدم اقتصاد حقق نموا باعتراف مؤسسات التمويل الدولية اللي بتصنفه دلوقتي من مستقر إلى إيجابي، 7000 كيلو متر طرق، ده في مثل صيني بيقول ابني طريق تزداد ثراء، ده انت بتبني 7000 كيلو متر طرق، ومش بنية تحتية بس، انت عندك بنية تحتية عصرية في البنوك، بنية عصرية في قطاع الطاقة، بنية عصرية في قوانينك وتشريعاتك الجديدة بحيث انك تصبح فرصة استثمارية بحيث ان واعدة. انا لما اطلع بره واقول يا مستثمر تعالى اقولها وانا واقف على ارض صلبة. بالزبط. انا عارف ان عندي قوانين والرئيس اشار ليها، واحنا ربما بعد قليل يكون معنا اتصال هاتفي ايضا نتكلم على المحور الاقتصادي ده وحتكلم فيه مع حضراتكم، بس اسمح لي اسأل دكتور عاطف نفس السؤال، الفارق ما بين الخطاب او المشاركة الخامسة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمشاركة الاولى منذ 5 سنوات؟ يعني انا كنت هجاوب على السؤال حتى لو ما اتسالتش لانه هو فعلا انا حسيت ان حضرتك عايز السؤال ده فسالته. على سؤال مهم جدا لانه بيعكس يعني حاجه مهمه جدا، تغير تغير كبير جدا. انا هقول لحضرتك على ملحوظه بس، احنا لو جبنا خطاب الرئيس امام الجمعيه العامه للامم المتحده وريناه كاملا تقريبا مش هنلاقي فيه اشاره لكلمه مصر، يعني باستثناء انه اشار باستثناء المحور الاقتصادي لانه اتكلم فيه على القوانين والتشريعات وقال ان احنا بقى عندنا قانون استثمار وتراخيص صناعيه والمستثمر دلوقتي بقى يقدر يدخل ويخرج بسهوله غير زمان. صحيح. لكن انا بتكلم على الشق السياسي تحديدا. ليه؟ لانه هو الشق الاقتصادي مرتبط بقى بيعني يعني الترويج لمناخ الاستثمار وما الى ذلك. باستثناء اشارته للعمليه الشامله سيناء 2018 في محور حديثه عن الارهاب. تمام؟ في المقابل أشوف مثلا كلمة أردوغان قدام الجمعية العامة للأمم المتحدة كلها بتنطلق من هم محلي وتنطلق من شكاوى محلية، استقباله للاجئين والمعاناة اللي بيعانيها اقتصاده نتيجة اللاجئين وجهوده في سوريا ومشكلة إدلب وفتح الله جول، كلها منطلقة عكس كلمة مصر. كلمة مصر كانت بترسي مبادئ عامة، بتتكلم عن مبادئ عامة، عن كيفية إصلاح النظام الدولي، عن كيفية حل النزاعات الدولية بطرق سلمية، فوضعت مبادئ عامة وقدمت لها خطوات عملية، وضعت 3 مبادئ عامة لحل الصراعات الدولية وحددت 3 قضايا أو 4 قضايا لكيفية التعامل مع هذه القضايا، وبالتالي ما كانش الانطلاق من هم محلي زي ما كان قبل كده. يعني لما نتكلم على المشاركة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي كان مفهوم، وقتها كانت لسه دولة يعني بتكتسب شرعية جديدة، فكان نظام بيدافع عن شرعيته، فبالتالي كان الهم المحلي موجود بقوة. بدأ يخف في الخطاب الثاني، بدأ يخف في الخطاب الثالث الرابع، المرة دي مفيش كلام تقريبا، لأن مصر أصبحت دولة مكتملة المؤسسات، أصبحت بتحظى بشرعية دولية، استعادت دورها الإقليمي، استعادت تأثيرها، وبالتالي هنا تحدث باسم مصر الكبيرة، مصر اللي ليها رؤية، مصر اللي ليها موقف تجاه كافة قضايا المنطقة، وبالتالي هنا كان التركيز في الكلمة على كيفية حل الصراع العربي الإسرائيلي، كيفية حل المشكلة في ليبيا، كيفية تقديم حل للمشكلة في سوريا، كيفية حل ما تعاني منه إفريقيا، وكيفية إنقاذ إفريقيا من المآسي التي تعانيها. وبالتالي هنا كان العمومية في الخطاب تعكس مدى ثقة الدولة المصرية في نفسها، أنها دولة لم تعد مهمومة بهمها الداخلي، لم تعد تسعى إلى اكتساب شرعية أو ما إلى ذلك، لا أصبحت تقدم رؤيتها للصراعات اللي موجودة في المنطقة والصراعات الموجودة في العالم، فبالتالي كانت كلمة مجردة. أنا بعتبرها دي أفضل كلمة لمصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ المشاركة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي. معالي السفير، محور الإرهاب ودكتور عاطف أشار أنه تقريبا سياسيا لم يذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر ولم يتحدث عنها، وإنما فضل الحديث على القضايا الإقليمية والعالمية، وده احنا متفقين عليه. محور الإرهاب وده محور بيشغل العالم، وحتى أعتى الدول والأنظمة والأجهزة التي لم تعترف بضرورة محاربة ومكافحة الإرهاب والتنسيق فيما بين الأجهزة والدول لمحاربة الإرهاب من قبل، اليوم أصبحت تدعو إلى ذلك.
والرئيس السيسي ربما كان من أول يعني ربما هو صحيح. أول من دعا منذ سنوات لما كانت مصر مباشرة بعد ما تخلص المصريون من حكم جماعة الإخوان الإرهابية دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مكافحة الإرهاب وإلى تضافر جهود الدولية، ولكن للأسف ما كانش في البداية في استجابة. النهاردة الوضع اختلف، والنهاردة الكثير من الأنظمة والأجهزة أصبحت بتدعو مصر إلى مشاركتها تجربتها في مكافحة الإرهاب. كيف ترى هذا المحور؟ يعني تجربة مصر في مكافحة الإرهاب هي تجربة فريدة، لأنها أولا تجربة ناجحة. يعني نجحت مصر في مكافحة الإرهاب رغم دماء الشهداء ورغم الكلفة التي يعني تحملناها. تماسك الوضع الداخلي، أي استعدنا الدولة القومية، حجبنا جماعات الإرهاب إلى أدنى مستوياتها العملياتية من خلال عملية سيناء 2018 الشاملة. أظن العالم ينظر للتجربة المصرية باحترام من عدة زوايا: الزاوية الأمنية والعسكرية، رغم كما ذكرت دماء شهدائنا نجحنا فيها إلى حد كبير، ولكن مواجهة أيديولوجية. يعني شوف الرئيس في قمة الرياض الإسلامية العربية الأمريكية تحدث عن الرؤية الشاملة لمكافحة الإرهاب التي تحولت إلى ميثاق لمواجهة هذه الظاهرة. نجحت فيها مصر مواجهة عسكرية وأمنية صارمة، ومواجهة أيديولوجية وثقافية وفكرية هامة جدا يلعب فيها أو تلعب فيها مؤسسات الدولة، حتى المؤسسات الإعلامية، مؤسسات الأزهر الشريف، المؤسسات الثقافية والتعليمية، دور هام جدا ورئيسي ومحوري. وتحاصر مصر هذه الظاهرة على العالم الافتراضي أو شبكات الإنترنت من خلال مبادرات، بحكم أن احنا رؤساء لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن تقدمنا في مبادرات عديدة لمكافحة الإرهاب الأيديولوجي والسبراني، وهكذا كانت مصر في الجزء الثاني من المواجهة حاضرة وبقوة. في الجزء التنموي والاقتصادي تعرض مصر أن مكافحة الإرهاب صحيح. تستلزم تنمية اقتصادية، إتاحة صحيح. الفرص للشباب، وإلا انخرط في الإرهاب والهجرة الخارجية الغير شرعية وهكذا. طب اسمح لي نشوف المحور ده إزاي ارتبط بالاقتصاد. ناخد هاتفيا المهندس عمر مهنا من واشنطن، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي. يا أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا أهلا وسهلا. نتحدث عن يعني ازاي السياسة والاقتصاد في النهاية مع مكافحة الارهاب، طبعا كلها محاور في النهاية مرتبطة ارتباط وثيق ببعض. حضرتك شفت ازاي يا فندم لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء كبريات الشركات الامريكية، لقاءه مع اعضاء غرفة التجارة الامريكية، الحديث عن الرئيس اتكلم عن الكثير من القوانين. كنا لسه بنقول دلوقتي انه لانه بقى عندنا قوانين كتيرة في مصر لها علاقة مباشرة بالاستثمار، قانون الاستثمار والتراخيص الصناعية وقانون الافلاس وغيرها ايضا من القوانين والتشريعات، فبقى الرئيس النهاردة قادر وهو بره بيتكلم عن الاستثمار يتكلم ويدعو المستثمرين للقدوم والاستثمار في مصر. شفت ازاي يا فندم هذه اللقاءات؟ الحقيقة سيادة الرئيس حضر لقاءين مع الشركات الامريكية وقيادات ورؤساء كبرى الشركات الامريكية العاملة في مختلف القطاعات. الحقيقة الرئيس أكد على حرص مصر على تطوير الشراكة الاقتصادية القائمة، وأن هذه الشراكة لا تزال أحد ركائز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. ركز على أن مصر تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأمريكية في أفريقيا. استعرض كافة التطورات والإنجازات التي حققت على الصعيد الاقتصادي، واللي أدت إلى تثبيت دعاية مركز الدولة والحفاظ على استقرارها. حصل حلول جذرية لمشكلات اقتصادية هيكلية كثيرة. الحقيقة برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تم يعني أشاد به كافة الشركات الأمريكية اللي كانت حاضرة هذه الاجتماعات. والحقيقة هذه الشركات أكدت على أنها ثقتها كبيرة في إمكانيات مصر وأنها ستزيد من حجم استثماراتها في مصر. أكدوا على أن هناك وفد كبير سيصل مصر في الفترة بين 23 و 25 أكتوبر يمثل حوالي 50 شركة أمريكية تعمل في الدفع للتعرف على فرص الاستثمار في مصر. وكل ده الحقيقة سبب التمهيد الذي تم من حيث اصلاحات البيئة التشريعية واصلاحات الهيكلية في الاقتصاد، موضوع طبعا حل
مشاكل العملة وتعويض دي ما حدث في مجال الطاقة والإنجاز الكبير الذي حدث في مجال الطاقة. والحقيقة رئيس يعني أكدهم أن الإدارة المصرية تعمل على كافة العقبات وعلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر وان هذه الشراكة الاقتصادية هتتيح فرص استثمارية كثيرة في قطاعات مختلفة. وهي ذكر السيد الرئيس البنية التحتية المشاريعات الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات التحول الى مجتمع رقمي وكالة رقمي موحد الطاقة الصناعات الاستوائية يعني اهتمام الشركات الأمريكية واحنا نأمل ان هناك المزيد من الاستثمارات القادمة ان شاء الله. ايه هي يا فندم آليات متابعة لقاءات الرئيس مع الكبريات الشركات الأمريكية وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية وغيرها على المستوى الاقتصادي؟ يعني ايه الآليات اللي نقدر نعرف منها انه نتائج هذه اللقاءات ونتائج هذه المباحثات أدت في النهاية إلى 1-2-3؟ الآليات دي يا فندم نعرفها ازاي ونحددها ازاي؟ يعني أكبر دليل على آلية فعالة جدا هي تأكيدهم على أن وفد كبير زي ما قلت سيضم حوالي 50 شركة أمريكية ستحضر إلى مصر في أكتوبر القادم وحددوا التاريخ والوفد بنعدل برنامج الزيارات وبرنامج التعرف على إمكانيات وفرص الاستثمار في مصر. أظن ما فيش دليل على الاهتمام بالسوق المصري أكثر من 50 شركة ستنتقل من الولايات المتحدة إلى مصر للتعرف على هذه الفرص ومقابلة مستثمرين مصريين وبحث كمية تحقيق ذلك على أرض الواقع. وأضيف إلى كده زيادة المرات الأمريكية اللي حضرت في الفترة الأخيرة، يعني ما يقدرش ننسى شركة مش عارف أذكر أسمائها، لكن في شركات أمريكية النهاردة بتصدر من مصر منتجات في حوالي 40 جولة في أكثر من قطاع وأكثر من مجال. أظن دي دليل كبير على الآلية فعالة ومتابعة النتائج موجودة. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر المهندس عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي متحدثا إلينا من واشنطن. ده أعتقد أنه كلام مهم جدا في الاقتصاد، وده ممكن يودينا بقى لمحور تاني خالص كنا بنتكلم عليه منذ قليل، اهتمام الرئيس في خطاباته بالأوضاع العربية والإقليمية والعالمية. بس خلينا في الشأن العربي والحديث عن سوريا واليمن الحقيقة وليبيا طبعا كان جزء مهم جدا قبل أن نأتي إلى الحديث اليوم عن مجموعة 77 زائد الصين. الرئيس أكد أنه مفيش مخرج من الأزمة مع سوريا ومع اليمن إلا باحترام ووجوب وجود الدولة الوطنية. والحقيقة أنه سياسة مصر دائما واضحة، مصر تدعم الدولة الوطنية، تدعم الجيوش الوطنية، لا ندعم الجيوش الثانية ولا كل من يريد انقلاب على نظام أو ما إلى ذلك. إزاي حضراتكم شفتوا أو تقيموا الحديث عن أزمة سوريا؟ لسه النهاردة الصبح قارين أنه مش عارفة روسيا هتبعت إيه تاني قوات إيه جديدة في سوريا، وترامب مصمم على موقفه فإستلتمية. فيعني الحقيقة أن الموقف ما زال متأزما في سوريا. تحدث عن سوريا ثم اليمن. تفضل يا دكتور. لو تسمح لي بس ممكن يعني في شق الإرهاب، لأن أنا يعني حاب يعني أضيف بس جزء مهم جدا، أنه أنا عايز بس نفتكر المفردات اللي قالها الرئيس في حديثه عن الإرهاب. النقطة في منتهى الأهمية لن تحمل إشارة غير مباشرة وتحمل تحميل مسؤولية لأطراف بشكل غير مباشر، لما قال أنه النظر إلى حجم تمويل الإرهابيين وتحركات الإرهابيين وكيفية تنقلاتهم تتطلب ضرورة وجود منظومة عالمية لمكافحة الإرهاب. هنا الرئيس بيشير لنقطة مهمة جدا من وجهة نظري يعني ومن قراءتي، وربما يعني تساندها بعض الأدلة، انه الإرهاب الموجة الحالية من الإرهاب مش زي موجة الثمانينات على سبيل المثال. يعني الإرهاب لم يعد مجرد تنظيمات متطرفة، الإرهاب أصبح من أدوات السياسة الخارجية لبعض الدول.
يعني بتسنده أجهزة مخابراتية، أجهزة مخابرات وبتستخدمه ودول بتدعي أنها بتحارب الإرهاب، لكنها بتستخدم الإرهاب كأحد أدوات سياستها الخارجية كمحاولة للسيطرة ولفرض الأمر الواقع أو إجبار على حلول والتحكم والتدخل في شؤون الدول بكل تأكيد. عشان كده أنا ربما يعني أختلف قليلا مع كلمة حضرتك لما قلت إن بدأ يكون في تعاون دولي في مكافحة الإرهاب. التعاون الدولي لم يصل إلى المرحلة المطلوبة. ليه؟ أنا أفكر حضرتك بس بنقطة مهمة، إنه بعد مذبحة الروضة، ودي كان من أكبر حادث إرهابي يواجه مصر في تاريخها ومن أكبر الحوادث الإرهابية في العالم العام الماضي، الرئيس طبعا. بئر العبد بالضبط، الروضة في بئر العبد في العريش. الرئيس طلع قال خطاب، قال فيه نقطة مهمة جدا، كلمة مهمة جدا بس يعني لازم نتوقف عندها. قال إن مصر بتحارب الإرهاب نيابة عن العالم. صحيح، هنا كان بيوجه إشارات صحيح في منتهى القسوة وفي منتهى الأهمية، إن هناك أطراف كثيرة غير متعاونة في مكافحة الإرهاب ومنها قوى دولية كبرى. وده كان كمان باين في كلام بعدها للوزير سامح شكري في مشاركته في منتدى روما للأمن، اتهم دول معينة إنها ما بتساعدش مصر وما بتمدش مصر بأسلحة بمعدات لكشف المتفجرات مثلا في سيناء. فبالتالي هنا الرئيس بيشير إلى خلل كبير في المنظومة الدولية في التعامل مع الظاهرة الإرهابية، إن هناك دول طول ما هي اعتبرت نفسها بعيدة عن خطر الإرهاب هي لتتعاون بشكل كافي. وبالتالي هنا عشان أشار إلى إنه عشان نحل مشكلة الإرهاب لك كل الدول دي لازم تحس انه الارهاب فعلا ظاهره تهدد الجميع حتى اللي لا يتعرض لخطرها الان لكنها ستهدده مستقبلا. وبالتالي يجب ان تبذل كل الدول جهود صادقه وليس فقط خطابات او تصريحات او ما الى ذلك، يجب ان تكون هناك جهود صادقه. الدلاله على ذلك مثلا خرائط داعش دلوقتي وتحركاته موجوده في ايدي بعض الدول. طب داعش بيخرج من بعض المناطق، خرج مثلا الكلام ان هم المقاتلين خرجوا من ادلب، تصريحات اردوغان ان المقاتلين اين ذهبوا. كل الشواهد تؤكد يا دكتور عاطف انه اذا ما ارادت هذه الاجهزه وهذه الانظمه بصدق أن تقضي على الإرهاب لقضت على الإرهاب بكل تأكيد. لديها المعلومات الكافية ولديها وجود أماكن وجود هذه العناصر وخططهم حتى المستقبلية، يعني التمويل والدعم أصلا بيجي منهم يا فندم. يعني فعشان كده دي كانت إشارة وإن كانت ضمنية من الرئيس إلا أنها تحمل يعني رسائل مهمة. نحن نحارب الإرهاب بالنيابة عن العالم بالضبط، وده أكد عليها في كلمته إنه هو عشان نحارب الإرهاب لابد من منظومة عالمية. طيب، ليست فقط جهود محلية ولا إقليمية. نعود للحديث عن سوريا. نعود للحديث عن سوريا واليمن واللي ربطه الرئيس حدده في مبدأ عام، إن هو فكرة إنه مش ممكن نتكلم أو نتحدث عن نظام دولي بدون الوحدة الرئيسية في النظام الدولي. النظام الدولي وحدته الرئيسية هي الدولة، فكيف نتحدث عن نظام دولي بلا دولة وطنية؟ فبالتالي ضرورة وجود الدولة الوطنية هو مفتاح الحل ومفتاح إقامة نظام دولي. الدولة الوطنية يعني أزمة سوريا وأزمة ليبيا وأزمة اليمن وما كان يراد بمصر هو فكرة تغييب الدولة الوطنية. بمعنى يعني إيه الدولة الوطنية؟ الدولة الوطنية اللي يكون فيها المواطن ولاء للدولة وليس لما هو أقل من الدولة. يعني بعض الدول الولاء فيها لطائفة أو لدين أو لمذهب أو ما إلى ذلك، وبالتالي ده بينعكس على كل مؤسسات الدولة، ينعكس على الجيش. الجيش بيتحول في بعض الدول إلى ميليشيات، جزء منه تابع لكذا، جزء منه تابع لقبيلة، جزء منه تابع لطائفة. ده الوضع اللي مثلا كان موجود في العراق، الوضع اللي كان موجود في سوريا، الوضع الموجود في ليبيا دلوقتي. عشان كده كلمة الرئيس في هناك جهود مصرية إنه يتم رفع الحظر عن تصدير السلاح إلى الجيش الليبي. الحظر المفروض لأنه الرئيس يدرك أنه لوجود حل في ليبيا يجب أن تكون هناك دولة وطنية، ولوجود دولة وطنية يجب أن يكون هناك جيش وطني. صحيح، يحتكر وحده السلاح. صحيح، إنما ما يحدث في طرابلس الآن نتيجة أو إنعكاس أو ترجمة لغياب الدولة الوطنية. مجموعة من الميليشيات تتقاتل، وبالتالي لو كان هناك جيش وطني واحد يحتكر السلاح لما وصلت ليبيا إلى هذه، حتى في إدلب وبعض المناطق الأخرى بكل تأكيد كلما احتفل الشعب السوري بتحريرها من داعش تعود مرة أخرى عناصر وتدخل إليها. يعني دي كلها احنا أنا دلوقتي يعني رغم أن أنا باحث متخصص في, 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 في العلوم السياسية، لكن لا أعلم حجم التنظيمات الموجودة في سوريا. صحيح، عدد كبير جدا من التنظيمات، وكل تنظيم له ولاء وكل تنظيم له جيش، وكل في شباب يعني بيقال إن هم مختفين اختفاء قسري في مصر هنا، ونكتشف فيما بعد ان هم منضمين لداعش وبيحاربوا في سوريا في صفوف داعش. عشان كده
بتأكيد الرئيس على الدولة الوطنية، أعتقد أنه مفتاح الحل. لا يمكن الحديث عن حل إلا بوجود دولة وطنية تحتكر بجيشها، تكون هي المحتكر الوحيد للسلاح، المحتكر الوحيد للحلول، المسيطر على كل مؤسسات الدولة، لأن ما دون ذلك هو هراء. ودي أربطها بنقطة تانية اتكلم عليها الرئيس برضو وما اتكلمش عليها حد تاني، وكانت نقطة ذات دلالة، إنما عندما لما قال إن هو لو عايزين نبحث عن حلول حقيقية لمشاكل المنطقة ومشاكل العالم لابد أن تكون هناك حلولا شاملة، المعالجات الجزئية ليس لها أي قيمة. وهذا ما يحدث في سوريا الآن. لماذا طال أمد الصراع السوري؟ لأنه كل يوم مبادرة، كل يوم حل لمنطقة. نتحدث اليوم عن مناطق وقف التصعيد، نتحدث بكرة عن وقف عن هدنة، كل هذه حلول. واليمن والأزمة يعني وليبيا وكل مشاكل. لا اليمن كمان، لأنه أطراف الموضوع كثيرة، يعني حوثيين بيضربوا في السعودية، بيضربوا في البحرين، فهم مخدين دعم من إيران، فإيران مسببة يعني لا الموضوع يعني متشابك بالضبط. فبالتالي هنا طالب بحل شامل، لا يعالج فقط مسألة جزئية، لا يعالج فقط مثلا وقف إطلاق النار، أو لا يعالج وقف النزاع المسلح، لأن وقف النزاع المسلح ليس حل. يجب أن يكون هناك تصور أعلى لإعادة بناء الدولة بمشاركة كل الأطراف. وبالتالي هنا كان يتحدث عن حلول شاملة، عن مقاربات شاملة، وليس فقط حلول جزئية توقف النزاع بعض الأيام أو بعض الشهور ثم تعود بشكل أقوى. فبالتالي وهذا أعتقد أن الرئيس قصد بها أن يربط ذلك بفكرة وجود الدولة الوطنية. معالي السفير، الحديث عن التغير المناخي لم يصبح أو خلاص هو ليس برفاهية الآن. اليوم العالم كله عليه أن يهتم بما يعرف بالتغير المناخي، لأنه بعض الدراسات بتؤكد أنه خلال سنوات محددة ربما بعض المناطق في العالم ستختفي، إما جبال يعني ستسقط أو يعني جليد سيذوب، فيعني في عندنا مشاكل كثيرة جدا. والحديث عن التنمية المستدامة 2030 أحد محاوره الرئيسية أيضا هو الاهتمام بالمناخ والبيئة المحيطة من محاور التنمية المستدامة. إزاي بتشوف مصر بتحاول يعني تسعى للتقدم في هذا الملف، وأهمية أن يلقي الرئيس خطاب في هذه القمة؟ طبعا يعني الرئيس كان ممثل لإفريقيا في اتفاقية باريس للتغير المناخي، وعبر عن موقف القارة بشكل واضح وصريح، ودول العالم الثالث التي ليست لها يعني الدور الأهم في التغيرات المناخية، الدول الصناعية الكبرى والدول البازغة والقادمة. إذا كنا بنتكلم عن الدول الصناعية بنتكلم أيضا عن الصين وعن الدول التي تلوث المناخ وتؤدي لارتفاع الانبعاثات الحرارية، بينما تدفع إفريقيا وتدفع دول العالم الثالث الأسمان الباهظة. وبالتالي كانت الالتزامات الدولية هامة جدا في هذه العلاقة، إتاحة الموارد كي تتمكن إفريقيا والعالم الثالث من مواجهة آثار تغير المناخ، وبالتالي مطالبة العالم الأول بالتزاماته لتمكين القارة الأدابتيشن والميتيجيشن والهدفين التكيف المناخي هامين جدا في هذه المرحلة. في التزامات دولية لم يتم الوفاء بها، لابد من أن نكون واضحين. إذا كانت هناك رغبة دولية فعلا في وقف الانبعاثات الحرارية والالتزام بما تم الاتفاق عليه في اتفاقية باريس، وليس طبعا ما هي هو السيوتو ده الانبعاث الحراري. فإذا ما استطاعت الدول النامية أن تحصل على المقدرات المالية التي خصصت لها تستطيع أن تواجه خطر الانبعاثات الحرارية. لكن ما هو حادث الآن، حتى أن الولايات المتحدة طرف رئيسي ملوث للبيئة وتنسحب من اتفاقية باريس للمناخ، وبالتالي هذه الإجراءات الأحادية هي التي تهدد كيان الاتفاقية، وهي التي تهدد أيضا قدرات الدول الإفريقية على الوفاء بالتزاماتها أو دول العالم الثالث. هو هذا ما يقوله السيد الرئيس، عليكم أن تدعموا القارة وأن تدعموا قدرات الدول النامية حتى تستطيع التكيف مع هذه التغيرات، حتى تستطيع أن تواجه ببرامج وطنية عملية التغيرات المناخية. لكن المسببين والملوثين بعضهم يعني يدعم ويساند، والبعض الأهم على رأس الولايات المتحدة ينسحب ويتخلى عن مسؤولياته. تلك يعني هي العلاقة الملتبسة دائما بين نظام أحادي وبين حتى في النزاعات كما ذكر الدكتور عاطف، يعني في النزاعات المسلحة
نتيجة انهيار النظام الجماعي والدبلوماسية متعددة الأطراف ودور الأمم المتحدة لصالح القرارات الأحادية، سواء كان قرار أمريكي في سوريا أو قرار روسي في سوريا، كلها قرارات أحادية. أما العدالة تتأتى من نظام تتشارك فيه كل الدول من أجل اتخاذ قرار بالحل، وبالتالي يطول أمد النزاع في سوريا لسبع سنوات وأكثر، ونتعرض لمأساة إنسانية غير مسبوقة. صحيح. وتدفقات ومزيد من الضحايا وتدفقات ومزيد من الخراب، تدفقات لاجئين وانتشار إرهاب، لأن صحيح. غابت الدولة القومية. صحيح. انهار النظام الدولي متعدد الأطراف، خطاب ترامب في الأمم المتحدة خطاب انسحابي من كل التعهدات الدولية، ينسحب من المناخ وينسحب من المحكمة الجنائية، أو يعني يقف حتى ضد المحكمة الجنائية، ينسحب من مجلس حقوق الإنسان. إذن تبقى الأحادية واليونسكو، تبقى الأحادية وتبقى القرارات الفردية غير العادلة، وتقود المنطقة والعالم إلى مزيد من الحروب، مزيد من انتشار الإرهاب، مزيد من الجريمة المنظمة، مزيد من تفشي ظواهر تغير المناخ والهجرة غير الشرعية وتفشي الإرهاب. حتى الآن يعني رقم أنا اطلعت عليه رقم مخيف، أن حجم العلاقة ما بين الإرهاب والمخدرات وتجارة السلاح والإتجار بالبشر وصلت ميزانيته أو أرباحه لنحو تريليون وخمسة من عشر. يعني تخيلي حضرتك، هذه التجارة هي تجارة دول وتجارة أجهزة. مين اللي كان بيمول الكونترا في نيكاراغوا؟ ما هي كانت أموال مخدرات تديرها أجهزة لا تستطيع من الميزانية الفيدرالية أن تحصل على مخصصاتها فتحصل عليها. مين اللي بيدير المعارك أحيانا في أفغانستان؟ تمويلات من خلال هذه الإتجارات غير المشروعة في الأفيون والمخدرات. أصبحت يعني أصبحت الأمور على قدر كبير جدا من الوضوح. أنا ما كنت بتكلم عن الإرهاب والرؤية الشاملة لمصر، وقفت عند التنمية الاقتصادية. احنا بنواجه دلوقتي طلب أوروبي بمساعدة دول الشمال الإفريقي لهم في إقامة منصات، في حلول أمنية وعسكرية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. احنا ممكن ناخد إجراءات قصرية، ممكن نقيم منصات، لكن مش ده الحل. هتستمر النزاعات المسلحة تفرخ لك إرهابيين وتفرخ لك لاجئين بالآلاف. أما الحل هو يكمن في إتاحة الفرصة، في خلق فرص عمل، في خلق قنوات هجرة شرعية. ما أوروبا قرية عجوز. صحيح. في حاجة لشباب إفريقيا للعمل فيها. هو المليون لاجئ سوري اللي راحوا ألمانيا دول، دي غنيمة حرب، دي غنيمة حرب. دول شباب اتصرف عليهم كي يصبحوا دكاترة ومهندسين، مئات الآلاف بيروحوا النهاردة بياخدوا 3000 يورو بيهم الحال لشوارع برلين وغيرها من الأماكن، ولكن قوة عاملة رخص. عايزة أعود إلى، لم نتحدث عن لقاء الرئيس مع ترامب على فكرة، مهم. ده مهم جدا، لأنه بصراحة شديدة، بصراحة ساعات المواطن المصري كده اللي بيتابع الشأن يعني يقولك يعني هو ترامب صاحبنا ولا مش صاحبنا؟ طب هو العالم زعلان منه، وفي أمريكا في صيحات غضب كتيرة ضده، طب هو كويس معانا ولا مش كويس معانا؟ طب عاطف بيتكلم يعني، وبعدين أنا هعلق. أنا بسأل السؤال بالشكل البسيط قوي اللي الناس بتقول. طيب عاطف يبدأ عشان هو ليه علاقة بواشنطن أكتر مني. واشنطن مباشرة. وبعدين هاخد رأي حضرتك طبعا. ترامب كويس معانا يا فندم ولا مش كويس معانا؟ هو بغض النظر بقى عن كويس ولا مش كويس، هي مصر بتتعامل مع رئيس أمريكا بغض النظر عن هو مين، بتعامل مع امريكا بغض النظر عن رئيس. بس كان بيسبقه مباشره الرئيس في الفتره الاخيره من حكمه يا فندم، يعني كان واضح بشكل مباشر دعمه لباراك اوباما. تمام. كان واضح بشكل مباشر دعمه لجماعه الاخوان. طيب خلينا نتكلم بقى بشكل، وغضبه الشديد لما قامت ثوره 30 يونيو ضد حكم الاخوان. طيب نتكلم بشكل عملي وعلمي على موضوع العلاقات المصريه الامريكيه وتحديدا في عهد ترامب. تمام. وانا كتبت في ده كتير وعملت لقاءات في ده كتير، انه هو طبعا في توافق كبير جدا بين حتى الشخصيتين، يعني بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين ترامب. تمام. ليه؟ لسبب بسيط، يعني انت لما تشوفي ترامب اصلا في حملته الانتخابيه كان ايه اول اهدافه فيما يتعلق بالسياسه الخارجيه؟ حط من هدف مكافحه الارهاب ومكافحة كل القوى التي يعني متورطة بشكل أو بآخر. معالي السفير من شوية كان بيقول، وحضرتك نفسك قلت بلاش ننظر للدول اللي كانت بتقول شعارات كتيرة نكافح الإرهاب ونحارب الإرهاب،
ما هي بعض أجهزتها بتمول الإرهاب. أنا بتكلم حتى على جانب القوة، مش بتكلم بقى على التنظيمات. هو طبعا ده هدف معلن يعني، وبالتالي هناك تقصير في قياس الهدف، لكن بس يعني أنه في تقصير في تحقيق الهدف غير أنه يكون هدف مرصود. تمام. هو حط من ضمن أهداف حملته الانتخابية، وده كان محرك لأجهزة كتير. يعني حضرتك ذكرتي مثلا أنه ليه إدارة أوباما كانت بتتعامل مع جماعة الإخوان اللي كانت بتتعامل، كانت علاقتها ممتازة مع تركيا. لماذا هذا الغضب لما قامت ثورة شعبية في مصر لإزاحة حكم الإخوان؟ ده اللي أنا بقى عايز أتكلم عليه، الفارق في الرؤية، رؤية الإدارتين، إدارة ترامب وإدارة باراك أوباما. إدارة ترامب، إدارة أوباما كانت بتنظر لقوى الإسلام السياسي ومن ضمنها الإخوان السياسي إنها دي الإسلام الوسطي المعتدل، وبالتالي كانت ما عندهاش إشكالية إنها توصل إلى السلطة، لأنها من وجهة نظرها إن ده ممكن يقلل التطرف. لما قوى هي شايفة إنها قوة معتدلة تتولى الحكم، كانت بتنظر لتجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا إنها تجربة رائدة، إنه وصل للسلطة وإنه بيمارس إسلام معتدل، وبالتالي دي نموذج يمكن تعميمه. فبالتالي دي رؤية فكرية للإدارة، رؤية سياسية فكرية ومتقاربة معنا، متقاربة مع أهدافنا كرؤيتنا كدولة. رؤية ترامب بقى هي اللي متقاربة مع أهدافنا، لأن رؤية ترامب عكس رؤية أوباما. مثلا على سبيل المثال برضو، يعني تشوفي هنبعد بقى مثلا شوية عن مصر، رؤية ترامب ورؤية أوباما مثلا موضوع إيران، أوباما كان بيرى أن إيران قوة مهمة في الشرق الأوسط، وبالتالي عليها أن تكون حليفا لنا، بالضبط كده، وبالتالي وقع معها الاتفاق النووي. جاء ترامب برؤية مختلفة تماما. لسه ترامب النهاردة وامبارح بيؤكد أنه إيران هي الخطر الأكبر في المنطقة، وبيشكل تحالف عربي خليجي ضدها، عكس رؤية أوباما تماما. نفس الشيء في قوى الإسلام السياسي، موقف ترامب نقيض تماما لموقف أوباما. فبالتالي أوباما، وده يفسر ليه أوباما مثلا ما كانش عنده إشكالية مع وصول الإخوان للحكم في مصر، وعكس ترامب اللي هو كان عنده إشكالية كبرى لأنه بيرى أن دول هما مصدر الإرهاب. هنا بقى مش بتكلم على جهود أمريكا في مكافحة الإرهاب، لا، بتكلم على رؤية فكرية أو رؤية سياسية حاكمة لعمل الإدارة الأمريكية. فبالتالي هنا كان التوجهات واحدة، اللي بترى أن قوى الإسلام السياسي هي الخطر الأشد فتكا بدول العالم. تمام. ايا كان الشكل اللي تبلورت بيه، حتى بعيدا عن التنظيمات الارهابيه. طيب. حتى ان القوى دي وصلت الحكم، ده تهديد. في حاجات مثلا زي ما اقول لك، الصوره اللي فيها ترامب يستقبل الرئيس، يعني انا ممكن اشوف انه ده طبيعي لانه رئيس دوله بيستقبل رئيس دوله، فدي بروتوكول واتيكيت وحاجات معينه يعني بطريقه الاستقبال. ولكن هو ما فيش شك انه فعلا استقباله للرئيس السيسي ربما مختلف الى حد كبير، حتى ما شفناش فوكس او يعني تركيز على لقاءات ثنائيه قد ما سمعنا من الميديا حتى بره في الحديث عن لقاء الرئيس ترامب بالرئيس السيسي. واعتقد كان ليه تويت خاصه بيها بالمقابله. صحيح. دي، وانه ده رجل قوي، it was a great meeting، او شرف، a great honor. يعني اتكلم، عمل تويت مخصوص للقائه مع الرئيس السيسي. تمام. فده تشوفه ازاي يا فندم؟ ده بيجي في اطار، لو نظرنا لطبيعه العلاقه بين مصر وامريكا منذ وصول ترامب. يعني انا هربطها برضو بالاداره السابقه. قبل ما يجي ترامب كانت العلاقه بين مصر وامريكا في مرحله، وصلت مرحله من الفتور اللي لم تشهده العلاقات المصريه الامريكيه منذ فتره طويله. يعني وكان ليها مؤشرات كتيره، يعني احد هذه المؤشرات مثلا واللي كان دايما ترمومتر لمدى جوده العلاقات المصريه الامريكيه كان مناورات النجم الساطع. ودي توقفت تماما. برايت ستار. بالظبط. توقفت يعني من 2011 استؤنفت، بس يعني من السنه دي كانت السنه الثانيه. توقفت في مصر بعد يعني 2013 التدريبات المشتركه العسكريه، التدريبات المشتركه للقوات المصريه والامريكيه. بالظبط كده. نفس الشيء في المساعدات، ان هو تم اقتطاع جزء كبير من المساعدات العسكريه الامريكيه لمصر، ثم عاد جزء منها، ثم عاد جزء منها. منارات النجم الساطع عادت بشكل اقوى، يعني السنه اللي فاتت كانت استئناف رمزي ليها ب 200 مقاتل، المره دي استئنفت ب 800 مقاتل. وبالتالي دي إشارة إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية تحسنت بشدة واستأنفت مسارها الطبيعي. فبالتالي اللقاء ده كمان إيه؟ لما وصل ترامب للحكم كان أول حد بيهنيه، أول ما فاز، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي. فبالتالي دي كانت أحد المؤشرات برضو على أن العلاقات المصرية الأمريكية بدأت تتجاوز مرحلة الفتور اللي سببه وجود إدارة أوباما ووصول الإخوان للحكم في مصر. فبالتالي فكرة رهان مصر على إدارة ترامب ورهان إدارة ترامب على مصر كمان، دي نقطة ربما عكسها اللقاء. نتكلم عن نقطة أهم، أنه هو من بين ست زعماء بس أو من ست رؤساء دول التقاهم ترامب كان الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني دي ربما إشارة أكثر رمزية من إشارة كيفية الاستقبال، أنه هو في وقت محدود قابل بس ست زعماء منهم الرئيس
المصري، فهنا برضو اهتمام بدور مصر. دي نقطة. عايز اتكلم بقى على برضو انه ده ما منعش انه يكون في اختلاف في وجهات النظر في بعض القضايا. صحيح. انا كنت عايز اتوجه بالسؤال ده الحقيقه. دي نقطة ابرز النقاط المختلف عليها ما بين الادارتين المصريه والامريكيه ايه؟ دي نقطه بقى مهمه جدا، وكان في موقف واضح جدا لمصر في موضوع الرؤيه الامريكيه لكيفيه حل الصراع العربي الاسرائيلي. كانت هناك يعني نتكلم بمنتهى الصراحه ضغوط على مصر، ضغوط كبيره على مصر، وانا شخصيا لا استبعد انه هو ما حدث او ما كان يحدث في سيناء كان ربما بهدف الضغط على مصر لتمرير موقف مساعد للرؤيه الامريكيه، صفقه القرن. لكن كان هناك ثبات مصري واضح وتاكيد على الثوابت المصريه في موضوع الصراع العربي الاسرائيلي بشكل اعتقد انه شكل مشرف، لانه هذا ساعد دول عربيه اخرى واعطى دعم لحتى القياده الفلسطينيه انها تصر على مبادئ. ترامب ايضا في اخر تصريحاته اكد انه صفقه القرن قائمه، لكن وسيتم تنفيذها خلال مش فاكره المده قد ايه، من شهر لاربع شهور. تقريبا. بس لكن في خلال اربع شهور في تحول مهم بقى، عشان كده انا حبيت اشير ليه. انه الرئيس في كلمته امام الجمعيه العامه للامم المتحده وخلال لقائه مع نتنياهو وخلال لقائه مع ترامب اكد على انه اي حل للصراع العربي الاسرائيلي يجب ان ينطلق من المرجعيات الدوليه ومن الثوابت الدوليه اللي هي حدود 1967 ومن دوله فلسطينيه عاصمتها القدس الشرقيه، دي مرجعيات حل الصراع من وجهه النظر المصريه والعربيه بشكل عام والفلسطينيه. اكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل كبير في كل الملتقيات، واكد عليها في كلمته امام الجمعيه العامه للامم المتحده، واكد عليها في لقائه مع نتنياهو. تمام؟ امبارح بس نتنياهو اتقابل مع ترامب، وترامب لاول مره يتكلم على انه بيؤيد حل الدولتين لأول مرة منذ حملته الانتخابيه. صحيح. لم يذكر كلمه حل الدولتين. صحيح. فبالتالي كان كل الانطباع ان صفقه القرن وهي كانت بالفعل عايزين نمسك في الكلمه دي الحقيقه، حل انه رئيس الولايات المتحده الامريكيه يتحدث عن حل الدولتين لاول مره. يعني حتى في حملته الانتخابيه لم يذكر كلمه حل الدولتين، هو من اول حملته الانتخابيه وكل تصريحاته المتواليه لم يذكر كلمه حل الدولتين. صحيح. وبالتالي كان بيروج لحلول، يعني صفقه القرن دي اتقال عليها اشاعات واساطير لكن كانت كلها بالونات اختبار، يعني ودور مصر فيها بالظبط عشان كمان يجس نبض الاطراف المعنيه بالقضيه بما فيهم الطرف المصري. صحيح. فاتقال مثلا الحل الكونفدرالي مع الاردن، اتقال الحل بتاع تبادل الاراضي بين مصر وغزه، اتقالت حلول كتيرة ودي كانت جزء من تفكير الإدارة الأمريكية، لكن ثبات الموقف المصري، والموقف المصري مهم جدا في القضية الفلسطينية لأنه مصر بتنظر لها أنها قضية أمن قومي مش مجرد موقف تجاه قضية عربية، لا هي قضية أمن قومي مصري. فالموقف المصري وثباته رغم الضغوط الشديدة ورغم المحاولات الأمريكية الشديدة أعتقد أن ده ربما بدأ ينعكس. نعم. في موقف الإدارة. نعم. الأمريكية، نحن لا نعتدي ولا نسمح أن يعتدى علينا بكل أو على تأكيد أراضينا. ولا نسمح بتمرير حل للقضية الفلسطينية قد يكون مناقضا للإجماع العربي، قد يكون مناقضا للإجماع الفلسطيني، قد يكون على حساب القضية الفلسطينية. لأن مصر في النهاية تنحاز لعروبتها وتنحاز لأمنها القومي. لأن صحيح. أي حل لا يرضي الفلسطينيين سينعكس بشكل مباشر على الأمن القومي. صحيح. معالي السفير، صفقة القرن ولقاء الرئيس ترامب بالرئيس السيسي، وكما ذكر الدكتور عاطف لأول مرة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية منذ حملته الانتخابية تحدث عن موافقته أو دعمه لفكرة حل الدولتين، كيف ترى هذا الأمر يا فندم؟ يعني الشركاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة، مصر والأردن والسعودية، يجمعون على أن أسس الحل هي ما ارتضاه المجتمع الدولي من 48 حتى اليوم. صحيح. حتى الإدارة الأمريكية في 2016 صوتت في مجلس الأمن ضد الاستيطان الإسرائيلي والمساس بوضع القدس. وبالتالي نحن لا نتحدث عن سياسة أمريكية ثابتة، لكن نتحدث عن سياسات للرئيس دونالد ترامب، أي الإدارة الحالية. الأمور واضحة وصريحة، ويبدو أن الرئيس ترامب كان في learning process، كان في عملية تعلم لأسس الحل في الشرق الأوسط، حتى تلقن الدرس بقراره الأحادي بنقل السفارة، فتقدمت مصر وهي حليف استراتيجي للولايات المتحدة. لكن عندما يمس الأمر مبادئ أساسية لحل القضية، مش بس قضية أمن قومي، هي قضية مرتبطة بوجدان شعب وبثقافة أمة. وبالتالي تقدمت مصر بقرارها المجلس الأمن ضد القرار الأحادي للرئيس ترامب بنقل السفارة، وصوتت حلفاء الولايات المتحدة 14 صوت ضد صوت الولايات المتحدة في مجلس الأمن في الجمعية العامة.
للأمم المتحدة. 128 صوت كانوا مع قرار إدانة نقل السفارة، حتى أوروغواي تراجعت في قرار نقل السفارة لتبقى الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض وبعض الجزر الصغيرة المنعزلة. يعني إحنا في نهاية الأمر بنؤكد على الثوابت كمان في العلاقة مع ممكن بس أسألك بخصوص موضوع نقل السفارة يا فندم، لأنه ما حدث بالأمس واليوم حتى وتصريحات ترامب وفكرة بدايات دعم للقضية الفلسطينية وعدم السماح للجانب الإسرائيلي بالتغول أكثر على حقوق الفلسطينيين، ده يمكن خلى الناس فعلا زي ما حضرتك ذكرت تربط شوية بموقف الولايات المتحدة الآن من موقفها أيام نقل السفارة، ويعني مش عايز أقول تعمدها ولكن بالفعل استفزازها الوطن العربي والفلسطينيين يعني بإصرارها على نقل السفارة. التغير ده يا فندم ممكن يبقى حصل ليه؟ ما طرحش صفقة حتى الآن، فكلها يعني تجارب يجريها ربما مكلفة للغاية ولكنها غير مؤثرة لأنها تبقى قرارات أمريكية وليست قرارات أممية. قرارات الأممية تلزم المجتمع الدولي بأسس الحل، الأرض مقابل السلام، حل الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وليست عاصمتها في القدس الشرقية زي ما ذكر بعد ظهر اليوم الرئيس محمود عباس. يعني احنا عايزين نكون واضحين جدا، وأظن الإدارة الأمريكية تدرك ان اذا ما ارادت تمرير اي حل لابد ان تلتزم بحل الدولتين ودولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وعليها ان تكف عن ممارسة ضغوط يعني غير مسبوقة على الموقف الفلسطيني. فإرادات الشعوب لا تشترى، وإرادات الشعوب لا يفرض عليها إرادات دول كبرى، لأن الدولة الوطنية هي الأساس كما ذكر الرئيس السيسي وأكد طبعًا. الدولة الوطنية طبعًا. الدولة الوطنية الفلسطينية إن شاء الله إن شاء الله. سؤال أخير لحضراتكم بخصوص إعلان الرئيس السيسي اليوم فلسطين ترأس المجموعة 77 زائد الصين في 2019، وإن شاء الله تتم مراسم التسليم في شهر يناير المقبل. إزاي شفتوا ده والفوز؟ طبعا ده كان بالتزكية، بالتزكية وبالإجماع طبعا يعني وبالإجماع تزكية وإجماع إشارة يعني الصراحة كلمة دولة فلسطين بالزبط. في حد ذاتها أن تذكر أمام الأمم المتحدة والله تدعو إلى الفخر. صحيح، يعني أنا أعتقد أن فلسطين كدولة والقضية الفلسطينية هي أكبر المنتصرين من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأنه ما حدث من تراجع أمريكي وما حدث من تأكيد عربي سواء في كلمة الرئيس المصري أو ملك الأردن أو الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه تأكيد على أنه لا حل إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية بحدودها الحالية بدون أي تلاعب. أعتقد أن هذا مكسب كبير. فكرة أن تنضم إلى أن تصبح هي رئيس مجموعة 77، وهي لم تصبح 77 دولة، هي أصبحت 139 دولة. فبالتالي أعتقد أن هذا انتصار كبير ورمزية كبيرة عندما كما ذكرت حضرتك كلمة دولة فلسطين. صحيح. خاصة أن الرئيس محمود عباس كمان في كلمته لمح لحلول كثيرة. فبالتالي أعتقد أن هذا انتصار كبير. يبقى لكي يظل هذا انتصارا وله تأثير مستقبلي، يبقى وهذا رجاء أن الداخل الفلسطيني يجب أن يتصالح، لأنه القضية الفلسطينية في مرحلة حرجة، وما زلنا كما ذكرت حضرتك لم تعلن صفقة القرن بعد، ولم يعرف الموقف الأمريكي كاملا بعد، وما زالت هناك وستظل وستبقى هناك ضغوطا لتمرير الحل الأمريكي، هناك بوادر. يعني حديث السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريمان اليوم على أنه لا يفضل كلمة حل الدولتين في تعارض مع ما قاله ترامب، أو أنه لو شعر أن الحكم الذاتي الفلسطيني سيهدد إسرائيل فربما، يعني كل هذه تعطي إشارات على أنه ما زالت أمريكا لديها أوراق ضغط كثيرة. وبالتالي هنا يجب أن يتماسك الفلسطينيين، وحدة الفلسطينيين مهمة، لأن ما سمعته اليوم من ردود من قبل القوى الفلسطينية على كلمة أبو مازن تعني أنهم ما زالوا يعلنون الصراعات الداخلية على وحدة القضية. وبالتالي يجب أن يتوحد الفلسطينيون. مصر لعبت دورا كبيرا في توحيد الفصائل. صحيح. هذه الفصائل ثم عادت مرة أخرى يا فندم اختلفت هذه الفصائل، وهذه الإشكالية. يعني العام كلما تقدمنا إلى الأمام الحقيقة بنعود إلى الوراء. العام الماضي ذكرت كنت ضيفا في أحد القنوات تعليقا على زيارة الرئيس للمرة الرابعة لنيويورك في الجمعية العامة، وقلت أن مصر قدمت خدمة جليلة للقضية الفلسطينية بأنها صالحت الفلسطينيين، لكن هذا التصالح يتراجع تحت ضغط الصراع السياسي بين فلسطين وبعضهم وبعض. فيجب أن يعلو مصلحة فلسطين فوق مصالح التنافس السياسي، لأن هذا هو ما سيبقي القضية الفلسطينية حية، لأن ما يحاك ضدها كثير. أشكرك دكتور عاطف. معالي السفير كلمة أخيرة من حضرتك. يعني أنا شايف أن
تولي الرئاسة الفلسطينية رئاسة مجموعة 77 هو اعتراف مش بس من 139 دولة، هو اعتراف من 80% من سكان العالم. صحيح. هم مجموع شعوب ال 134 دولة، غير برضو أوروبا وما تقدمه العديد من دولها من إسناد للقضية الفلسطينية، والعالم في إفريقيا والعالم في آسيا والصين، كل هذه الإسنادات مطلوبة في المرحلة القادمة أن تتحول إلى اعترافات. قال الرئيس محمود عباس زهر اليوم إحنا اعترفنا بدولة إسرائيل واعترفنا بحل الدولتين، ما دمنا قد اعترفنا بحل الدولتين لما لا نعترف بالدولة الثانية اللي هي فلسطين؟ يبقى المسعى القادم ليس فقط الانضمام للتجمعات والتنظيمات الدولية على أهميته، ولكن التحرك. إسبانيا على سبيل المثال بصدد الاعتراف وأعلنت ذلك، حزب العمال البريطاني في مؤتمره السنوي قال لو وصل إلى السلطة سيعترف فورا بالقضية بالدولة الفلسطينية. إذن مسعى دبلوماسي متصل، ضغط على الموقف الأمريكي لأنه قابل للتطويع أيضا. يعني إحنا بنتكلم وبالفعل في تغيير لمسناه في الموقف الأمريكي وده ذكرناه حضراتكم بكل تأكيد. هذا التحول في الموقف الأمريكي ما كان يتأتى إلا بصلابة موقف عربي، بصلابة الحقيقة موقف برضو شركائنا الدوليين في أوروبا والعالم وفي آسيا، والدور المصري الرئيسي والرائد طبعا. بشكر حضراتكم جزيل الشكر، ضيفي الكريمين شكرا لحضراتكم على وقتكم وعلى وجودكم معنا. معالي السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا لحضرتك يا فندم. الدكتور عاطف السعداوي الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والباحث الزائر بالصندوق الوطني للديمقراطية بواشنطن، شكرا لحضرتك يا فندم. عفوا سيدي. الحقيقة أنه دائما وابدا الحديث عن التنميه يعني النظر الى المستقبل ده بيشمل امور كثيره جدا، بيشمل الحديث عن الاقتصاد وسياسات ونذهب الى الامم المتحده ونتحدث وندير ملفاتنا بشكل مهم جدا وناتي بالمستثمرين، كل ده شيء مهم جدا. لكن في نفس الوقت عندنا قضايا محليه داخليه لا يمكن ابدا غض البصر عنها، وان كانت الدوله الحقيقه انها بتعمل وبتبذل مجهود كبير جدا في ملف مكافحة ومحاربة المخدرات، إلا أنه في نفس الوقت لدينا هذه التجارة والتي ربما تضر المليارات على أصحابها، والكلام ده في كل دول العالم حتى عن طريق الكثير من الأمور، إما طرح مخدرات كثيرة زي أو جديدة زي اللي بقالنا فترة بنسمع عنها الفودو والستروكس وأنواع أخرى من المخدرات، أو عن طريق فتح مراكز علاج إدمان الكثير منها غير مرخص وللأسف الشديد ترفع شعار التعذيب خير من العلاج. لهذا الحديث جانب مهم جدا وأعتقد أنه ملف من الأهمية بمكان أن نتحدث عنه مع حضراتكم بعد هذا الفاصل. إدمان المخدرات والكحول من الآفات الاجتماعية المدمرة التي ينبغي مكافحتها. فقد شهدت الفترة الأخيرة تصاعداً خطيراً في هذا الصدد، وظهرت كثير من الأنواع الجديدة والأكثر خطورة، وهو ما أعلنه صندوق مكافحة الإدمان عن أن نسب الإدمان في مصر بلغت 7% لتتخطى المعدلات العالمية، ويعد من أخطر المواد المخدرة التي انتشرت مؤخراً مخدر الفودو والستروكس والزومبي والأيس والكثير من السموم التي أودت بحياة ومستقبل الكثيرين. وفي ظل هذا التطور الخطير والسريع لتجارة المخدرات وهي جريمة منظمة عابرة للحدود، تكثف الدولة عبر أجهزتها الأمنية والصحية من جهودها للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة أو الحد منها قدر الإمكان. فعلى الصعيد الأمني تعمل إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية على ملاحقة تجار هذه السموم في مختلف المحافظات وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية للدولة لضبط الشحنات المخدرة قبل دخولها البلاد.
وبالطبع لا يتوقف الأمر عند الجهود الأمنية، فمواجهة مثل هذه الظاهرة الخطيرة تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة، ويبرز هنا دور وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة الإدمان في توعية الشباب بخطورة تعاطي المواد المخدرة، كما تلعب وزارة الصحة دورها في علاج الإدمان. جهود حثيثة تقوم بها الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، والتي أعلنت عن خطة مواجهة انتشار تعاطي المخدرات خاصة الفودو والستروكس بين طلاب المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث تتضمن الخطة تكثيف البرامج التوعوية والتثقيفية بمخاطر تعاطي المخدرات، إلى جانب توفير العلاج في سرية تامة من خلال 18 مركزا للعلاج بالمجان. الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالوزارة، أكدت أن نسبة إدمان المخدرات بصفة عامة في مصر تقدر بنسبة 3.9%، وأن نسبة إدمان القنب وصلت إلى نحو 2.9%، فيما وصلت نسبة تعاطيه إلى نحو 4.1% حسب البحث القومي للإدمان الأخير، موضحا أن نسبة إدمان الإناث إلى الذكور تعادل نحو 1:7، مشيرة إلى إعداد حملات للكشف وتقديم العلاج في سرية بالمدارس والجامعات تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد. ودائما ما نجد في كل أزمة مجموعة من المرتزقة الذين يسعون إلى استغلال الأزمات لتحقيق أرباح ومكاسب مادية غير مشروعة، وفي عالم المخدرات تتشكل هذه المجموعة من مجموعة من مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، والتي انتشرت أيضا بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، والتي لا تقل خطورة عن الإدمان، فقد تسببت تلك المراكز في مقتل عدد من الشباب المدمن المقبل على العلاج لاتباعها طرق غير علمية وغير صحيحة في علاجهم، تصل إلى حد التعذيب والضرب المميت. فهل تنجح جهود الدولة في القضاء على الإدمان ووضع حد للمخالفات التي تشهدها بعض المراكز العلاجية الغير مرخصة؟ نشوى عبد العاطي، مساء دريم. الفترة الأخيرة طبعا ظهرت أنواع جديدة من المخدرات، الستروكس والفودو والزومبي وحاجات تانية كتير، ولسه حتى كنت بتكلم مع ضيوفي قبل الهوا على طول، طبعا ده غير الترامادور والحاجات اللي بقت منتشرة بشكل كبير جدا. بالرغم من أنه الحاجات دي بتعتبر حديثة في عالم المخدرات، لكن انتشرت بشكل كبير جدا بين شبابنا وبناتنا بشكل الحقيقة ما يقلش خطورة أبدا عن خطورة المخدرات القديمة، الأنواع اللي كلنا كنا عارفينها يعني. بالعكس، الأنواع الجديدة دي في منها أنواع ممكن تبقى أخطر كمان، وتأثيرها أسوأ حتى على العقل وعلى الصحة النفسية والبدنية اللي بيتعاطوها. السرعة دي في انتشار المخدرات واستحداث أنواع جديدة منها خلت الدولة بطبيعة الحال بتكثف الجهود في أصعدة كتيرة جدا عشان تواجه تجارة المخدرات دي. بس هل الجهود دي كافية ولا لأ؟ وهل في يعني أدوار تانية، لازم أطراف تانية تقوم بيها عشان نحارب الجرائم دي؟ هي جرائم على فكرة عابرة للحدود كمان، يعني جينا من برة وحاجات، كنا لسه حتى في الفقرة السابقة بنتكلم على دول وأنظمة في العالم بتقوم على كذا نوع من أنواع التجارة، كلها يعني كلها أنواع تجارة محرمة من ضمنها المخدرات. المكاسب اللي بتيجي من تجارة المخدرات الحقيقة يعني كبيرة جدا، مهولة جدا. احنا في النهاية نحمي نفسنا ونحمي شبابنا ازاي؟ نتعامل ازاي في ده؟ وهل القوانين اللي عندنا اللي بتتكلم على متعاطي المخدرات، المتاجر بالمخدرات، ده اكتر حاجة تهمنا دلوقتي، هل كافية ولا محتاجة لتعديلات؟ كل دي حاجات ان شاء الله هنتكلم فيها مع ضيوفنا الكرام، لانه زي ما كنت بقول اي تنمية نتكلم عليها، وانا لسه عندي مش عايزة بس يعني السادة المواطنين اللي هم سواقين النقل يزعلوا مني، بس هقول جزء كبير أي تنمية أتكلم عنها، وأنا لسه عندي جزء كبير من سواقين التريلات اللي بيطلعوا على الطريق ده معتقدين إن قرص الترامادول ده بيصحصحهم ويديهم كده باور وطاقة، مش هتنفع. التنمية على سبل كتيرة جدا. موضوع المخدرات ده لازم نشتغل عليه، لأنه الحقيقة إنه منتشر بشكل كبير، والحقيقة كمان إنه حتى الحصول على المخدرات مش حاجة صعبة خالص. ما أعتقدش إن هي حاجة صعبة، أي حد عايز مخدرات هيعرف يجيبها، وده مش صح.
وده لازم نتكلم فيه بمنتهى الصراحه. خلونا نرحب بضيوفنا الكرام اللي منورنا، سياده اللواء سامح الكيلاني مساعد وزير الداخليه السابق، اهلا بحضرتك يا فندم. المستشار الاستاذ محمود البدوي المحامي بالنقد ورئيس الجمعيه المصريه لمساعده الاحداث وحقوق الانسان، اهلا بحضرتك. اهلا دكتور، منورنا. منورنا يا فندم. والدكتور عبد الرحمن حماد مدير وحده علاج الادمان السابق بمستشفى الصحه النفسيه وعلاج الادمان بالعباسيه، اهلا بحضرتك يا فندم. منورنا جميعا. دايما الكلام عن المخدرات على طول بيجي دور الداخليه، يعني عشان ده الجهاز المنوط بيه المكافحه والمحاربه. فانا من خبره حضرتك يا سياده اللواء عايز اعرف النهارده في 2018 بعد انتشار انواع كتيره بقى من المخدرات، ما بقاش الموضوع بودره وهيروين وكذا، بقت حتى حبوب عاديه وحاجات منتشره بين الناس. النهارده بتشوف الدوله على الصعيد الامني يعني ازاي بتواكب الانواع دي، وازاي بتواكب طرق بيعها وتجارتها وحتى استيرادها من الخارج او تصنيعها طبعا محليا يعني. طب احنا بس عايزين نبتدي نفصل المشكله اللي موجوده دي عليها. المشكله اللي موجوده حاليا انتشار مخدر الاستروكس والفودو اللي عمل شعبيه في الشارع كتير جدا، وعمل تداعيات موجوده خلت الاضواء كلها مسلطه على هذا المخدر. صحيح. طب ليه المخدر؟ نجاح أجهزة المكافحة في الحد من المخدرات الطبيعية ودخولها للبلد، أجهزة مكافحة العرض زي الإدارة مكافحة المخدرات، زي قوات حرس الحدود، زي أمن المواني، زي رجال الجمارك، قدروا يحدوا بشكل كبير جدا من المخدرات اللي داخلنا. يعني سواء كان من ناحية الصحراء الغربية قوات حرس الحدود وقوات المنطقة الشمالية الغربية العسكرية، ظبطت كميات كبيرة جدا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ظبط كميات كبيرة جدا من الحشيش. النهاردة الحشيش غليت أسعاره وبقى صعب جدا الحصول عليه. المخدرات الطبيعية زي الهيروين زي الأفيون زي الكلام ده كله بقى من الصعب. بيلجأ المهربين إلى استحداث أنواع جديدة من المخدرات. هذه المخدرات اقوى تاثيرا. معلش يعني حضرتك قصدك انه الداخليه مشدده على الحاجات اللي كانت بتيجي من بره، فبقوا تجار المخدرات بيستحدثوا انواع تانية جوه؟ حضرتك قصدك كده يعني؟ ده المعنى؟ ده المعنى. ان انا النهارده قدرنا نحد بحد كبير جدا من تهريب المخدرات ووجود المخدرات في الشارع. ابتدوا تجار مخدرات موجوده يا فندم في الشارع. لو سمحت لي حضرتك بس اكمل بس بعد اذن حضرتك الفكره. اتفضل يعني يا فندم. احنا بنتكلم عن مخدر موجود. هذا المخدر عباره عن ايه؟ عباره عن عشب بيترش عليه مواد كيميائيه. هذه المواد الكيميائيه بتدي تاثير اقوى 100 مره وارخص من المخدر الطبيعي الموجود، سواء كان البنجو او الحشيش. يعني الاستروكس او الفودو، زي الاستروكس هو الفودو هو واحد، هي مواد كيميائيه بيتحط عليها ماده متطايره زي الاتير او زي الاسيتون او زي الكحول، وتترش على عشب، العشب ده الدميانه او البردقوش، وبيتباع. التاثير بتاعه تاثير قوي جدا، وتاثير بيدي هلاوه سمعيه وبصريه. صحيح. وبيدي ركفه في الجسم. صحيح. وبيدي حاجات هم في انتقال لعالم تاني كده، ما تبقاش واقف على الارض مش مركز. في اقسام مختلفه عن بعض وتاثيراته مختلفه، ويمكن الدكتور عبد الرحمن هيتكلم فيها. صحيح. تاثير الاستروكس والفودو، وده تاثير اللي هو القنبيات اللي هو التتراهيدروكانابينول والمشتقات بتاعته، وده بيدي هلاوة سمعية وبصرية، وبيدي ركفة في الجسم، وبيدي ذهان في العقل، وبيدي شعور بالارتباك. في الفلاكة ده موضوع بتاع الكاسينون اللي هو موجود في نبات القات، وده من المخدرات المدمرة، وده اللي بيعمل عملية الزومبي زي الناس اللي بيجوا على الفيديوهات المنتشره في وسائل التواصل الاجتماعي، اللي هو بيقع في الارض وبيحاول يعض وبيحاول، وبيبقى عنده درجه حراره الجسم عاليه جدا، ارتفاع في ضربات سرعه ضربات القلب، ميول عدوانيه. الكيتامين النهارده بيتاخد الكيتامين وترش على الاعشاب الطبيعيه وبيستخدموه برضه في التعاطي. هذه المواد النهارده الاداره المركزيه للصيدله قدرت هي والاداره مكافحه المخدرات وشؤون الصيدله يدرجوا 16 ماده. 16 ماده؟ 16 ماده. هل تعرفي حضرتك ان مجموع المواد اللي موجوده حوالي 1500 ماده؟ 1500 ماده. هل تعرفي ان فيه ناس
عصابات تهريب في الصين موجودة، بتعرف انت ادركت ايه في مصر او في اي بلد في العالم، ويبتدوا يغيروا في التغيير الكيميائي بتاع الملح. يعني انت ادركتي 16 مادة. ده ايه العصابات دي؟ كويس؟ ده ايه الاجرام ده؟ بيلعب في التركيبة الكيميائية ويهرب لك حاجة جديدة لما تخش وتتظبط ما تبقاش مجرمة، انما تدي تأثير اقوى من التأثير الاولاني. اذا لابد من مواجهة تشريعية جديدة تخرج خارج الصندوق وتقدر تواجه الخطر اللي موجود. خلي بال حضرتك هذا الخطر مش موجود في مصر، هذا الخطر موجود في العالم. الفلاكة اكتر مكان منتشرة فيه في ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الامريكية، موجودة في الهند وباكستان وفي الصين. المخدرات جريمة عالمية ما هيش مرتبطة بمصر، انما جهود اجهزة مكافحة العرض خلت النهاردة اولا لما يتهرب كيلو مواد كيميائية ويتحط على 100 كيلو عشب يعمل 100 كيلو ستوكس او 100 كيلو فول. ما هو هيتهرب ازاي يا فندم؟ يعني مطارات مثلا؟ يتهرب في المطار يعني يا فندم؟ ده احنا لما بنيجي من بره بنتفتش تقريبا، يعني بيبقى مقربين نتفتش تفتيش ذاتي يا فندم. السؤال الشنط بتبص عليها وانت بتبص عليها، ودلوقتي بقينا بنقلع الاحذيه كمان، ما كانش السيستم ده موجود قبل كده، ودي حاجه كويسه ان احنا اتطورنا في التفتيش. تجديد التفتيش في المطارات في العالم كله منع تهريب المخدرات عن طريق المطارات؟ لا يمكن. الجريمه موجوده، يعني لا يمكن. ازاي يا فندم؟ مش اي ماده بيضاء اي حاجه مش بتظهر في الشنطه مش بيضاء حاجه بيحللوها؟ هيجيب الماده البيضاء هلاقي فرد واحد بس فاسد في المنظومه هحطها في الشنطه. لابد ان هناك وسائل عديده للتهريب، ووسائل مبتكره ووسائل مستحدثه في التهريب. اذا او الاتفاق مع ناس بتشتغل في المطارات او اي مكان. انما انت بتتكلمي لو كيلو فقط من المواد الكيميائيه دي اللي بتنتج نفس تاثير الحشيش او نفس تاثير التتراهيدروكنبنول او تاثير الفلاكه اللي هو الكاسينون اللي هو بتاع القات، واخد بال حضرتك، او تاثير الكتامين القات ده اللي هو موجود منه في اليمن كتير، الموجود منه في اليمن في الصومال وفي اثيوبيا. الكلام ده ينتج لحضرتك كتير جدا. المشكله انه هو رخيص في متناول اليد، ارخص وبيدي تأثير أقوى. ولذلك التأثيرات اللي بتحصل في الشارع في الشباب تأثيرات عنيفة جدا. والنهاردة المخدر برضو مرتبط بالحالة الاقتصادية لدى الأفراد. يعني الناس كانت بتلجأ للبنجو والحشيش موجود ليه؟ البنجو أرخص. فابتدوا النهاردة يلجأوا للستروكس والفودو لأنه أقوى وأسرع. طيب هنعرف برضو تأثيراتهم الصحية ايه بقى والخطر بتاعهم ايه. بس لما ترجعي حضرتك ان شاء الله هكلم حضرتك. احنا قدرنا يعني او رؤية وزارة الداخلية في مواجهة الموضوع ده تبقى ازاي. طيب سيادة المستشار، القوانين بقى المنظمة للعملية دي، يعني سيادة اللواء اكد وحضراتكم اعتقد متفقين على ده انه طبعا المخدرات طبعا دي جرائم عالمية، وزي ما سيادة اللواء قال مفيش دولة في العالم بتقدر بنسبة 100% تحكم عدم تهريب مخدرات لداخلها. احنا في مصر هنا موقفنا ايه بالظبط؟ محتاجين ايه؟ هل عندنا تشريعات الكافية؟ معاقبة تاجر المخدرات عقوبته ايه؟ اتفضل. طبعا انا بنضم لكتير من ما جاء في حديث معالي المساعد في فكرة ان احنا في جهود يعني كويسة جدا لوزارة الداخلية فيما يخص ضبط الجريمة. ولكن احنا عندنا متغير نوعي حاصل من 2011 لغايه النهارده، ما بقتش القصه تاجر المخدرات الكلاسيكي بتاع زمان اللي بيحط المخدرات في الكفن والبوليس يمسكه، لا. النهارده ابتدت الجريمه تتطور بشكل كبير جدا جدا، عندك متغير تاني، عندك ارهاب في بعض الاماكن، فبرضه بقى في لود كبير على وزاره الداخليه. ولكن فيما يخص فكره ان احنا اصبح عندنا بعض الشيء ضبط لايه؟ لعدد من انواع المخدرات اللي داخله مصر، خلى النهارده يبتدي تاجر المخدرات يبتدي يتفتق ذهنه عن حيل جديده. يعني خليني اقول لك، لغايه فتره قريبه شويه ما كانش في كان مثلا بيتمسك بمخدر الفودو او الاستروكس دوت، ما كانش النيابه ما كانش بيلاقي فيها مخدر،
ما كانش لسه مدرج، ما كانش مدرج على الجداول عندنا. سيادة اللي هو كان بيتكلم دلوقتي بيقول لك فيه وصلنا لاكثر من 1500 نوع. فبرضه زي ما احنا بنقول ان قاعد التاجر المخدرات قاعد كل يوم والتاني بيتطور ويغير ويطور حاجه جديده. فاصبح النهارده هو بيجيب اللي هو بعض الاعشاب البردقوش او كذا او كذا وبيحط عليها بعض المواد المتطايره و و و و ونلاقي. واعتقد في فيديو شهير جدا منتشر على السوشيال ميديا بيقول ان هم بيصنعوا الحاجه دي ازاي، حتى قال ان هو فيها حاجات تخص اللي هي قتل الفئران والحاجات الذكيه القوارض. وفي ناس كتير وفي ناس كتير جدا قضيه الاسبوع اللي فات في 6 كيلو ونص ستروكس. ما هو ده الفيديو ده مظبوط سمي فران. هو الستروكس هو البودو ولا ده هو ده والاثنين حبوب مش كده؟ لا مش لا 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 ده عشب وبيحطوا عليه حاجات. بيتاخد ازاي يعني بيتم تناوله ازاي؟ بيتحط على زي السجائر على التبغ والسجائر والحاجات دي بتشرب زي البانجو فده. طب ما ده لو اتعبى سجاير عاديه فعلا يبقى صعب قوي ان انا الاقيه. لا ده يعني بيموت. ده كمان في ناس كتير في حالات كتير لا صعب ان انا اكتشفه يعني. صعب ان الضابط يعرف انه فلان ده معاه ما هو سجاير، فهو هيعرف ازاي؟ لا لا ما هو بيبقى باين السجاره المسجون السجاره اللي هي العاديه يعني بتبقى باينه. او حتى الاسبوع اللي فات اداره المخدرات ضبط قضيه. هذه القضيه عباره عن عشب. انا هرجع على حاجه سم فران. المستشار يكمل بس سم فران صراصير. ايوه ايوه هي دي هي دي. اتفضل. فهي الفكره ان انت الازمه عندك دلوقتي مش في مجرد مش في فكره البناء الحمائي التشريعي. البناء الحمائي التشريعي متواجد، عندك عقوبات تصل الى حد الاعدام في حاله جلب المخدرات من الخارج. ولكن الفكره دلوقتي النهارده ان انت اصبح ومتعاطي المخدر النهارده وضع قانوني ايه؟ متعاطي المخدر دي جنايه طبعا يا فندم. يعني فيها احكام كتير جدا حسب الحاله وحسب الكميه بتتفاوت الامور. لكن طب هل القوانين متطوره بحيث انها تشمل الحاجات الجديده بقى دي؟ يعني القوانين اعتقد ان القوانين اصبحت الان وبانجو ده شيء كلاسيكي والهيروين والحاجات دي. لكن النهارده اصبح عندي متغير جديد زي ما قلنا الحاجات اللي هي الستروكس او الفودو او حتى اللي هو بيقولوا عليه الزومبي اللي كان احد الاشخاص كان جاوه كان في وقعه شهيره في المعادي وعض حد وعوره. ده كان جاي من احد البلدان الافريقيه وكان شاب من جنسيه افريقيه هو اللي عمل القصه دي. فالنهارده اصبح ده لما تعاطى المخدر ده حس ان هو يعني مش يعني عنده حاله هياج بقى راح عض حد وعوره حاجات زي كده. فالنهارده حتى كمان اللي هو فكره التطور اللي بيحصل في فكره التشريعات. انت النهارده كمان الـ 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 الانواع الجديده والمستحدثه اصبح ان انت عشان تلاحقيها من الناحيه التشريعيه اصبح ده امر مرهق ليكي. ولكن anyway احنا يعني ستيل ان احنا بنقول ان عندنا اداره مكافحه المخدرات شغاله بشكل كويس، القوانين شغاله بشكل كويس. وانا بكلمك وانا راجل بتاع قانون في المقام الاول في رايي شخص متواضع ان القانون لوحده لن يحدث الفارق. القانون لوحده مش هيخلي ان احنا النهارده عندنا فكره بنقول ان نسب تعاطي المخدرات ما بين طلبه المدارس وبين الطلبه الجامعيين ازدادت بمثلا بمقدار 2.7 مؤخرا. ده بيقول بيديني مؤشر خطير ان انا النهارده اصبح بدل ما كنت بتكلم زي ما كنت بتقولي على بعض الناس اللي هم بيتعاطوه علشان فكره ان هو هيخلي تركيزه اعلى وهو بيسوق او كذا او كذا، او حتى كمان بعض خدم المنازل ابتدوا ان هم ياخدوا الترامادول وياخدوا التامول والحاجات دي عشان تخليها تشتغل اكتر. فالنهارده اصبح بعض التسريبات تحصل من الطلبه لبعضيهم. انا عايز اسهر بالليل اذاكر، عايز اطبق عشان عندي امتحان الصبح. طب خد لك النص البرشمدين وسواق النقل زي ما كنا بنقول وسواق النقل او البعض منهم. واعتقد ان القرار ده برضو احد اشكال التطور التشريعي. القرار اللي صدر بمنع سير النقل داخل البلاد قبل الساعه 12 بالليل وبقى يشتغلوا على الاقليم الدولي. ده جه نتيجه ان شفنا طريق الساحل الشمالي وعدد طبعا في الفتره اللي فاتت عدد من الحوادث المروعه حصلت فيه. فده النهارده بيقول ان احنا فكره ان احنا بنقول ان احنا التطور التاريخي التطور التشريعي لمجابهه مثل هذه الجرائم المتطوره اي نعم ممكن يجي بطيء شويه ولكن احنا شغالين عليه او الدوله شغاله عليه. لكن كمان انا شايف ان المسار التوعوي اعتقد ان هو هيكون مهم جدا. وكمان ملاحظ ان للاسف الشديد اما بتيجي دوله بتشتغل كويس فيما يخص مجال التشريعات او حتى مجال ضبط ومكافحه الجريمه ومتعاطيها او حتى كمان وزاره الصحه وزاره الضمان الاجتماعي صندوق مكافحه وعلاج الادمان كل هذه الامور بيجي عندي حد تاني بيعمل خرق في هذا الجدار الحمائي الاقي مسلسل طالع بيقدم لي التاجر المخدرات او بيقدم لي الراجل اللي هو خارج على القانون ان هو الشخص الكويس جدا اللي بيبتدي في فتره صغيره جدا الجدع اللي بيحب اسرته حول منه الحسنوات وامه واقفه في البلكونه بتدعي له ويقول لها ادعي لي وبتحدف له قبله في الهواء عشان هو تاجر مخدرات. فده اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. انت عندك دوله بتحمي، عندك وزاره تضامن، عندك كذا، عندك وزاره عدل، عندك وزاره الداخليه، عندك مجتمع مدني، عندك اعلام واعي. بتيجي من الناحية التانية بيجي واحد بيهد الكلام ده في مسلسل قوامه 30 حلقة، 30 حلقة بيقول لي من خلالهم إن تاجر السلاح والمخدرات هو البرنس بتاع المجتمع ده كله، وهو راجل بيقدر يحقق كل نفوذه وعنده أوضة مليانة فلوس بيقعد ينام عليها وبيقول إن هو حقق كل أحلامه، لكن أنت بتيجي النهاردة بتديني الكبسولة في الآخر خالص إن هو مات؟
افتكر زمان الدراما زمان كانت بتتكلم على تقصير وترسيخ عدد من القيم المجتمعيه، بيطلع لي الراجل اللي هو تاجر المخدرات او الخارج على القانون لازم في الاول بيقول لي الراجل ده مساره هيكون ايه في النهايه، لازم بيقول لي ان دائما وابدا القيم الثابته في مجتمعنا من خير وحق وجمال وكذا وكذا هي اللي بتنتصر، العدل هو اللي بينتصر. ولكن في النهايه النهارده اصبحت الصوره معكوسه، اصبح النهارده ان انا بلاقي ان حتى اللي ما عندوش خبره، اللي ما عندوش خبره ان هو ازاي يعمل سيجاره المخدرات او يتعاطى بعض الانواع النهارده اصبح من الفيلم، اصبح الفيلم والمسلسل بيعرفوا ازاي يعمل دوت. يعني انا بشوف دايما كتير يا دكتور مشهد بتاع ليمونه، انا نفسي اعرف الليمونه دي بيعملوا ايه، حضرتك بتقول ايه؟ اه والله صح، الليمونه دي بتعمل ايه؟ انا نفسي افهم الليمونه بيعملوا بيها ايه. فتلاقي حاجات كتير النهارده اصبح ان انا عندي جهود دوله شغاله في مكان ومجتمع مدني شغال في مكان واعلام واعي شغال في مكان، وتلاقي النهارده بيطلع فكرة المخدرات في الأفراح الشعبية اللي بنشوفها، هيجي بعض الناس، وده كان مسار حديثي مع أحد المخرجين المشهورين جدا طبعا، ما سألته عن الموضوع ده قال أنا بجيب من الواقع، قلت له طب ما الواقع برضو يعني في حاجات كويسة، نعمل سبوت لايت على الحاجات الكويسة، ولكن فكري غير فكري غير فكري ده غير فكري ده، ربما الأرباح التجارية وحسابات رأس المال بتلعب بعض الدور في هذا الأمر، إن هو عارفين دلوقتي أصبح عنصر الجذب رايح لفين، بنجيب نماذج إيجابية. يعني حتى يمكن النموذج الايجابي طبعا المشرف بالنسبه لنا فخر العرب محمد صلاح، اما عملوا الحمله بتاعه المخدرات صحيح. اظن ان هي لم يتم استخدامها بشكل جيد، ولم يتم الترويج لها بشكل جيد، ولكن هي خطوه على الطريق، اتمنى ان هي تكون في المستقبل افضل باذن الله. دكتور قبل بس ندخل في تفاصيل متعلقة بمراكز الإدمان الغير مرخصة والدولة المفروض تتعامل معاها إزاي، والمواطن تنصحه أنه لما لو مواطن جاد فعلا عايز يتخلص من الإدمان يروح فين ويعمل إيه؟ سؤال، المخدرات اللي احنا ذكرناها دي كلها التركيبة الكولكشن دي النهاردة الشاب زي ما سيادة المستشار قال نقطة مهمة جدا، بيتخيل أنه لما ياخد قرص هيعرف يسهر بالليل ويذاكر، بيتخيل أنه لما ياخد قرص هيطلع على الطريق يسوق 10 ساعات وهو فايق ومركز، مع أنه طبعا بيحصل عنده لخبطة في تقدير المسافات وحاجات تانية كتير. ازاي نعمل توعية حقيقية بخطورة المخدرات دي، وانه عمر ما هيبقى قرص المخدر ده ما هيبقى فيه اي فايدة ليك، بالعكس كله ضرر. طيب قبل ما اتكلم على التوعية في دقيقة واحدة بس هقول، لغاية 2007 كنا بنتكلم على حاجة اسمها المخدرات التقليدية، الحشيش والبانجو والحاجات دي. من 2007 حصلت ثورة ما يطلق عليها المخدرات المصنعة او السينثيتك دراجز. من 2007 لغايه 2017 تقرير المخدرات العالمي بيقول عندنا 830 ماده تقريبا بمعدل ماده كل اسبوع. يعني 1500 ولا 830؟ دي المواد الفعاله اللي سياده اللواء بيتكلم عليها، المواد الفعاله اللي موجوده جوه المواد دي، لكن المواد المكتشفه اللي زي مسميات السبايسي او الستروكس او الفودو او فلاكا والحاجات دي، الماده المتكامله دكتور قصده على الماده المتكامله، في مشتقات انا بتكلم على المشتقات دي، المواد الفعاله المشتق بالظبط كده، انما الدكتور حضرتك بتتكلم على الماده الفعاله نفسها. انا بتكلم على الاملاح التي تؤدي بتركيبها مع بعض تؤدي الى ماده تمام. زي الدكتور ما بيقول تامول وترامادول اتنين حاجه واحده، لكن ده شركه وده شركه. طيب ده معناه ايه؟ اولا المخدرات التقليديه اجهزه الرصد عارفاها، اجهزه التصوير عارفاها، احنا كدكاتره عارفين التاثيرات السلبيه بتاعتها، فلما بيجي لي مريض يتعالج منها متوقع ايه الاعراض الجانبيه او ايه اعراض الانسحاب بتاعتها. المخدرات دي لا، اجهزه الرصد عارفاها، العصابات الاجرام بتسبق بخطوه، فكل ما اجهزه المكافحه كل ما اجهزه الرصد كل ما احنا نتعرف على ماده هيكون هو سبب بماده جديده. اذا هو تحدي عالمي، تحدي مرتبط بالتكنولوجيا، مرتبط بالدارك نت، مرتبط بالثوره التكنولوجيه في العالم كله. بالنسبه للتوعيه هم بيتكلموا على حاجه حديثه دلوقتي، بيتكلموا على حاجه اسمها عوامل الحمايه وعوامل الخطوره. عوامل الحمايه او البروتكتيف فاكتورز مجموعه من العوامل، لو توفرت الناس مش هتاخد مخدرات، مش مخدرات بس، ولا حتى تلتحق مثلا ولا مخدرات كده كل ولا اي بيتقال عليها العقل. كل بالظبط كده، مش مذهبات العقل بس، ده كل اللي بيسموها التصرفات الريسكي او ريسك بيهيفيرز الخطيره. بالظبط. عوامل الخطوره اللي هي كل العوامل اللي بتخلي الناس ممكن تقرب اكتر او ممكن ترتكب هذه الافعال، من اول التدخين مرورا بالمخدرات لغايه الجنس المبكر لغايه العلاقات الجنسيه المفتوحه او كده. كلما زادت عوامل الحمايه كلما كان الناس بامان وابعد. ايه عوامل الحمايه؟ لسه هوضحها، انا بشرح اسمها الاول وهوضح انواعها ايه طبعاً. عوامل الخطوره، كلما زادت عوامل الخطوره كلما كان امكانيه ان يرتكب سلوك خطير ومنه التدخين او تعاطي المخدرات اكتر. بمعنى
يعني دلوقتي عندي عوامل حمايه دي اللي تحميني من السلوكيات السيئه الخطره بصفه عامه الخاطئه اللي حضرتك ذكرتها تمام. وعندي عوامل الخطوره بالزبط. المعدل بتاعها كل ما زاد بالزبط. يبقى اتجاهي او قربي من السلوكيات دي اكتر. هايل قوي. ايه زي ايه عوامل الخطوره؟ وجود اب مدمن في العيله ده اكبر عامل خطوره. ودايما غالبا لما بيبقى في اب مدخن في العيله بتلاقي حد من الاطفال لازم يكون مدخن بالزبط. حد من توفر مخدرات في السوق بالظبط. توفر مخدرات في السوق وفي سهوله ان انا اجيب مخدر ده عامل خطوره. الاعمال الدراميه اللي بتمجد لبطل اللي هو تاجر المخدرات وبتقدمه ان هو نموذج للمجتمع ده عامل خطوره. طب ايه عوامل الحمايه؟ معلش ممكن سؤال بس في عامل الخطوره الثالث ده؟ تمام. يعني دلوقتي وانا محرك على الهوا وبنتكلم انه الاستروكس والفودو والحاجات دي بتذهب العقل وبتخلي الواحد في وادي تاني وعالم تاني، هل انا كده بشجع الشاب اللي قاعد بيتفرج عليا انه يروح يجرب؟ خالص لا خالص إيه؟ خالص لا خالص. انت بتوعي الاعمال الدراميه بالعكس ده عامل حمايه. الاعلام الهادف اللي بيناقش المشكله بموضوعيه ده بالعكس ده عامل حمايه. بالمقابل الاعمال الدراميه اللي العمل الدرامي هيجيب الممثل بياخد المخدر وفي لحظه نشوه كده وانبساط، بس في المشهد اللي بعده على طول راح قتل حد للحقيقة، راح سرق حد تمام، نزل الشارع سائق العربيه موت حد تمام. هيوري برضو الناس اللي للحقيقه هو قعد 30 حلقه بيرسم سيناريو محبوب جدا بيوصل صوره النجم الاوحد او النجم المحبوب، وهو المشاهد بيتابعه اثناء الاكشن واثناء الحركه واثناء الاحداث، فهيكون انفعل معاه خلاص وهيكون سيطر على كل جوارحه وسيطر على كل حاجه. ده المشاهد اللي ما بيشوفش الحلقه الاخيره بالظبط من الاخر كده، يعني جزاؤه جه متاخر قوي. أيوه. فضلنا طول المسلسل بنشوف امجاده وجزاؤه بقى جه متاخر قوي. الحقيقه في دراسات حقيقيه بتقول الكلام ده، يعني في دراسات معموله عندنا في مصر بتقول ان الاعمال الدراميه بتؤثر او ادت الى زياده وانتشار ثقافه تعاطي المخدرات. بلاش من 15 20 سنه كان في ممثل امريكي مشهور جون ترافولتا، فكان بيتكلموا عليه ان كان مشهور في بعض افلامه وحتى في حياته العامه ان بيدخن ماريوانا، فكانوا بيحذروا هناك منه ومن خطورة ده على الشباب. ليه؟ لأن المراهقين معجبين بشخصيته طبعاً. فبالتالي هيقلدوه. مين ما يحبش جون ترافولتا؟ يعني بالتأكيد آيكون بالنسبة لناس كتير. فلما هو بيدخل ماريوانا بوب مارلي بوب مارلي ده أشهر واحد ده حقيقي. كان بيطلع الحفلات بوب مارلي مش ده اللي غنى نو ومن نو كراي؟ طيب ده بالنسبة اقتبسنا أنا آسف يا دكتور اقتبسنا المشاهد بتاعته بتاع تدخين المخدرات في أحد الأفلام المشهورة هنا الكوميدية برضه بنفس الكاركتر كان عامله الله يرحمه، كان مسلسل اسمه الحرب العالميه الثالثه او حاجه زي كده. خدنا نفس الكاركتر وعملناه بنفس الشكل برضو بتاعت قاعده التدخين دي برضو. تمام. طيب عوامل الحمايه بيقولوا اهم عامل حمايه، اهم عامل حمايه دلوقتي في الاسره. عاده الاطفال الصغيرين مرتبطين بالاسره. دراسه امريكيه حديثه بتقول تحدث لابنائك عن المخدرات، مش قول لهم يعني المخدرات واسمائها، لا انت تكلم معاه صاحبه، دير حوار معاه، قرب منه، شاركه الاهتمامات، اعرف اصحابه، اعرف بيروح فين، بيجي منين. تدخل الاسره مبكرا في تربيه ابنائها، وجود الاب جوه الاسره، متابعه الاسره لاولادها، ان الولد يمارس رياضه من هو صغير، ان الاسره تتابع ابنائها، ده اكبر عامل حمايه. في عوامل حمايه ثانيه موجوده في المستشفى، في المدرسه، في عامل حمايه ثاني موجوده في الجامعه، لما نقول جامعه خاليه من المخدرات، مدرسه خاليه من المخدرات، وعندي بوليسيز او سياسات واضحه بتحارب وجود المخدرات. بزعل قوي لما الاقي في الجامعه أي طالب بيدخن. ده حقيقي. انا بزعل قوي والله، بحس انه الحرم المكان ده ملوش يعني ما ينفعش يبقى فيه تدخين. على مستوى المجتمع، وجود منظمات المجتمع المدني، وجود تكافل، وجود مؤسسات بتساعد في الكلام ده، وجود اعلام هادف بيساعد في حل المشكله، دي كلها بروتكتيف فاكتورز او عوامل حمايه تقي الناس من الوقوع في المشكله. طيب كان في سؤال انا كنت قلته لحضرتك في البدايه، وحضرتك قلت لي هشرحه بس هرد بس هشرح الاول عوامل الحمايه والخطوره. طيب اذا هدفنا ان احنا نزود عوامل الحمايه على قد ما نقدر. خطر بقى انا دلوقتي كان السؤال عن خطر بقى المخدرات دي. طيب تقرير المخدرات العالمي الاخير بيقول ايه؟ ان مخاطر غير متوقعه. بمعنى ايه؟ الحشيش، الهيروين، الكوكايين، انا عارف المخاطر بتاعته وعارف التاثيرات الصحيه والتاثيرات النفسيه بتاعته. الكوكايين دايما يقولوا ان هو مخدر الاغنياء. بالظبط. لسه سيادة اللي كنا بنتكلم قبل الهوا. صحيح. طيب بالنسبة للمخدرات الجديدة مخدر المشاهير، المخدرات الجديدة أو المخدرات المخلقة أو المصنعة، إيه مشكلتها؟ مخاطر غير متوقعة. بمعنى إيه؟ دلوقتي القنابيات المصنعة زي الاستروكس والفودو بتعمل تشنجات، بس مش فاهمين بتعمل تشنجات ليه؟
كنا فاهمين الترامادول بيعمل تشنجات، بس دي بتعمل تشنجات ليه؟ طب بتعمل مشاكل على القلب، بتعمل نوبات ذهان حاده جدا ممكن تحصل من الجرعات الاولانيه، ممكن تعمل سلوك عنيف، ممكن تعمل سلوك مثلا افكار انتحاريه، كلها دي مخاطر غير متوقعه. اكتر من كده انها ممكن تؤدي الى مثلا حالات تسمم كثيره جدا، او الاحتياج مثلا لمثلا غرف رعايه مركزه، او ان يحصل له مثلا اوفر دوز منها او كده، كلها دي مخاطر غير متوقعه وما كانتش في الحسبان. عشان كده في مشكله بتواجهنا احنا الناس اللي بتعالج، ان احنا مش عارفين ايه المخاطر اللي مترتبه على المشكله دي او على المخدرات دي. فالمريض هو جايني ببقى مش عارف ايه الحاجات اللي انا هشوفها وانا بعالج المريض، او ببقى عامل حسابي ان ممكن المريض ده يدخل في اوفر دوز، ممكن يكون محتاج رعايه مركزه، ممكن المريض ده يحصل له متاعب صحيه، يحصل له فشل كلوي، يحصل له مشكله كبيره في القلب، ما بقاش عارف المخاطر. طب والشباب اللي بتشوف بعضها بتاخد ترامادول وبتاخد الحاجات دي بيحصل لهاش حاجه، فالموضوع بالنسبه لها مش، هل ده كافي ان هو لما يشوف حد بيموت بالمخدرات؟ كان عندي مريض بساله، مش فاهم افهمه ازاي بقى يا فندم؟ اتفضل. مريض بساله، كان عندي مريض بساله تعرف كام واحد من اصحابك جاله اوفر دوز او مات بالمخدرات؟ يقول لي 45 واحد. بقول له دول سمعت عنهم ولا دايره قريبه منك؟ قال لي دايره قريبه مني، يعني اعرف فلان وفلان وفلان، 45 واحد. اذا ما اتعظش ولا ساب المخدرات لما عرف ان فلان مات ليه؟ هو فقد السيطره على الماده. حله ايه في العلاج؟ انه يروح يتعالج، مش حله ان اتكلم معاه. حتى فكرة ان محمد صلاح يقول له بطل مخدرات مش هيأثر فيه، لا ده حله ان يتم اقناعه ان يروح يتعالج. محمد صلاح هيأثر في اللي لسه بيجرب سيجارة حشيش، في اللي لسه مثلا بيتعلم. دي نقطة مهمة جدا يا فندم. لكن مش هيأثر في واحد مدمن فقد السيطرة على المادة، واحد خلاص المادة كل همه، سايب بيته وسايب أسرته. اللي بيشرب سجاير عادية بطلوع الروح عشان يعرف يبطلها. ما بالنا بمادة كيميائية بتدخل الجسم ده خلاص بتتمكن منه. ده حقيقي. ده حقيقي. يعني اللي يوصل لمرحلة انه يقدر مش بس يضرب ولا يأذي، انه يقدر يقتل امه او ابوه عشان ياخد 50 جنيه ولا 100 جنيه يروح يشتري بيهم المخدر ده، خلاص ده انسان مش موجود في الدنيا، فقد السيطرة على نفسه. واعتقد شفنا حوادث كتيرة زي كده، زيادة في معدل الجرائم. جزار ده بحملته في العيد ده، ده حقيقي. واخد ستروكس، ده حقيقي. يا ساتر، واخد ستروكس وقتل مراته؟ اه ده بحملته في العيد اللي فات ده. يا ساتر. يعني دلوقتي حتى نوعيه الجرائم بقت بشعه، بنرصد كتير من الجرائم ليها تعلق بالمخدرات. صحيح. كتير من الجرائم وبالذات الجرائم العائليه. وبالذات المشاكل كتيره، بنشوف حوادث كتيره فعلا تفوق السرد، حد قتل ابوه، قتل اخوه، قتل امه، قتل مراته. نوعيه الجرائم بقت بشعه يا فندم فعلا. طيب قبل ما اتكلم برضو مع حضرتك على مراكز الادمان الخاصه، برضو عايزه اشرك حضراتكم في موضوع. في كل فتره احنا عارفين انه بيبقى في استحداث لادويه كتيره، وكان من كام شهر فاتوا حديث عن دواء الليريكا ده، مش دعايه ليه، ده العالم كله اتكلم عنه يعني، وانه برضو الدوزز العاليه منه بتؤدي لخمول في الاطراف ومش عارف ايه وكده، واتقال كلام انه هينزل الجدول. تمام. انا الحديث ده حصل بيني وبين صديق ليا صيدلي. تمام. بنتكلم على الدواء ده تحديدا. تمام. وانا اذكر انه قال لي الكلام ده من حوالي 6-7 شهور فاتوا، قال لي انا ببقى حزين لما بلاقي شاب مراهق 13-14-15 سنه داخل لي الصيدليه وبيطلب ليريكا، وانا عارف انه مدمنه. يعني انا عارف ان انا هديهوله هيروح ياخد منه كذا قرص فهيبقى مهلوس وبتاع، بس انا مش قادر اقوله لا مش عندي، لانه ما عنديش قانون يمنعني ان انا ابيعه. فكره التعامل مع المستحدث اول باول، وان انا يبقى عندي التطور ده على طول، لجنه طبيه وزاره صحه وزارات معنيه تقول الدواء ده لازم ينزل جدول بسرعه. الزانكس ما نزلش جدول او نزل، معرفش نزل جدول، هو مش موجود اصلا في مصر يعني. بس في مهدئات كتير قوي، يعني كل الكلام ده يا فندم ازاي نتعامل معاه؟ طب تيجي اقول لك، ما تيجي اقول لك على حاجه تاني. اتفضل. هو ايه اللي عرف محمود ولا سين ولا صاد من اي حد ملوش اي علاقه بالمجال الطبي؟ ايه اللي عرفه ان مثلا كان زمان، تفتكر حضرتك كان في حاجه طلعت اسمها السومادريل؟ السومادريل ده برضو انتشر في فترة. تفتكر زمان حضرتك كان في قطره اللي هي البروزولين اللي احنا عارفينها، كان في بروزولين سين كوكايين الحمراء اللي كانوا بيجيبوها ويشربوها، التوسيفان وال اسمه ايه، التوسيفان، وكان في اكتر من حاجه. ايه اللي عرفنا انا؟ خدي بالك برضو يا دكتور، ان هنا تجارب، ان هنا احد الاشكال في اختراق المنظومه دي كلها عضو فاسد في صيدليه، ودول ياما اكترهم واتمسكوا كتير. بس هو في نقطه عنده الكميه بتاعه المخدرات بتاعته اللي هي المفروض بيبقى عليها اشراف، بيقدر بطريقه او باخرى بيبيعها للمتعاطين. فابتدى النهارده بيقول ان انا مثلا النهارده لو انا عملت هايلايت على
التوسيفان ولا البرونكولاز، كمان كان زمان البرونكولاز وكان ب 3 جنيه و15 قرش. كل الحاجات دي اللي كانت مشهوره جدا، مين اللي بيعرف الناس المتعاطين الاثر الطبي بتاعها، ومين بيعرفوا التاثير الكيميائي بتاعها على الحاله المزاجيه للمتعاطي؟ انا ما اعرفش. انا اول مره اسمع من حضرتك النهارده على الليريكا دي. اول مره اسمع عنها. انت حضرتك مين اللي عرفك وعرفني؟ حضرتك بتتكلمي. انا عندي حد النهارده صحيح. اخترق هذا الجدار الحمائي وابتدى يعرف كل شويه طمعا في مكسب سريع وطمعا في مال حرام. ابتدى النهارده كل ما يحصل ايه، نيجي النهارده مثلا ادرجوا حاجه معينه يقول لك لا، طب خد بالك ان دوت نفس الاثر الفارماكولوجي بتاعه او نفس الماده الفعاله بتاخدها من هنا هتلاقيها في العلاج التاني اللي لسه الشرطه حتى ما تسمعش عنه حاجه. ده اللي احنا بنتكلم فيه. صحيح. فضبط الصوره كلها زي ما قلت لحضرتك في حديث السابق لن يتاتى ولن يحصل بتعديلات تشريعيه، يا مكتر تشريعاتنا احنا بالنسبه لنا احنا كمصريين، يا مكتر تشريعاتنا. طب ما انا عندي مثلا قانون والصيادله المفروض عندهم قسم، انا ما اعرفش الصيادله عندهم قسم ولا لا، بس يعني ايه يعني في قانون بيلتزموا بيه وفي اشراف. بس الموضوع له رؤيه ثانيه يا فندم. انا بتكلم يا فندم انه كل محور بنتكلم عليه الاطباء، الصيادله، لو سمحتي لي حضرتك، كل محور محصن. الصيادله مش الصيادله مش مشكله الصيادله ولا مشكله اي حد، في اساءه لاستخدام العقار الطبيه. ده عقار طبي موجود، الاتروبين، قطره الاتروبين، قطره عين، قطره العين، الكتامين المخدر بتاع الحيوانات. انت يعني هناك النوبين، حقن الطلق كانوا بياخدوها المدمنين. الترامادول اساسا ده دواء، الهيدروكلورين الترامادول ملح، ده دواء. كان زمان في دواء اسمه ترامال للالام الروماتيزميه، ده كان موجود وطول عمره موجود، واخد بال حضرتك. المدمنين الهيروين نتيجه اعراض الانسحاب لقوا انه لما ياخدوا الكلام ده في الثمانينات، يعني حضرتك وانا بتكلم، وانا في الثمانينات كانوا ابتدوا المدمنين يعرفوا ان اللبوس الاخضر بتاع الترامادول ده لما يقطعوه يحطوه على الشاي ويدوبوه وبعض القطرات كمان يعملوا اعراض الانسحاب، يقللوا اعراض الانسحاب عليهم لانه بيمسك الجسم اعراض الانسحاب طبعا. طب ده انا لسه بيقولوا كمان في قطره بتتحط المفروض بتوسع حدقه العين، ما هي ده بقوا بيحطوا عليها اعشاب. ما هو ده يا فندم، ما هو الاتروبين ده اللي بيتعمل منه، بيحطوا عليها بودره. ما هو ده اللي بيتعمل منه الاستروكسون وبياخدوها حقن، والكتامين ده برضه. ما هو ده اللي بيتعمل منه الاستروكسون الفودو، ما هو ده الاتروبين. هذه هنلاحق على ايه ولا على ايه يا سياده اللواء؟ والله هناك هنلاحق على ايه ولا هناك على إيه؟ نص تشريعي. الاداره العامه لمكافحه المخدرات ابتدت تدرس القصه دي. القصه دي النهارده احنا الناس بيعملوا ايه؟ عصابات التهريب بتيجي تشوف التركيب الكيميائي، التركيب الثلاثي بتاع الذره بتاعه الملح، واخد بال حضرتك؟ وتبتدي تلعب في هذا التركيب وتجيب لحضرتك ماده هي نفس الماده بس باسم جديد وبتركيبه كيميائيه جديده مش مدرجه على الجدول عند حضرتك. فلما تيجي تتظبط ما تبقاش مجرمه. كويس. احنا بنقول ان احنا نجحنا في ان احنا هنعمل 16 ماده في خلال سنتين. المواد النهارده يا اكتر المواد زي ما بقول لحضرتك ممكن تصل ل 1500 تطور مش طبيعي. 1500 ماده. انت تقدر تواجه هذا الكلام ازاي؟ هناك عرض من الاداره ممكن في المخدرات ووزاره الداخليه على مجلس الدوله عارضين مشروع بقانون حاليا بانه اي ماده ما هياش مدرجه في الجداول الملحقه بقانون المخدرات من شانها الاضرار بالعقل او الاضرار بالصحه العامه تمام ظبطها يؤدي الى جريمه يتعاقب الحيز بتاعها. بمعنى انه اي ماده، موجوده بالفعل، اي ماده كيميائيه، اي ماده هو بيتكلم الماده دي في القانون موجوده بالفعل يا فندم؟ لا ده مقترح يا فندم، ده مقترح بيدرس. ده بيعمل ايه؟ حضرتك عارف يا فندم انا سمعت المقترح ده من ساعه ما بدا موضوع الليريكا ده، يعني من 8 9 شهور فاتوا. بنمشي ببطء قوي يا سياده اللي هو في الحاجات دي. لا ده مش بصراحة. خلي بال حضرتك احنا عشان عند حضرتك علم، بلاش يعني بلاش موضوع جلد الذات. احنا اكتر دوله فيها تشريعات واكتر دوله فيها تشريعات تواجه المهربين والمتعاطين، وعندنا كم من التشريعات. الدكتور رؤوف عبيد زمان وانا صغير في كان يقول ليس العبره بتشديد العقوبه ولكن العبره بتنفيذ العقوبه وتطبيق. صح. صح. ان العبره مش ان انا اجيب اعدام للمهرب، وخلي بال حضرتك القاضي نفسه بيتحرج انه يدي مهرب يديله اعدام. فانت بتدي له اعدام، طب ما هو لما خد 25 سنه او خد 20 سنه او خد 15 سنه كانك اعدمته خلاص، كانك اعدمته وعزلته عن المجتمع، فحميت المجتمع من ضرره. اذا احنا كمان عايز اقول ان احنا بنواجه تحديات كتير جدا. دي تحديات منتج جديد خالص منتشر في العالم كله. ازاي تقدر، خلي بال حضرتك احنا سباقين في هذا الموضوع،
ان احنا نقدر نقول ان هناك اي مادة كيميائية تضر العقل تذهب بالعقل او تضر الصحة العامة من شأنها الاضرار ما تبقاش مدرجة في الجداول يتعاقب شأن وشأن المواد المدرجة. تمام. واخد بال حضرتك؟ تمام. فانت الالف بتنطي قفزة قدام ال 1500 ان شاء الله يبقوا 2000 2000 مادة. هذه المواد طالما اتقدمت بقصد التعاطي او بقصد التجار علشان تأثر على العقل او تأثر على الصحة العامة تمام يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنين او ما تقلش عن سنة ليها اقتراح بعقوبة معينة. اذا احنا بنستحدث نص تشريعي هذا النص لو حصل. والحقيقة الدكتور نبيل عبد المقصود كان معايا في برنامج من فترة وهو برضو قال انه احنا لابد ان احنا نخرج برة الصندوق. الحقيقة الادارة كانت سباقة في انها تشوف الموضوع ده ولقيتهم فعلا هم قدموا مشروع للوزارة والوزارة عرض وزارة الداخلية عرضت على المجلس الدولة علشان نطلع نص تشريعي بهذا الكلام. احنا بنواجه موضوع العالم كله مش مصر مش مصر هي لوحدها العالم كله المخدرات الكيميكال الجديدة دي احنا كنا بنتكلم انا والدكتور قبل ما نخش على الهواء عن الميسا فيتامين والام فيتامينات والميسا ديكس ام فيتامين. انت عند حضرتك فوق 800 مادة مخدرة على مستوى العالم مخدرات كتير جدا. طيب ازاي نقدر نتجاوزها ونقدر ننط قدامها؟ هو ده الموضوع. طيب سيادة المستشار انا في نقطة بس انا عايز اتكلم عليها كمان بإضافة اللي قاله سيادة المساعد فيما يخص فكرة ما يتم استحداثه من سواء من تشريعات وتبقى آلية التنفيذ هي الـ هي الـ هي الإشكالية الكبرى. تطبيق ان انا ازاي ان انا احقق الحلم اللي هو جه بين دفتي الكتاب او اللي بتقول عليه المادة التشريعية اخليه واقع ملموس ينعكس ايجابا على المجتمع. لكن عجبني جدا جدا ما تناوله معالي الدكتور اما اتكلم على دور الأسرة. انا دايما يمكن عندنا ما بنقول حتى في مجال شغلنا في مجال حمايه الاطفال والكلام ده بنقول ان الاسره هي خط الدفاع الحمائي الاول عن صحيح. الطفل. فكره ان انت ازاي النهارده بتصاحب ابنك او بنتك ازاي ان انت النهارده بتخلق قناه اتصال وتواصل معاهم على المستوى الانساني ازاي النهارده انت بتعزز لديهم القيم الايجابيه زي ما حضرتك قلت في الانترو بتاعك ما ينفعش ان انا ببقى بشرب سجاير واجي الاقي ابني ماسك علبه سجاير واقول انت ماسكها ليه يا حبيبي. صحيح. طب ما انا هنا بقدم النموذج السلبي. اضيف الى ذلك طبعا اتكلمنا عليه فيما يخص فكره السبوت لايت بيتعمل اكتر او هايلايت بيتعمل اكتر على فكره الولد اللي هو مفتول العضلات بتاع المخدرات واجي مثلا الاقي طرح تاني كان محترم جدا في اغنيه مشهوره اسمها قطر الحياه تتكلم على الولد اللي تعاطى مخدرات وابتدى يسرق وابتدى عاملها احمد مكي تقريبا عبقريه عبقريه جدا هيلة جدا هيلة صح. ما بشوفهاش بتذاع كتير للاسف مش عارفه والله احنا عندنا يا شباب ما هي عشان نقدر ننزلها عشان علشان نجدها. علشان هي بتقول الناس عيب ما تعملوش مخدرات الناحيه الثانيه كمان فكره اللي هو زياده مساحه الوعي المجتمعي بفكرة المخدرات وخطورة المخدرات على الصحة العامة وخطورة المخدرات مش بس كمان ان هي بتأذي سين او صاد من الناس لا دي كمان ده انت بتتكلمي على تدمير اقتصاد بلد النهاردة اما بيكون عندي شعب واعي ولا يكون عندي شعب يعني مغيب. فالنهاردة الفكرة دي انا شايف ان هي فكرة هي حرب كبيرة جدا على المستوى العالمي مش بس بنتكلم ان هي في مصر او دولة كذا او دولة كذا لا الموضوع اكبر من كده حرب مصالح وتطاحن ما بين مصلحتين كبار جدا جدا عندك اللي هي العصابات الكبرى والمنظمة يمكن احنا شفنا في كتير من الافلام اتناولت كيفية تهريب المخدرات حتى داخل الجسم. انا كنت في زيارة احد المرات مع قطاع حقوق الانسان في وزارة الداخلية لمنطقة السجون المركزية في طره فدخلونا حاجة هناك اسمه المتحف او حاجة زي كده في بقى اللي هو التطور يعني شكل الزنازين والعقوبات والكلام ده في متحف بتاع المصادرات نفسي تروحي مره وتصوري عند ايه متحف المصادرات ده يا فندم اللي هم حضرتك انا رايح ازور مثلا حد قريبي فانا بهرب له مخدرات فصدروها منك انا شفت نماذج انا عندي انا ممكن ابقى ابعتها انا عندي نماذج ممكن ابقى ابعتها للزملاء وصور من المعرض إيه أكتر ده حاجة إيه أكتر انا شفت مهربين داخل القران مفرغين سياده اللواء انا شفت كيكه معموله بالترامادول او التامول كيكه واحد بودي كيكه دي فيها حاجه مخلوط بيها شفت اللي هو اللانشون مقفول محطوط جوه منه اللمبه الموفره مفتوحه عفوا الشباشب متفرغه ومحطوطه حاجات ثمره اللب وسائل تخيلي اللب اللبايه اللي هي طب وده وصلوا ازاي لجوه اللب اللبايه اللي بيسموها السوري دي بتتفك اتنين ويتحط جوه منها الحبايه وتتقفل لا في حاجات مش طبيعيه حاجات مش طبيعيه استغفر الله العظيم لدرجه ان انا احط جوه المصحف مخدرات عشان والله ده موجود ده متحف هناك موجود بيقول الناس الكنتالوب
ثمره الكنتالوب بتتفتح وتتحط وتتقفل تاني. السعوديه ظابطين ازاي ما بتتقفل تاني؟ انا ما اعرفش ده هم اولاد حلال. السعوديه ظابطين شحن البصل. السعوديه ظابطين شحن البصل. شحن البصل فيها مخدرات. فيها مخدرات. حجاره اتظبطت في ليبيا. حجاره بلوكات حجاره فيها مخدرات. لا واساس كان جاي من بره. اساس زي دوت بتفرق. بس عايز اقول تحيه لاداره الداخليه. لا هم لا بجد. لا 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 المصادرات اللي حضرتك حكيت عليها دي لا والله العظيم شفتها. تعالي حضرتك اداره المخدرات فيها متحف للحاجات اللي بتتظبط عندنا. طيب ما هو لسه بيتكلم عليها وسائل التهريب. ده موجود في السجون. ده في السجن. ده بيتكلم عن المساجين اللي هو ان الاهليه بتهرب بيتهرب للاهليه. دي حاجات بسيطة. بتهرب ليه؟ لأهلية المسجون اللي هو أهله يعني. أيوة. بتهرب للمسجون اللي جوه. اه ده اللي حضرتك قلته. برضه عشان هو برضه مش ده اللي حضرتك قلته؟ ده المتحف الحقيقي. التعامل جوه برضه بيبقى بالسجاير أو بالمخدرات، فهو لازم يبقى ليدنج جوه بالمخدرات، فلازم بيهربوا له أهله أو حتى كمان هو عشان يعني يعلي دماغه بقى ويظبط حاله. ظابطين أنا فاكر إحنا كنا ظبطنا قضية في المخدرات من حوالي 10 سنين. ولد هولندي جاي لابس بلق 56 كبسولة. بلا في بطنه 56 كبسولة فيها كوكايين. عشان لما يجي مصر هنا يعمل عملية يفتحوا له بطنه وياخدوا. لا 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 يا فندم. هو بياخد مع الإخراج العادي. مع الإخراج العادي بينزلهم. يعني عايز أقول لحضرتك إن التهريب ده مجاله كبير جدا. طب ده كان لسه عايش ازاي؟ لا والمنسوجات. ده انا اقول لك على حاجه احلى. لا معلش سؤال بس، هو ده سؤال الدكتور بقى، ازاي عايش وهو بالع 56 كبسوله ايه هيروين؟ هو واخدها يعني متغلفها جوه حاجه بحيث مفعولها، يعني هي مش هتشتغل، هتبقى خامله جوه جسمه، فهو بالعها مش هتشتغل، وبعد كده هياخد اي حاجه عشان ينزلها مع الاخراج ويطلعها بقى. طب وده طب سؤال، وده اتقبض عليه ازاي؟ ما هي الحاجات جوه بطنه. لا من المعلومات دي معلومات. معلومات. مفيش جهاز بيبين اللي جوه البطن. بس احنا مش الدرجه دي. احنا خدناه مستشفى اليوبلس وعملنا له اشعه واخد بال حضرتك عشان نعرف ان في حاجه في بطنه وابتدينا نطلعها. يا نهار ابيض. يعني وهو لغايه ما وصلنا المستشفى وهو يا نهار ابيض حاجه زي فوق حاجه زي وده من 10 سنين حضرتك بتقول؟ من 10 سنين القصه دي؟ يا دكتور ابتدوا يجيبوا حاجه مثلا زي الفوطه منسوجات وتتحط في الماده المخدره مذابه في حاجه معينه وتمتصها الهيروين وتنشف خالص وتتشال تتحط في شنطتي او في شنطتك واجي هنا برضو استخرجها بنفس الطريقه. الفوط تتذوب في الميه وتتجفف. لا يعني انا مش قادره اصدق كميه الاساليب اللي بقت عندنا والله العظيم. لا وسائل التهريب الطرق دي وسائل التهريب اصل حضرتك عشان كده بقول لحضرتك احنا في حرب شد وجذب ما بين العقول العصابات. بس احنا متقدمين الحقيقه في العصابات. الحمد لله الحمد لله. يعني لا في اجهزتنا الامنيه متقدمين في الكشف عن المخدرات. يعني العصابات كل مبتكر جديد في موضوع التهريب بيقدروا يعملوه واخد بالك. انما هو المعلومات والتواكب السريع مع الاحداث هو اللي بيخلي دايما احنا ملاحقين للكلام. طيب دكتور عبد الرحمن، الشاب قرر ان هو يتعالج وعرف انه الادمان ده سكته معروفه، يعني يا الانتحار يا القتل يا السجن، ملهاش حل تاني. وقرر ان هو يروح يتعالج، بس ما راحش بقى للاجهزه الشرعيه بتاعت الدوله زي جهاز زي صندوق مكافحه المخدرات مثلا تابع لوزاره التضامن، طول الوقت بنحييه الحقيقه عاملين شغل هايل ومحترم. لا فكر يروح لحاجه من الحاجات الخاصه. قلق يروح حاجه حكومه يتعرف ما اعرفش ايه، فقال لك لا انا اروح حاجه خاصه. الحاجة الخاصة دي كتير جدا منها مش مرخص، بيعمل خارج طائلة القانون، بيستخدموا أساليب غريبة جدا كالضرب والتعذيب بحجة العلاج، وفي النهاية أحيانا بيحدث وفاة إلى المريض. دي يا فندم بيتم التعامل معها ازاي؟ والدولة بتشرف عليها ازاي؟ طيب. وازاي هي بتشتغل وهي مش مرخصة كده؟ طيب اديني وقت بس عشان أحكي الحكاية من أولها لآخرها كده. اتفضل. في نص دقيقة بس. لو النهاردة في المكسيك اكبر مؤتمر نفسي عالمي، كنا مقدمين بيبر ورقه انا واثنين دكاتره زمايلي، الدكتور احمد عيد هو اللي مقدمها هناك ودكتور محمد عبد الغني مدرس في طب الزقازيق عن اللاريكا. كنا بنوصف فيها 6 حالات ادمان اللاريكا، ازاي تحولوا من حالات العلاج لحالات الادمان، ووصفنا حاله اعراض الانسحاب، ودي من اوائل الاوراق البحثيه اللي متقدمه. الكلام ده النهارده في المكسيك. هايل. احنا عملنا كده النهارده. طيب خلينا احكي. اتمنى بس ان الورقه دي في المكسيك قدمتوها في المكسيك. اكبر مؤتمر نفسي النهارده معمول في المكسيك. فاحنا قدمناها. اتقدمت فيه الورقه دي. اتمنى الورقه دي تقدموها لوزاره الصحه، لان هم شغالين دلوقتي عشان يدخلوا ليريكا ضمن جدول. حاضر ان شاء الله. ان شاء الله. طيب. ولا حقيقه تبعت لهم الورقه دي يستفيدوا منها يعني. طيب عاده تقرير المخدرات العالمي بيتكلم ان في 31 مليون على مستوى العالم، ده اخر تقرير مخدرات،
انه فقد السيطره على الماده المخدره او على نمط ضار من التعاطي، وعاده بيتكلموا ان محتاجين للعلاج او محتاجين للحجز. طيب بيقولوا ايه بالنسبه لاسره علاج الادمان على مستوى العالم؟ بيقولوا على مستوى العالم كله في 1.7 سرير لكل 100,000 في الدول الغنيه. ده قليل قوي النسبه دي جدا. طيب هتسمعي حضرتك لغايه الاخر. طيب في الدول الغنيه 10 اضعاف الدول الفقيره، في 7 اسره لكل 100,000 في الدول الفقيره، 7 سرير، يعني اقل من سرير واحد لكل 100,000. ده لعلاج لعلاج الادمان، السرير المتاح لعلاج الادمان. مش كده وبس، التقرير بيقول ما بين كل 6 افراد على مستوى العالم كله واحد بس بيتاح لي فرصه العلاج على مستوى العالم كله. في امريكا اللاتينيه ما بين كل 11 واحد بس بيتاح لي فرصه العلاج. اخر حاجه في افريقيا ما بين كل 18 فرد واحد بس بيتاح لي فرصه للعلاج. طب ده معناه ايه؟ معنى في عدد كبير من الناس اللي عندهم مشكلة ومحتاجين العلاج وفي نقص في الخدمات. عشان بس ما نجلدش الذات قوي، المشكلة دي مشكلة عالمية. في حاجة تانية بالمناسبة، الدول الغنية بتستثمر 50 دولار في السنة على الصحة النفسية من ضمنها علاج الإدمان. يعني إيه 50 دولار في السنة؟ 50 دولار في السنة اللي هو يعني سواء الأدوية النفسية، مصحات علاج الإدمان، أسرة علاج الإدمان، الكوادر الطبية اللي بتعالج الإدمان. لا الرقم ده ايه مش فاهمه. 50 دولار لكل فرد. أيوة. بتنفقه الدول الغنيه سنويا للخدمات اللي ليها علاقه بالصحه والادمان، ومن ضمنها علاج الادمان. الدول الفقيره تقريبا بتنفق كام؟ 2 دولار. طب ده يوصل لنا ايه؟ عندنا نقص رهيب في خدمات العلاج. طيب النقص ده حله ايه؟ الجهات الحكوميه بتبذل مجهود كبير جدا. انا لما حد بيسالني العلاج فين بقول لهم وحده ادمان العباسيه افضل وحده علاج ادمان على مستوى الجمهوريه، وعلاج مجاني وفي كامل السريه. طيب الحقيقه احنا عندنا عجز في الاسر. طب ايه الحل؟ في كذا حل. يا اما احنا ندرب الناس على برامج حديثه اسمها برامج العلاج الخارجي المكثف بدل ما يحتاجوا يتحجزوا. ده في مشكله يا فندم. تمام. انا اتكلمت مع ناس قبل كده عايزه تتعالج. تمام. وقالوا لي انا واحد فيهم قال لي انا ما عنديش الاراده، مش قادر افضل قاعد في بيتي وعالج نفسي بنفسي. تمام. هفضل قاعد في بيتي وهتسيبوني هنزل اجيب المخدر واخده. ده حقيقي. انا عايزه اروح مصحه ابقى تحت اشراف ناس، اقعد في اوضه يعني. ده حقيقي وده حقيقي. العلاج عن بعد ده وانك خليك في بيتك واسمع التعليمات دي وانت تخف، ما ده حقيقي مش في كل الاحوال بتمشي. والبرنسبلز بتاعه العلاج بتقول ان امكانيه نجاح العلاج في البرامج الداخليه اثناء الحجز اعلى بكتير من نجاح العلاج في البرامج الخارجيه. صحيح. هو موجود بره، المخدرات جنبه. صحيح. كل حاجه جنبه، فامكانيه الانتكاسه هتجيله النوبه دي هينزل ياخد المخدر على طول. احنا عندنا نقص في عدد الاسره. طيب يعمل ايه لو حد عايز يتعالج؟ ان هو يدور على مكان محترم، يبتدي بالاماكن الحكوميه، يدور على اماكن موثوق فيها ويروح. على فكره الاماكن الحكوميه بتوفر السريه في العلاج زيها زي الاماكن. صحيح. الخاصه. صحيح. طيب ليه احنا عايزين نحشر الناس كلها في الاماكن الحكوميه واحنا ما عندناش اسره؟ احنا عندنا نقص في الاسره. ففكره ان احنا عمالين نقول طب ما ندخل القطاع الخاص ونخليه يساعد في حل المشكله ويستثمر وناخد منه ضرائب ونساعد في حل المشكله، بدل ما عمالين نقول ما عندناش سرير. ونشرف عليه يا فندم، بدل ما انا عندي مراكز ما حدش بيشرف عليه. انا لسه بقول اهو، ما انا لسه بقول اهو. بيشرف عليه مدمنين سابقين. احنا عندنا ودول على فكره بيبقى فيهم كوتشز هايلين. يعني بيعرفوا يدوا ارشادات هايله لانه ده كان مريض قبل كده بالادمان وعنده الخبره دي. احنا عندنا 3 جهات بتشرف على مراكز علاج الادمان. العلاج الحر بوزارة الصحة، نقابة الأطباء، المجلس القومي اللي بيشرف على تنفيذ قانون الصحة النفسية. طيب ما ندي تسهيلات وخلي الناس تفتح مراكز علاج خاصة بحيث حد عايز فندقة أكتر، بدل ما الناس بتتزاحم على الأسرة وعندنا ويتنج ليست بتوصل للشهور مثلا والناس مش لاقي أسرة، خلي القطاع الخاص يستثمر، خلي القوانين أكثر مرونة بحيث تساعدهم على التراخيص. يعني مثلا معظم الأماكن الخاصة مش عارفة ترخص عشان إيه؟ محافظة القاهرة بتشترط إن المبنى يكون سكن إداري وليس سكني. المشكلة دي مخلية كتير من المراكز الخاصة اللي موجودة مش عارفين يرخصوا، فبيضطروا يعملوا ايه؟ يشتغلوا تحت بير السلم. طب الناس المحترمه لازم يقفل. طيب مدخل غير مدخل العماره. طيب يعني انا حاجه زي كده انا ممكن بعض المرونه بقى فيها يعني. ولازم المحافظ يوافق. لازم المحافظ يوافق لانه دي حاجه مشكله. في مشكله يعني اكبر من كده. الناس كده كده هتروح القطاع الخاص، يا اما عشان مش لاقيه سراير يا اما عشان الخصوصيه. فمين اللي هيشتغل؟ ممكن اسال سؤال يا دكتور معلش. ما هو اللي حضرتك بتقوله ده برضه لا يشفع. لا يشفع. ان في بعض مراكز الخاصه بتضرب وتعذب وتموت وتبيع مخدرات جوه. وتبيع مخدرات جوه. ما هم دول اللي تحت بير السلم. صح. اللي هو شغال من غير تراخيص. لكن لو اتيح للناس
للاطباء للفرق العلاجيه المتخصصه انها ترخص وانها تشتغل. وانا اتوسل منهم خير ازاي يا دكتور وهم بيمارسوا الحاجات دي حتى لو رخصت لهم؟ عشان كده انا في حاجه غلط فيهم هم نفسهم في طريقه علاجهم. عشان كده انا بقول لازم اسال على الدكتور اللي موجود، اسال هل في فريق طبي كامل، اسال على الرخصه، اسال على في جهات اشرافيه. مين اللي يعمل كده بقى؟ وزاره الصحه؟ لا، الاهالي نفسهم لما يروحوا يحجزوا ابنهم لما يضطروا ان يختاروا ان هو يروح مكان خاص، مش مجرد هسيبه كده وخلاص او حد ينزل اعلان على النت مثلا مركز كذا واروح له، لا لازم اسال مين الدكتور اللي هناك، هل في اشراف طبي، هل في تراخيص، هل في كذا، هل في كذا، اسال على خطه العلاج ومده العلاج ووقت العلاج واسال على كل الحاجات دي. سياده المستشار، الاطفال والاحداث وحضرتك طبعا مهتم جدا بالملف ده، دول اقدر ازاي احميهم من خطر الادمان؟ مرحلة صعبة جدا ومرحلة عايز ينطلق فيها ومش عايز نصيحة من حد، يعني حتى لو افترضنا الرعاية الأسرية اللي هي بتأتي في المقام الأول زي ما كلنا متفقين، المرحلة السنية العمرية دي يا فندم صعبة في التعامل معاها جدا. أول حاجة زي ما اتكلمت فكرة اللي هو تعزيز أطر التواصل الإنساني ما بين الأسرة وما بين الطفل، إن زي بنعزز فكرة إن الأسرة هي خط الدفاع الحمائي الأول للطفل، كمان ان انا يكون عندي كنترول بعض الشيء، وانا شايف ان هو ده صعب ولكن لازم نتكلم عليه، يكون عندي كنترول شويه على المحتوى البصري اللي بيشاهده الطفل. شفنا بعض الاطفال، شفنا الولد حادثه شهيره اللي نزل يقلد احد الابطال في احد المسلسلات فموت طفلين قاعدين في سايبر نت بالفرد الخرطوش عشان هو يتصور زي شخصيه اسمها عبده موتى. فانا لازم احمي النهارده الاطفال من كل هذه الامور. ما ينفعش كمان ان انا النهارده اكون مدخن وابتدي ان انا النهارده بدخن قصاد ابني. فكره ترسيخ النماذج الايجابيه والنماذج السلبيه، النماذج الايجابيه اللي انا بتكلم على فكره اللي نجح مثلا زي محمد صلاح او كذا او كذا او كذا، واجي النهارده انا اعمل سبوت لايت اكتر ابين الوجه القبيح والوجه السيء لمتعاطي المخدرات، وان هو النهارده بيطلع عن الاطار السليم للمجتمع ككل، اخلي ان انا بشكل النهارده وعي جمعي بيقول احنا ضد المخدرات. صعب ان احنا نعمل كنترول كامل على كل حدودنا وكل موانينا وكل يوم النهارده الثاني عندي مخدر تخليقي جوه، ولكن اقدر النهارده ان انا اعزز الاطر الحمائيه، اعزز مساحه الوعي المجتمعي، اعمل سبوت لايت مع اعلام واعي على فكره اللي هو الجانب السيء او الوجه السيء لمتعاطي المخدرات او المخدرات، وابين اضرارها كمان على المستوى الاقتصادي. اعتقد ده ممكن يكون خطوه على الطريق جنبا الى جنب مع التشريعات المتطوره. وناكد مره ثانيه انه تطبيق وتنفيذ القانون اهم من وضع القانون نفسه. من وضع القانون نفسه، تمام. سياده اللواء، كلمه اخيره من حضرتك. هو لابد من تكامل جهازين، جهاز مكافحة العرض وجهاز خفض الطلب. مكافحة العرض، مكافحة العرض وخفض الطلب. مكافحة العرض بيتمثل في قوات حرس الحدود، في إدارة مكافحة المخدرات قبل المواني، صحيح. ورجال الجمارك، صحيح. أجهزة خفض الطلب اللي هي الإعلام زي حضرتك، البيت، الأسرة، الجامع والكنيسة، المدرسة، المحتوى الدرامي. لابد ان المجتمع كله يقف وقفه مع بعضه في مواجهه خطر المخدرات الجديده علشان نحمي شبابنا ونحمي مستقبلنا. دكتور عبد الرحمن، كلمه اخيره من حضرتك، ولو استسمحك يبقى فيها تاكيد مره ثانيه على جزئيه التعامل ببعض المرونه اللي محتاجينها مع المراكز الخاصه لعلاج الادمان، وازاي نقدر نطورها ونخليها تساعد الدوله في علاج المدمنين، بما ان احنا كحكومه ما عندناش لسه عدد الاسره الكافي لاستقبال هذا العدد من المدمنين. بس اقول حاجه للاسره، السلوك العدواني المبكر في الطفل ده بيظهر من اول 3 سنين. لو الاسره انتبهت لازم تنتبه ليه مبكرا. الولد اللي بيضرب واللي بيعض الاولاد الصغيرين اللي معاه في الحضانه والمدرسه، احتمال السلوك ده المبكر لو ما تمش الانتباه ليه ممكن الولد ياخد مخدرات او يدخن او يكون مقدمه لسلوكيات كثيره خطيره، فلازم الاسره تاخد بالها من السلوك. بالنسبة لمراكز العلاج، المؤسسات الحكومية قايمة بجهد مشكور ورهيب جدا جدا، لكن غير كافية في ظل الطلب المتزايد لخدمات العلاج. أنا بدعو كل المسؤولين في الدولة إن هم يسمحوا بتقنين أوضاع المراكز الخاصة، ويكون في مسؤول قادر على استيعاب دخول القطاع الخاص بجوار القطاع الحكومي، وندعي المستثمر للاستثمار في هذا القطاع، وان الدوله تحصل ضرائب من هؤلاء الناس، وان الناس تشتغل ومراكز كثيره تتفتح ونزود عدد الاسره للعلاج. بشكر حضراتكم جزيل الشكر، الدكتور عبد الرحمن حماد مدير وحده علاج الادمان السابق بمستشفى الصحه النفسيه وعلاج الادمان بالعباسيه. شكرا لك يا فندم. سياده المستشار محمود البدوي المحامي بالنقد
ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان. شكرا لحركة فندم. شكرا لك يا دكتور نسيل حضرتك. سيادة اللواء سامح الكيلاني مساعد وزير الداخلية السابق. شكرا لحركة فندم. وبشكر حضراتكم على حسن المتابعة. دايما ملف الإدمان ده مهم جدا نتكلم فيه ونتكلم فيه بمنتهى الصراحة. وزي ما بنطالب إنه الإعلام يتطور في الحديث عن الإدمان، الفن يتطور في تناول الإدمان وحياة المدمن. وزي ما ضيوف الكرام أكدوا، ما نطلعش المدمن في العمل الدرامي انه هو بني ادم كويس وجدع ومحبوب ومعاه فلوس قد كده، واجي في اخر حلقه بس كده ايه انه مات يعني، بس بعد ما قعدت فتره طويله بمجد فيه. كل دي حاجات متكامله مع دور المدرسه، مع دور على فكره موضوع الاسره، موضوع الجامع والكنيسه. مره حد سالني قال يعني هو المدمن هيروح الجامع ولا هيروح الكنيسه؟ اه ممكن يبقى موجود، وممكن يبقى في مراحل، في بدايات مراحل ادمانه، وممكن يبقى اب فالجامع والكنيسه يديله الرساله كمان زياده الوعي، زياده الوعي الوقائي، الجانب الوقائي مع ابنه، الجانب الوقائي. فاه طبعا مهم جدا الرساله دي عن طريق المؤسسات الدينيه انها كمان توصل. بشكر حضراتكم جزيل الشكر على حسن المتابعه. غدا ان شاء الله يتجدد اللقاء معكم من مساء دريم في تمام 10 مساء. هنتكلم بكره ان شاء الله عن الفيزيتا، ليه يبقى في عياده الفيزيتا فيها ب 50 جنيه وعياده ثانيه الفيزيتا فيها ب 500 جنيه، مين اللي بيراقب، مين اللي بيحكم، ازاي نضمن ان المريض يتلقى العلاج المناسب مع الفاتوره والفيزيتا المناسبه برضو. وكمان ان شاء الله يبقى عندنا سهره فنيه باذن الله مميزه جدا. اشكركم على حسن المتابعه، تحياتي منا فاروق، وتصبحوا على خير.